معكم الدكتور مرجان استاذ جامعي بجامعه في القاهره. الماده اللي كنقريو لها التخصص ديالي يقدر يجيكم واحد شي شويه غريب. غادي تسولوني كيفاش ليك تقري هذه الماده هذه اللي اصلا ما كيعترفش بها العلم الحديث وفي جامعه معترف بها من الفوق. انا استاذ ديال الروحانيات وكل ما له علاقه بتحرير الطاقات الروحانيه وباحث في هادشي ديال ما وراء الطبيعه، يعني هادشي ديال السحر الجن الشياطين الى اخره. انا في العاده واحد الانسان اللي طبيعي غلب عليه الروتين ديال الدار جامعه جامعه الدار، حياه روتينيه رتيبه لا جديد فيها، نفس النهار كيتعاود وتعاود. بصراحه هادشي اللي مبين للناس وحتى نتوما هادشي اللي غادي تعرفوا، ولكن انا ورايا اسرار لا قبل الحد بها، ومع كل حلقه بتعرفوا لي حاجات واسرار كثيره. المهم على اي حال بلا ما نطول عليكم في المقدمات الخاويه، فواحد الصباح وانا خارج من الحصه ديالي في الجامعه حتى غادي نسمع واحد الصوت كيعيط ليا: دكتور مرجان دكتور مرجان. استنى واحد دقيقه من وقت كي سمعتي. وقفت ودرت ورايا باش غادي نلقى واحده من الطلاب ديالي كان سميتها شاهد. هاد شاهد هادي من البنات المهتمين بزاف في الماده ديالي واللي كتشارك عندي بزاف. فاش وقفتني قالت لي: استاذ ممكن واحد السؤال؟ قلت لها: بطبيعه الحال تفضلي تقدري تسولي اي حاجه بغيتيها. قالت لي: الشرح ديالك على الطاقه الروحانيه واش حقيقي ولا؟ يعني هو اسمح لي استاذي على السؤال هذا التشكيكي، ولكن الموضوع ديال الطاقه الروحانيه راه ما كيدخلش للعقل. كيفاش كاينه طاقه داخل كل انسان فينا؟ ولا بصح كاينه طاقه داخل كل انسان علاش ما يقدرش يخرجها؟ قلت لها: واقيلا شاد راكي فاهم الموضوع غلط. الطاقه الروحانيه هي واحد الطاقه غير مرئيه في جسد الانسان، وماشي اي انسان كيف ما كان يمكن ليه يطلق العنان لخروج الطاقه الروحانيه ديالو. كاينين الناس قلال بزاف هما اللي يقدروا يهرسوا الحاجز ديال ديك الطاقه الروحانيه وخلاوها تنتشر وتدفق في كل انحاء جسده. هاد الطاقه هذه مع الانتشار ديالها والسريان ديالها في جسد ديال الانسان قدرت تعطي قوة بدنية عالية ولياقة ورشاقة في الجسد ديالو ما كاينش عند باقي الناس. والجزء الغامض في الموضوع واللي بصراحة أنا براسي باقي ما محقق منه علم يقين، راه أنها الطاقة الروحانية كتقدر تعطي لمولاها طاقة خاصة يمكن ليه يستعملها ويستخرجها فوقت ما دعاتها الضرورة. هاد القوة هذه بعيدة كل البعد على القوة البدنية ديال الإنسان. قوة خاصة كتبان على حسب النوايا ديال صاحبها، وكتكون عندها هالة خاصة بها ما يقدر حد يشوفها ولا يحس بها غير مستعمل طاقة روحانية بحالو نيت. أما بالنسبة لكيفاش تحرر الطاقة الروحانية ديالك، هذه واحد الحاجة اللي صعيبة للأسف، محتاجة تدريبات اللي بزاف وسلام وهدوء نفسي. والاهم من هذا الشيء كامل شاهد هو الاراده. كلما اراده الشخص تكون قويه كلما الطاقه الروحانيه ديالو غادي تبان اسرع وتكون اقوى. كنتمنى يكون كل شيء واضح وبين شاهد، وراه باقي غادي نعطيكم محاضرات اخرين على الطاقه الروحانيه غاكوني هانيه. قلت لها: واخا استاذ، عفاك استاذ، نزيد غير سؤال واحد، السؤال واحد واخير. قلت لها: واخا شاهد، ولكن يا ريت زربي راه عندي واحد الميعاد مهم وما يصلحليش انت تطلع عليه. قلت لي: دابا استاذي الا بغيت نحرر الطاقه الروحانيه ديالي شنو هي اسرع طريقه نتبعها باش نخرجها؟ قلت لها: راه دابا جاوبتك زعما شاهد، الموضوع راه ماشي بهذه السهوله والسرعه هذه كامله. معظم الناس اللي يقدروا يخرجوا الطاقه الروحانيه ديالهم دوزوا سنوات طويله كيتدربوا باش يحرروا، ولكن الا كنتي مهتم والفضول كينعشك من الداخل انا غادي نعطيك طريقه من الطرق السهله لتحرير الطاقه الروحانيه. ما عليك الا بالتامل بحال الشكل ديال اليوغا على سبيل المثال، ولكن كيف ما قلت لك الاراده هي اهم حاجه. تدريب بحال هذا ما باغيش شي حاجه سميتها الاستسلام، ويقدر ياخذ منك سنوات اللي طويله، وطول ما انت بديتيه ضروري خاصك تكمليه والا الطاقه الروحانيه غادي تهرس داخلك. حيت مع بدايه التدريب على الاخراج ديالها كتبدا الهاله تنشط وكتستعد للخروج، ولكن الا وقفتي التدريبات ديالك فجاه الهاله ديالك غادي ترجع لحاله الخمول وعمرها غادي تعاود تحرر لك مره اخرى. كنتمنى تكوني فهمتي القصد ديالي يا شاهد. كاين اسئله اخرى؟ قلت لي: بصراحه دكتور عندي اسئله اللي كثيره باش ما نكذبش عليك وما نخبيش عليك، ولكن ما حد عندك انت يا ميعاد مهم، الا تسمح نجي عندك غدا قبل وقت المحاضره نقص معك شويه في البيرو ديالك الا ما عندكش مانع من طبيعه الحال. قلت لها: واخا ماشي مشكل، ما عندي حتى شي مانع اشهد، خليني نسالي بعد المحاضره ديالي نتغدى ومرحبا بك، جي عندي البيرو ديالي. اي حاجه اخرى شاهد؟ بغيتي شي حاجه اخرى؟ قلت لي: لا استاذي، وسمح لي بزاف حيت خديت من وقتك بحال هكذايا. على اي حال غادي نكمل الطريق ديالي حتى خرجت برا الجامعه للبارك ديال الطوموبيلات. يلا كنت غادي نديماري نسمع دقان على الزاج ديال الطوموبيل، غادي نزل الزاج، كان هذا عمي محمود العساس ديال البارك. قلت له: اش داك الشيء عمي محمود؟ ما تقوليش انت باغي تحرر طاقتك الروحانيه. رد عليا: اش من طاقه روحانيه ولا تخربيقيه يا دكتور مرجان؟ واش ما كتشوفش ولا الطوموبيل غسلتها لك زعما؟ غير شي 30 درهم على هاد الغسله هادي. قلت له: واخا عمي محمود، واخا ما طلبتش منك تغسلها لي، ولكن حقك عليا. مديت ليه 30 درهم وقلت له: شي حاجه اخرى عمي محمود؟ قال لي والوجه ديالو تحول للقلق: اه بصراحه دكتور باغي نهضر معك واحد الموضوع اللي مهم بزاف. انا اصلا عارف انك كتفهم في هذا الشيء اللي عنده علاقه والعياذ بالله اللهم احفظنا منه هذا الشيء ديال جن الشياطين. قطعته وقلت له: انا عمي محمود. الله يهديك الله يهديك، شكون كذب عليك وقال لك شكون قال لك انني كنفهم في هذا الشيء؟ المهم على اي حال عمي محمود، انا تبعني واحد الغرض اللي ضروري وما يمكنليش ناجله. غدا فاش نسالي المحاضره نجي عندك هنايا للبارك وعاود لي مشكلتك واخا؟ قال لي: واخا صافي، غدا ميعادنا هنايا، الله يسر لك طريقك. الموعد اللي كان عندي واللي ما كنتش باغي نعطلو كان مع باسم اختي، كانت عارضه عليا وبسبب الزحام ديال الطريق داكشي اللي ما بغيتش هو اللي وقع، تعطلت عليها. حاجه باينه واكيده انني غادي نسمع الهضره منها، بالخصوص انها هي واحد الانسانه اللي كتقدر المواعيد. طلعت لاسانسور ديال العماره ديالها للطابق السادس، غادي نتقدم بها اول ما لقيت وكيتحل الباب في الوجه ديالي. كان على الوجه ديالها ملامح الغضب، حاجه باينه واكيده انها تقلقات مني. واخا نقول لك ان الطريق كانت مبلوكيه ما غاديش تثيق بالهضره ديالي واقيلا اختي. المهم على اي حال سمعتني الهضره وجلست باش ناكل معاها. قلت لها: ما قلتوا ليش بعدا شنو السبب ديال هاد الحراطه هادي؟ غادي يرد عليا راجلها شريف، وبالمناسبه هي مزوجه وعندها واحد الولد صغير سميتو يوسف. قال لي: شريف ماشي بالضبط
بالضروره يكون سبب باش نعرضوا عليك. توحشناك وقلنا نجيبوك صحه انت مازال تبغي تجي عندنا. بغينا كتجلس معنا شي شويه نهضروا معك شي شويه بما انه انت مشغول طول الوقت. نموت ونعرف فاش مشغول يا خويا انت اصلا الدار الجامعه الجامعه والدار. هذا هو الروتين ديالك اليوم. قلت لهم لا ماشي هكذاك، انا دابا راني خدام على واحد البحث مهم انا والطلاب ديالي في الجامعه. سميت هذا البحث هذا تقرير روحاني وانا عطي لهذا البحث هذا كل الوقت ديالي والمجهود ديالي حيت خاصني نسالي بنجاح، حيت الا مشى حتى نجح غادي نولي منهج رسمي في الجامعه وانا اللي غادي نولي مسؤول عليه. المهم فاش سالينا الماكله غادي تجي اختي غادي تجلس حدايا وغادي تجيب لي واحد الالبوم وبدات كتقلب في التصاور ديالها. غادي تجيب صوره من داك الالبوم وغادي توريها ليا. شنو بالك في هذه المشاهده؟ قلت لها انا شاد التصويره كنشوف فيها من زوينه تبارك الله. قلت لي هذه هاجر صاحبتي القاريه والاخلاق ديالها عاليه وزوينه كما كتشوف. غادي قطع نسي عليا اختي هذا الموضوع هذا، انا ما بغيتش نزوج بشحال مره قلتها لك باش ما تعاودي تجبد معايا هذا الموضوع هذا عافاك. غادي تجبد واحد الصوره اخرى وقالت لي بلاتي اصبر غادي نوريك صوره اخرى غادي تجبد الراي ديالك من بعد ما تشوفها. ساره صاحبتي الا شفتيها غادي تقول هي والقمر واحد. قال لها شريف خليها بس صافي هو ما باغيش بلاش ما تبزي عليه. قالت لي وحتى لامتى غادي تبقى عايش بوحدك بحال هكذا حتى انت خاصك تزوج باش نتهنى من جهتك. قال لها راجلها راه دويت معاك بشحال مره في هادشي الهضره معاه في الزواج غادي خليها تفكر داكشي اللي وقع شحال هادي. غادي نقطع النقاش ديالنا على الزواج بصوت التليفون اللي كيصوني وبصراحه كنت متوقع هو اللي غادي يصوني حيت هذا الموعد اللي درت معاه. الو دكتور مرجان انا اللي اتصلت بك قبل سيمانه على داكشي. عقل عليك الموضوع زاد اكثر من داكشي اللي عاودت لك عليه. الصوت ديالها هو زاد بزاف والناس ما بقاتش قادره تنعس ولا تذوقو. يا ريت دكتور جد دابا تشوف لينا شي حل راه ما بقيناش قادرين نتحملوا اكثر. واخا الا تقدر تعطيني الساعه بالضبط غادي نكون عندك. شوف صيفط لي اللوكيشن في واتساب وغادي نكون عندك في اقرب وقت ممكن. من بعد ما ساليت معاه قطعت لابيل غادي نوض من البلاصه ديالي وغادي نسفر. سمحوا لي بزاف ولكن كيف ما كتشوفوا جاتني مكالمه مهمه خصني نمشي في حالي. قالت لي اختي وهي ما عجبهاش الحال واش لحقتي بعدا غتجلس معانا باش تمشي؟ خلينا معاك شي شويه الميعاد راه ما غاديش يطير. قلت لها مالها عارفه اختي عارفه مقصر نحقكم انا غادي نحاول نجي في اقرب وقت ممكن اخر وغادي نجلس معكم هذه المره نطول معكم ولكن هذا الميعاد هذا بالذات ما نقدرش نتعطل عليه اختي اسمحي لي. غادي نسلم عليهم وغادي ننزل. كانت ديك الساعه اللوكيشن وصلتني على الواتساب الجيزه شارع محمد الطنطاوي. ديماري الطوموبيل ديالي وغادي نقصد ديك البلاصه. الساعه 8 ونص هكذاك وقفت قدام دار الخمسه ديال الطوابق. كان واحد السيد 40 يوقف قدام ديك الدار حاجه باينه واكيده انه كيتسنى حد واللي غالبا هذا الحد هذا هو انا. غادي يوقف الطوموبيل ديالي وغادي يسولني دكتور مرجان ياك. قلت له سي محمد انت اللي صونيتي ليا. اسمح لي بزاف تعطلت عليك السيمانه كامله كانت عندي مشاريع ولكن دابا انا حضرت واني قدامك دابا. عاود لي على المشكله ديالكم دابا بالتفصيل وان شاء الله اليوم غادي تحل المشكله. قال لي يلا طلع معايا للدار بعدا نشربوا كاس ديال اتاي وديك الساعه غادي نعاود لك كلشي. طلعت معاه للشقه ديالو اللي كانت تقريبا خاويه من الفراش. كان واضح انه يلا انتقل الحديث لهنايا حيت عرفت منه انه يلا خاطب وكيوجد العش الزوجيه. وجد اتاي وغادي يجي جلس حدايا. يلا سي محمد انا كنسمع شنو عندك. غادي يشير ليا للبالكو الشقه ديالو. سير وقف داك البالكو وطلع على العماره اللي انفاس معنا. بالفعل مشيت طلعت كانت عماره نص منيا باقا في طور البناء وكانت مهجوره اصلا ما ساكنها حتى شي واحد حيت غير جور. غادي يجي يدخل ورايا للبالكون قال لي هذه العماره مسببه رعب وكل السكان ديال هاد الحي هذا. اول ما يوصل منتصف الليل صوت الموت كيخرج من الداخل كيبقى مستمر هذاك الحال حتى تقريبا بدا الفجر. ساعات الليل كلها في هاد الحي هذا عباره على صرخات ديال الناس كتعذب الداخل. مصدر الغوات بصراحه الله اعلم حتى واحد ما عارف. قلت له واخا ما حد الغوات جاي من الداخل والعماره اصلا ما مسكوناش ومهجوره علاش ما تهدمش هاد العماره هذه وتهناو من العذاب. قال لي لو كان بيدينا لو كان درناها من زمان ولكن مول العماره مالك هاد العقار هذا ما بغى يدير معنا حتى شي حل. كاع مشى للمحكمه ورفع علينا قضيه انه اي واحد قرب من هاد العماره هذه غادي يدخل تحت مسمى تعدي على ملك الغاير. وهادشي كيف ما عرف الدكتور عليه غرامه وحبس عليه الناس صافي تراجعوا على القرار ديالهم وحاولوا انهم يتعايشوا مع الصراخات هادو حتى يحمي الله من عنده. ها دكتور قبل ما ننسى واحد الحاجه الاولاد الصغار ديال الحي هما اكثر الناس المؤذيين حيت كيقولوا انهم كيشوفوا بنات صغار على سطح المجهور ديال العماره وهما اللي كيغوتوا كيديروا هاد الاصوات هما كيتعذبوا. الحاجه الغريبه ان الاولاد الصغار بوحدهم اللي كيشوفوا هادشي اما حنا الكبار كنسمعوا صافي. وزيدك دكتور حاجه غريبه اخرى بصح الصوت ديال الغوات اللي جاي من الداخل كيبان انه صوت ديال بنات صغار. قلت له واخا محمد دابا اللي فهمت انا من الهضره ديالك انه بعد منتصف الليل غادي يخرج الغوات من هاد العماره هادي هادشي اللي فهمت. قال لي داكشي اللي كاين وانت غادي تسمع على ودنك وغادي تتاكد من الهضره ديالي. انت الا ما عندك ما دير صبر معايا واحد 3 4 ديال السوايع بالكثير كاع وغادي تسمع على ودنك. المهم غادي ندوز الساعه الاولى الثانيه الثالثه وصلنا النص في الرابعه وبالفعل مع قربت سالي الساعه الرابعه بديت كنسمع صوت ديال الغوات جاي من داخل ديك العماره. الصوت كان اقرب لانه تقولوا بزاف ديال الناس كيتعذبوا في نفس الوقت. قال لي محمد سمع دكتور هادو هما الاصوات اللي عاودت لك عليهم هادو هما اللي معذبيننا في حياتنا. قلت له سامع محمد انا غادي نمشي باش نحل المشكل. تحركت باش نخرج غادي يجدني واحد من يدي. لفين غادي؟ قلت له لفين في نظرك غادي نمشي للعماره من طبيعه الحال خليك نتايا هنايا ساعه بالكثير غادي نكون رجعت وحليت المشكله. قال لي بلاتي ولكن راه خطر عليك تدخل بوحدك بالليل تمايا. ما رديتش عليه وكملت الطريق ديالي. في الطريق ديال النزول ديالي بديت كنفكر في الهضره ديالي فهمت علاش قال لي غير الصغار هما بوحدهم اللي كيقدروا يشوفوا داكشي حيت البعض من الاولاد الصغار كتكون عندهم شفافيه عاليه ويقدروا يشوفوا العالم الاخر.
اخر. نزلت من العماره والناس كلهم مخرج راسه، هل اللي كيطلب المترجم، هل اللي كيطلب البالكون، كلشي باغي يشوف. راكم عارفين الاحياء الشعبيه والتبركيك اللي كيكون فيها. بديت كنقلب في ديك العماره على شي ترجم مهرج، شفت حاف شي حاجه ندخل منها لداخل. حتى غادي نسمع صوت واحد الترجم فين غادي سيدي، راه واش باغي تخلي واش برجليك ولا شنو؟ ها كلها ساعات من الغوت وهادي هادات الصراخات هادو، صافي صافي حنا راه ولفنا، خليك علاش كتخاطر براسك. ما تسوقت اصلا الهضره ديالو ودخلت. استاذ واه استاذ فين غادي؟ اه شريف الواد واش هبيل؟ كنت لقيت واحد الترجم مهرس نس من بيناتو وانا نقص لداخل. جبت التليفون ديالي شعلت الفلاش وبديت كنتمشى ونقلب. الحاجه اللي لاحظت انه اول ما دخلت اول ما حطيت رجلي الصوت ديال الغوش وقف. مبدئيا هاد العماره هادي عباره على خربه، الزبل مليا في كل بلاصه، البقيه ديال مواد البناء القديمه، الريحه عاتيه في كل بلاصه. قبل ما نعاود لكم واقيلا راه تكون تخيلت الريحه. تحاولت نتجنب ما نعرف طالع حتى شي حاجه قصد الدروج باش نطلع للسطح. غادي نطلع في الدروج ديال العماره وانا حاسس بطاقه غريبه في هاد العماره هادي. انا عارف مزيان هاد الطاقه هادي اللي استشعرت. حتى شويه غادي تضربني واحد الحجره، غادي نهز راسي لجهه البلاصه اللي ضربتني منها الحجره. غادي نلقاو مجموعه مكونه من 10 ديال البنات كلهم تقريبا في واحد العمر اللي صغير. هالكبيره فيهم كاع ما كانش فيها فلاصه. فاش حققت مزيان كان قاسم مشترك كيجمع بيناتهم كاملين. على العنق ديالهم كلهم جرحى غائر من الودن للودن. هاد البنات هادو تدبحوا بوحشيه. غادي نبتسم وغادي نقز على ديك الدرجه اللي وصلت ليها. صافي هذا هو الترحيب اللي نستاهل. غادي تنقز وحده منهم عجبها. كيفاش؟ كيفاش قادر يشوفنا هذا؟ قلت لها ماشي مهم كيفاش قادر نشوفكم، المهم هو قولوا لي علاش كتغوتوا بالليل في هذه العماره هذه؟ واش نتوما محبوسين هنا ولا شنو؟ غادي تنزل وحده وغادي تقربني شويه، علاش غادي نقول لك؟ علاش غادي نقول لك؟ حنا ما مجبورات نقولوا لك حتى شي حاجه، غادي تخرج من هنايا احسن لك ولا ما غادي يعجبك الحال، سمعتي؟ قصدني الا رجع لهنايا ولقاك غادي تكون النهايه ديالك على يدو. قلت لها واخا شنو نعتبر هذا تهديد ولا شنو؟ على اي حال انا داخل لهنايا باش نعاونكم ونعاون حتى الناس ديال هذه الحياه، راه قتلتهم وقهرتهم بالغوات، حتى نتوما غادي تكونوا باغيين تخرجوا من هنايا، قولوا لي بعدا شكون حبسكم؟ قصدت وحده وقالت لي شنو الفائده من اننا نعاودوا لك شنو؟ حنا اصلا الخروج من هنايا امر مستحيل، حنا العبيد ديال سيدنا. ولا غا وحده فينا فكرت غافكرت في الهروب غادي تشوف من الالوان عذاب. انت اصلا ما تقدر دير والو، ما تقدر تنفعنا بوالو، خرج بحال اخر مره غادي نحضروك. قلت لهم الوجود ديالي هنايا كيعني الخلاص والمعاناه ديالكم، تيقوا بيا هذه راه فرصه لا تعوض. قالت لي وحده وهي متردده سميتو دامي، ما عارفينش بزاف عليه بزاف حيت نادرا ما كيجينا لهنايا. اخر حاجه باقيين عاقلين عليها قبل ما نموتوا هي واحد البيت واسع منقوش على الحيوط ديالو ونقوشاتو ورسوم اللي غريبه. هذا البيت هذا كاين تحت لاكاف ديال العماره، حنا ضحايا ديال الطمع وحب اموال الدنيا، وما ليناش الذنب نموتوا بديك الطريقه اللي متنا بها. حنا مجرد ارواح معذبه محبوسه هنايا، لو كان كان بيدينا لو كان خرجنا هذه شحال. ولكن سيدنا دامي منعنا مستحوذ علينا. قلت لها واخا خلينا من هاد الهضره هادي دابا، بغيت نعرف شكون اللي قنعكم انكم نتوما ارواح. بنادم فاش كيموت كترجع الروح ديالو لله، اما نتوما راكم اقران ديال الضحايا اللي تذبحات هنايا. الدخل ديالكم غضب وكراهيه ورغبه في الانتقام، وانا الخلاص ديالكم، انا قادر ننقلكم لعالم اخر ولكن ما نقدر ندير حتى شي حاجه الا بالموافقه ديالكم بعدا. في هاد اللحظه بدات غادي نسمع واحد الصوت غليظ من ورايا. شكون اللي قال لك انني غادي نسمح لك دير شي حاجه بعدا؟ غادي يخرج من واحد القنت مود اليوم شخص جاي كيقرب منا. كان في هيئه راجل عادي لبس واحد الجلابه كحله والحياه طويله. اول ما تسمع الصوت ديالو غادي نشوف الخوف على الوجه ديال دوك البنات، غادي يجريو لجهته وغادي يركعوا ليه بداو تيبوسوا ليه رجليه وكيطلبوا العفو والغفران. غادي نوقف انايا بكل هدوء، بديت كنقر السروال ديالي من التراب. قلت له انت هو دامي بايدي. غادي يضحك دامي وقال لي وعارف تسميتي من الفوق. ما نكرش انني تفاجئت، واللي مفاجئني اكثر هي الطاقه اللي خارجه منك يا بني ادم. المجنون شكون انت اللي توصل بك الجراه تدخل وتهضر مع العبيد ديالك؟ وكيفاش بعد حتى قدر تشوفني وتشوفه؟ قلت له ما عارفش اسمك، عارف الاسم ديالك الكامل، دميم ابن الغول الاحمر. من بعد التحقيقات وراكت نصي من الفيجا، عرفت انك جن راصد، حارس المقبره الفرعونيه كانت تحت العماره هذه. وبما انني شفت الصوره ديال مول العماره اللي بديت التحقيق من عنده، فهمت علاش خديتي التشكل ديالو في الوجه ديالك، وفهمت حتى هو علاش ما باغيش يكمل البني ديال العماره ولا يردمها. غادي ضحك دميم وقال لي ما عندي ما يتسالك. محقق كاين شايع، ولكن اللي كيتبس الذكاء ديالك انك جيتي لهنايا من مره معشوش بلا العلم ديال الشخص اللي بلاك. السؤال المطرح هو واش عارف شكون انت؟ واش عارف ولا ما عارفش؟ انت اللي كتحقق في الخفاء باش تخفي الشخصيه ديالك الحقيقيه. حاجه باينه واكيد انك حاضر راسك مزيانه مرجعا. انا نعيط لك كما كيعيط لك المجلس الصياد. ولا كذبت؟ ضحكت وقلت له واضح انك عارفني تنتايا مزيان، واخا سولتني في الاول شكون تايا وكيفاش قدرت تشوفني وتشوف عبيدي. طلعتي تنتايا ما سالش ادمي بالغول الاحمر. انت مطلوب للمحاكمه في ارض القضاء السفلي بتهمه الخروج عن القانون وتجاوز الحدود المحرمه بين عالم الجن وعالم الانس، وتسببك بدا في 10 بنات تحت سن البلوغ تحت ما يسمى بالقربان البشري. هم الفوق هادشي كامل تحودتي على الاقران ديالهم وكنت كتعذب فيهم. اما مول العماره سالم صاحبك راني بلغت به وطيحته من بعد ما تبدلت عليه التهمه ديال التجاره في التنقيب على الاشجار. هو بالفعل من بعد ما قلبوا السلطات الدار ديالو لقاو الجثث ديال دوك البنات العشره مدفونين في الحيوط كيف ما طلبتي، باش الاتفاق اللي درتو يكمل بيناتكم وتحيد انت الباب ديال المقبره. ولقاو عنده في الدار قطع فرعونيه من ذهب وفضه
حتى دخل اللعبة صافي تكشفات وسالات يا تميم سلم راسك رد عليا هو ساخط واش كيحسب لك انك قادر تشدني ولا حتى تخرجني من هنايا انا مضيع اكثر من 4000 عام من عمري حاصد القبر الفرعوني هذه ما تنساش بقوة جن وعمي الراصد قلت له انا يمقطعه لا داعي لاستخدام القوة والعنف انت راه الاعتقال القضاء السفلي وما حدك عارف الحقيقة ديالي وشكون انايا اكيد انت اللي عارفني شنو قادر ندير فيك يلا معايا المحاكمة سليم معافى في البدن ديالك خير لك من انك تمشي للمحاكمة مهلوك عصا غادي يبانو على الوجه ديالو معالم السخط والغضب غادي يغوت واحد غوته لدرجة السمك ديال العمارة بداو كيتهزو كيتزعزعو بحال تقولو زلزال ضرب بدا ليا زرو الطوب كيطيح علينا من كل بلاصة يعني انا العمارة غادي تهدم فوق الريوس ديالنا ما هي الا مسألة لحظات وقتها غادي نسمع صوت في المدخل ديال العمارة دكتور برجان خرج راه العمارة غادي تهدم كان هذا الصوت ديال محمد شنو يدخلون هنايا واش وقتو هذا غادي تلقى دمي من ضحك قلت لك ما تستاهلش بقوة جين معمر الشخص اللي بلغ بك هو وقف قدام العمارة وغادي يدخل هو عقاب اللي غادي يواجه حتى هو نفس المصير اللي غادي تواجه غادي تردم عليكم العمارة تفنكم حيين ما قادرش نوصف لك الفرحة ديالي فاش غادي نشوف الناس كتجبد الجوجات ديالكم من تحت الانقاط غادي نجري نازل الدرج باقصى سرعتي باش نبعد محمد قبل ما توقع الكارثة ولكن غادي نسمع الصوت ديال دامي وهو موقف لي فات الفوت باش توقف صافي راه دخل وقت ما تموتوا غادي نستحوذ على قرينك وقرينو وغادي نرجعكم عبيد تحت رجلي هاوديك الساعة خلي القضاء السفلي يسيفطم بحالك بزاف ما كان قدامي الا نجا استخدام التقرب حاليا على الاقل قبل ما تردم علينا العمارة ما حدا باقا شاده في راسها غادي ندافع جيد دامي باقصى سرعتي غادي ندخل فيه باش غادي نطيح ادمي الارض قال لي فاش طاح الارض كيف ما توقعت كتستخدم الطاقه الروحانيه هادشي كيف استر الشوك ديالك ليا والقدره ديالك على لمس السرير غادي يبداو الملامح ديال دامي كيتبدلوا من تحت الجلد ديالو البشري غادي يخرج من تحتو شعرك كحال كتيف والراس ديالو تحول راس ديال المعزه بقرون الجسد ديالو ولا اكثر ضخامه من جوج ديال المرات غادي يقلب دامي حتى غادي تبان لي واحد الحجره كبيره غادي يهزها غادي يشير عليا بها ولكن غادي نتفادى في اخر لحظه قبل ما تقيس القص غادي نقز وغادي نركلو الوجه ديالو باش غادي نطيحو طلعت فوق وبديت كنتكى عليه بالضربات المجتاليه للوجه ديالو قلت لك لا داعي للعنف خص من وقت ظهورك استشعرت الطاقه ديالك الضعيفه والدنيئه حاولت نحلها معاك بلاتي هي احسن ولكن انت غادي تمشي للمحاكم وتمشوح من بعد ثواني وانا كنضرب ليه في الوجه ديالو والدميه تشرشرات لي من الوجه ديالو كامل غادي فقد دمي الوعي غادي نحط الكف ديالي يدي في الارض يحدا باش غادي تشكل واحد الحفره عميقه كحله واللي بدات كتسحب فيه وتجبد فيه بشويه البعد ديالي كانوا السواري ديال العماره في هذه اللحظه هذه كيقاوموا ريوسهم باش ما تردمش على ريوسنا غادي نضروا هاد الاقران ديال دوك البنات العشره قلت لهم نتوما يا احرار بمجرد الموافقه ديالكم غادي تفتح بوابة العالم الاخر وتقدروا تكملوا حياتكم البرزخيه تمايا باغيين تكملوا حياتكم هنايا وتكونوا منسيين متعلقين بهذه الارض هذه ولا باغيين تعيشوا ما تبقى من حياتكم مع اقران اخرى بحالكم بلا تردد غادي يهزوا ريوسهم بالموافقه غادي نزيد يدي بجوج وغادي نزيد غادي تحل ديك البوابه اللي كانت عباره على ثقب اسود كيربط العالمين بجوج واللي غادي يسحب الاقران ديال البنت العشرة عليه وهذا الشيء كامل اللي عاودت لكم وقع في مجرد ثواني قبل ما يلحق داك محمد اللي كيعيط لي انه يلقاني هبطت من الدرج كنجري باقصى سرعتي شديتهم اليد ديالو وخرجنا من ديك البلاصه اللي دخلت منها في الاول لقينا الناس مجموعين قدام العماره فاش حسوا ان العماره غادي طايح من بعد لحظات على الخروج ديالنا هذيك النهار سولت محمد قول لي انت بخير وقعت لك شي حاجه قال لي هو معجب لا انا بخير وعلى خير ولكن شنو وقع لداخل وشنو اللي خلى العماره تنهار بحال هكذايا ما قدرتش نرد عليه ولا نقول له اي حاجه على اي حال انتم تهنيتوا من الاصوات ديال هذه العماره هذه من الاحسن ما يقرب حتى منكم من هذا الردم هذا حيت غتولي ملجا للكلاب والمشاش وكائنات اخرى من الاحسن انك ما تعرفهاش محمد وبهكذا كنكون درت لي عليا السلام عليكم عيط عليا تسلا بعدا دكتور مرجان الله تبقى بعدا تعشى معايا في مشاهده اختفيت في الظلمه ركبت في الطوموبيل ديالي بشحال كتف عليه كتحس بالارهاق العام كل انحاء جسدي فتح بوابات البرزخ كيستنزف بزاف من الطاقه الروحانيه ديالي خاصني نزيد نتدرب بزاف على التامل ونحاول نقوي الطاقه الروحانيه وانا في طريقي حاس بالدوخه ولا ينزل علي دقه واحده بعلي غادي نشد الجنب باش نرجع شي شويه غادي نسمع صوت من الكرسي اللور ديال الطوموبيل من الخطر عليك تسوق وانت في هذه الحاله هذه نرتاح لك شويه غادي نصوب المرايا وغادي نشوف اللور باش غادي نشوفو جالس قلت له ماشي معنيتو عينك المجلس تكون دراعي اليمين تقتبل لي وقت ما قالها لك راسك بلا استدعاء مني غادي ابتسمو قال لي لا انا اللي غلطان نيس انا اللي غلطان اللي خايف عليك ما تنساش بلي انا وانت راه حنا واحد شكون اللي كيتدخل وكيعاونك في المواقف الحرجه راك والو بلا بيا انا ماشي مجرد قارنك انا صاحبك اخوك يا خويا راه كنت معاك من نهار ديال الولاده ديالك ودابا تجي وتهضر معايا بهذه الطريقه هذه اخا ماشي مشكل مقبوله منك يا مرجان قلت له خلينا من الهضره واش تكوي الخاويه ديالك الهضره ديالك ما كتساليش قول لي انا جرو وقت المحاكمه ديال هذا الكلب هذا امتى غادي تكون قال لي تقريبا غالبا غدا بعد منتصف الليل لا فكرتيني في واحد الحاجه المجلس راه طالب الحضور ديالك وقت المحاكمه قلت له انا متاكد كيفاش علاش طالبيني انا عمري حضرت من قبل المحاكمه ديال الجين انا الخدمه ديالي التحقيق والقبض على الخارجين عن القانون صافي من الجين قال لي بصراحه انا ما عارفش باغي نهضر معاك شي حاجه شكون عرف بما انك ابن ادم الوحيد اللي كيقدر يتواصل معنا على اي حال سنرجع دابا للدار وتحلك لك الليله غدا غادي نتلاقى معاك في المحكمه صافي غادي يختفي نجرو من ورايا بما انا بقيت على ذاك الحال شي شويه احتفتني الحال
وكملت الطريق ديالي للدار. وبالنسبه اللي ما عارف شكون هو نجرون، هذا القرين ديالي، العكس ديال الاسم ديالي. انا القرين ديالي محرر ومعين المجلس داعي لمن في التحقيق في جرائم الجيل. من بعد ديك النصاعه ديال الطريق تقريبا هكذاك توصلت للدار، تلاقيت بلاصتي حتى انا نبدل عليا حوايجي من العياده. غادي زدتني وما حسيت براسي الا وانايا فايق مخلوع على الاذن ديال الفجر. الجسد ديالي كان كامل غارق عرق، والدقات ديال قلبي كضرب بالزربه، نفس الحلم معاه ثاني اللي ما يدب لي حياتي. توضيت وصليت للفجر وغادي نرجع باش نتكى بلاصتي، ولكن نعاس والو، تقول واش بغا يعاود يدوز عليا. علاه غادي نوجد الفطور ديالي شي هاد التلفازه اللي نادرا ما كنتفرجش فيها اصلا. بديت كندور بالقنوات حتى غادي طيح عيني على واحد القناه ديال الاخبار كدي واحد الفيديو. كان الفيديو لواحد الشخص ولا تم خرج من واحد الدار وكيشوف جنابه اللي مول اليسار، بحال تقولوا منكري من شي حاجه ولا حاطي جنابه من شي حاجه بحال هكذايا. في الاول ما فهمتش المغزى من الفيديو، واش ندخلوا اصلا في قناه ديال الاخبار؟ حتى غادي نسمع المذيعه وهي كتقول اخيرا كاميرا المراقبه قدرت ترصد التحركات ديال اخطر سفاح في القاهره حاليا من بعد ما قتل الضحيه ديالو رقم 49، وتحركت على العاجل السلطات باش تحقق في هذه الجريمه هذه. وقال وزير الداخليه على لسانه في مؤتمر صحفي انهم غادي يديروا اللي في جهدهم باش يجدوا السفاح القاهره هذا قبل ما يدوز الجريمه ديالو رقم 50. غادي نركز الناظر ديالي مزيان في ذاك الفيديو وفي ذاك الشخص المتهم، تما غادي نلمع واحد الحاجه صعيب بزاف باش يرد لها انسان هادي البال. واحد الضوء احمر خفيف كيخرج ليه من عيني، وانا عارف مزيان الضوء هذا شنو كاين. غادي نهز التليفون ديالي دخلت لجوجل ونشوف كنقلب على اي معلومات ممكن نلقاها على سفاح القاهره، ولكن للاسف ما لقيت عليه حتى شي معلومات. الظاهر ان التحقيقات باقا ما قدرتش توصل ليه، ما لقيت الا الصور ديال الضحايا والسميات ديالهم وهذا الفيديو هذا اللي شفته دابا في التلفازه. لقيت انه تقريبا هذه هي المره الوحيده اللي قدرت كاميرا المراقبه انها درت التحركات ديالو. واضح انه ما ساهاش وعارف شنو كيديروا، قاري صوره مزيان ما كيخلي وراه حتى شي دليل الا جبت ديك القشور. وبالرغم من ان ديك الكاميرا رصدات، ولكن السلطات غادي تلقى صعوبه كبيره باش خصوصا انه من التم. ما عرفتش شحال داز ديال الوقت واني هذيك التلفازه كنفكر الوقت داز بزاف، ما حسيت براسي حتى سمعت الصوت ديال الموبي ديال التليفون ديالي كيسوى، حيت كانت زدتني عيني ونعس في بلاصتي. التلفازه كانت باقا مشغوله على مسلسل قانون الاخبار. طفيت التلفازه دخلت دوش بدلت حوايجاتي وغادي ركبت الطوموبيل ديالي للجامعه. وصلت للجامعه دخلت للمكتب ديالي وجدت الوراق ديال المحاضرات اليوم. من بعد شي ساعه هكذاك غادي نخرج من المكتب ديالي قصد المدرج القاعه ديال المحاضرات، ولكن وانا ماشي طاقتي الروحيه غادي تستشعر واحد طاقه غريبه في هذا الكولوار. الحاجه الغريبه ان المصدر ديال هذه الطاقه هذه كان في نفس الاتجاه اللي انا غادي فيه، الطاقه اللي قويه بزاف لدرجه ان الهاله ديالي تاثرت بها. كملت الطريق جهه مصدر الطاقه حتى غادي يديوني رجليا للباب ديال المدرج. حليت المدرج ودخلت باش غادي نلقى كل الطلاب جالسين الله يسلمهم كيتسناو يجي. لحقت لهم السلام عليكم. وقفت لتواني كنشوف في ذاك المدرج وكندور بالوجوه ديالو بحال كنقلب على شي حاجه. بغيت نعرف شكون فيهم اللي كيمثل هاد الطاقه هذه المرعبه اللي انا براسي ما عنديش، ولكن ما قدرتش نعرف حيت الطاقه ديالي ضعيفه بزاف مقارنه بالطاقه ديالو اللي طغات على القاعه ديال المحاضرات. حاجه اكيده وبين ان الطاقه هذه ماشي البشر، هادشي ما كيدخلش العقل. المهم على اي حال غادي نتملك راسي بحال ما كاين والو وبديت في القاء المحاضره. انسان هو واحد الكائن اللي غريب، الى وصل لاقصى مراحل غضبا ممكن يحرك في بلاصته هو ما حرش براسو، حيت العقل ديال الانسان كيوقف ديك الساعه على التفكير والجسد ديالو ما كيبقاش مستوعب تصرفو في عجو. هو هذه الحاله هذه كتسمى حاله الخروج على السيطره، وممكن الانسان يدير كارثه لا قدر الله وهو ماشي في الوعي ديالو. نفس هذا الكلام هذا نيت كينطبق على الطاقه الروائيه، الى المستخدم ديالها ما قدرش يسيطر عليها هي اللي غادي تولي مسيطره عليه وغادي تخليه في حاله من اللاوعي. ديك الساعه ما يقدرش يتحكم في نفسه. علاه ماشي اي واحد يقدر يستخرج الطاقه الروحيه ديالو، خصوصا الانسان اللي كيغضب بزاف. الهدوء والسلام هو اهم عنصر للسيطره على الطاقه، يعني خاصك تخلي العقل ديالك هو اللي ياخذ الخطوه ويتحكم. نفس عميق، سلام داخلي، هادشي كافي انه يعزز الطاقه الروحيه ويخليها اكثر قوه. غادي يهز واحد من الطلاب يديه وغادي يسولني، يعني على حسب الهضره ديالك هذه يا دكتور، ممكن اكثر السفاحين المشهورين على مر التاريخ ارتكبوا الجرائم ديالهم وهما في حاله من اللاوعي، يعني مثلا ممكن يكونوا انهم قدروا يوصلوا للطاقه الروحيه ديالهم وهي اللي سيطرات عليهم، وبالتالي خلاتهم يقتلوا ويذبحوا ويعذبوا وهم ما حاسينش براسهم اصلا شنو كيديروا. قلت له بصراحه حاجه ممكنه ما نستبعدهاش، ولكن في الغالب اغلب السفاحين اصلا كيكونوا مرضى نفسيين. غادي نوض واحد من الطلاب وغادي يهز يده، شنو استاد على سفاح القاهره اللي بان مؤخرا؟ واش ممكن يكون حتى هو كيخدم الطاقه الروحيه ديالو هي اللي سيطرات عليه باش يوصل لهذ الكارثه هذه اللي وصل لها وهذا العدد ديال الضحايا اللي وصل ليه؟ بصراحه السؤال ديال هذا الطالب هذا خلاني نسهل مده التواني، واني كنفكر في ذاك الفيديو اللي شفت قبيله في الاخبار وذاك الضوء الاحمر اللي كان خارج من العينين ديال سفاح القاهره. من بعد شويه غادي نفيق من داك الساو ديالي وغادي نجاوب داك الطالب. صراحه ما عرفتش وما قدرتش نعطيك شي جواب شافي. مستخدمي الطاقه الروحيه هما الوحيدين اللي كيقدروا يستشعروا الطاقه ديال بعضهم البعض، يعني الله اعلم واش هو كيخدم الطاقه الروحيه او لا، خصني تنوقف قدامه عاد واش نقدر نحكم.
غادي يوقف شاب اخر لابس تيشيرت كحل ومغطي راس ديالو بكاسكيطه. قال لي وانت دكتور مرجان ما حد قلتي هاد الهضره هادي يعني كتستخدم الطاقه الروحيه ياك؟ قلت له شنو كتقصد بالسؤال ديالك هذا؟ قال لي نتايا فاهم مزيان فهادشي ديال الطاقه الروحيه، عارف حاجات ما عارفها الا غيرك. وهادشي الا معنيتو شي حاجه، معنيتو انك انت من مستخدمي الطاقه الروحيه. غادي يشوفوا فيا كل الطلاب باعين متلهفه باغي تعرف الاجابه، ولكن تهربت من داك السؤال وما جاوبتش عليه. على اي حال من بعد ما ساليت الالقاء ديال المحاضره قلت لهم هادشي اللي كاين عندي اليوم صافي سالينا، حتى الغداء ان شاء الله نشوفكم في محاضره اخرى. خرجت من المدرج ديالي مشيت للمكتب ديالي غادي نسد عليا الباب. جلست على المكتب ديالي وبديت كنفكر وساهي معقول زعما معقول يكون هو هذا زعما هو مول ديك الطاقه المرعبه منبعثه من داخله. لطالما سولني هذا السؤال هذا يعني استشعر الطاقه ديالي ما جاش سولني غير هكذاك. يا ترى شكون هو هذا وشنو السيره ديالو كيفاش قدر يوصل لديك المرحله تاع فجرها من طاقته؟ فهاد اللحظه غادي يقطع التفكير ديالي بقات على الباب. كانت شاده دي شنو دكتور نسيتي ولا شنو؟ راه درت معاك البارح في هذا الموعد هذا. هلا ما نسيتكش شاد دخلي وجلس. سولتني مالك دكتور كتبان لي ماشي هو هذاك شنو كاين؟ هاك ما السؤال ديال ادم هو اللي ما عجبكش. شفتك خرجتي كتجري زربان بلا سلام بلا كلام. بصراحه هادشي ماشي من عودك دكتور. رديت عليها وانايا كنحاول نخبي. لا لا ماشي هكذاك ماشي هكذاك. غتفكرت واحد الميعاد مهم علاه خرجت زربان. غادي يضحك شاد. وانا دكتور مرجان ما كتعرف حتى تكذب. ولكن بيني وبينك دكتور غتبقى غير بيني وبينك واش بصح انت مستخدمي الطاقه الروحيه؟ قلت لها بصراحه شاد انا كنستخدمها ولكن يا ريت يبقى هادشي سر بيني وبينك. قالت لي كون هاني يا دكتور السر ديالك كبير. سولت هذوك داك الولد من الكاسكيطة سميتو ادم شنو كتعرفي انت عليه؟ قالت لي بصراحه ما كنعرفش عليه بزاف هو اصلا واحد الشخص اللي انطوائي وحدودي بزاف فكيهضر مع حد في المدرج. اصلا كلشي استغرب كيفاش ناض وهضر معاك بحال هكذاك في المحاضره واصلا اغلب الوقت شو ساكش. ولكن بيني وبينك استاذ انا ما مرتاح عليهش. انا نعاودك واحد الحاجه وقعت لي مع واحد النهار وحكم نشاي شي ايام ما حضرتش المحاضرات حيت كنت عيان بزاف وما لقيت حتى شي واحد نقل منه المحاضرات عن بعد. واحد الصباح وانا طالعه نازله في فيسبوك حتى غادي يطلع لي صدفه في الاصدقاء المقترحين غادي نصيفط ليه الطلب صداقه غادي يقبلني وغادي نهضر انا وياه. وبالفعل صور لي هذوك المحاضرات وقلشو صافي ومن تما دازت الايام وما عاودناش هضرنا. من بعد ايام على هادشي غادي يطلع لي واحد البوست ديالو في فيسبوك كيهضر فيه على الطاقه الروحيه. تما غادي ندخل البروفيل ديالو بدا فيه الفضول. بديت كنقلب في الجروبات اللي داخل فيهم باش غادي نلقى ادمين في واحد الجروب خاص بالطاقه الروحيه. وعرفت كيف ما عرف استاذي انا كنحماق على اي حاجه متعلقه بهذا المجال هذا. من بعد ما اجوتيت راسي في ذاك الجروب شدني الفضول من الداخل بغيت ندخل ونعرف اش كيهضروا في هذا الجروب هذا. ذاك الجروب كان فيه تقريبا بزاف ديال البوستات تصاور وكلام كثير على بحال داكشي اللي كتشرح لنا في المدرج. ولكن اللي لفت الانتباه ديالي انايا هو واحد المنشور لحواد ادم هذا النيت كيهضر على طقوس كتسمى طقوس الوعاء شي حاجه بحال هكذايا. تقريت داك البوست وبصراحه داكشي كان غريب بزاف. الطقس كان عباره على عهود وشروط واحد الرسومات اللي غريبه ما عمري شفت بحالها. ما نكذبش عليكم بصراحه دكتور حسيت براسي بحال راني في جروب ديال السحر والامال ديال الاستحضار ماشي الطاقه الروحيه. علاه غادي نخرج من داك الجروب درت بلوك ودرت بلوك حتى الاهداف. قول لي يا دكتور عندك حتى شي فكره على الطقوس الوعاء؟ قلت لها بصراحه لا ما عنديش فكره على هذا الموضوع هذا اول مره نسمع هذا الطقس هذا ولكن حاجه بينا انه طقس خطر. يلاه كنت غادي تجاوبني غادي تسوني التليفون ديالها غادي تجيب التليفون باش غادي تلقى با اللي كيصوني ليا. اسمح لي يا دكتور انا مضطر نمشي دابا بابا كيصوني ليا. مره اخرى نكملوا الهضره ديالنا على الطاقه الروحيه. هي خرجت من المكتب انا رتبت شي اوراق ديالي زدت الصوارد ديالي وغادي ننزل للبارك. يلاه كنت غادي نركب غادي يجي عمي محمود كيجري جيتي تسنى يا دكتور مرجان ايا قدرنا انه اليوم غادي نعاودك المشكله ديالي. كنبين على عمي محمود انه مهموم ومقلق اكثر من البارح بحال تقولوا المشكله زادت تكفاس اكثر من البارح. يا عمي محمود الله يهديك انا راه ما عنديش علاقه بهادشي اللي كتهضر عليه اش من جن وشياطين ولا شكون اللي كذب عليك؟ سير عمي محمود شوف لك شي شيخ شوف لك شي راقي احسن لك. قال لي عمي محمود ما غاديش تضحك عليا بهاد الهضره هادي ديالك انا عارف باللي كتفهم في هادشي وكتفهم فيه مزيان يا رب الصح. اصلا انا الشوفه ديالي في بنادم كتخيبنيش. المهم باختصار اولدي مرجان انا غادي نعاود لك وكنتمنى انك تعاون. ولدي الصغير عليه واحد التقر وممكن يموت في اي لحظه بسبب هذا التقر هذا. قلت له التقر من شنو عم محمود؟ مالو ما كاينش مخزن في البلاد ولا شنو؟ قول لي واش ولد قتل شي واحد ولا شنو؟ واش من ولد من ولادك بعد علاش كتهضر؟ انا اللي عارف انه عندك اربعه ديال الولاد، ثلاثه منهم مزوجين وبديورهم والصغير هو اللي باقي معاك. قال لي الله ينور عليك ولدي مرجان هذاك ولدي الصغير سميتو امجد. كنقسم لك ولدي انه ما كان عارف ولا قصد هو غير من الخوف ديالو ما حس براسو حتى هز واحد الحجره اللي كبيره وقتلو بها. قلت له عمي محمود والله ما فهم شي حاجه راه دوختيني دابا شنو قتل ولدك وشنو علاقه هادشي بالجن دابا هادشي اللي بغيت نفهم انا. قال لي ولدي قتل جن متشكل بالغلط بلا ما يعرف انه جن وبسبب هادشي ولدي شاف جهنم الكحله. كان كيتمنى الموت كل دقيقه وما لقاهاش بسبب الاهوال اللي كيشوف. هو البارح بالليل اختفى بلا ما يعرف حد فين زاد. بلغنا السلطات هما كيقلبوا عليه خوتو هما كيقلبوا عليه وانا ولدي ماليش اثر كاع. هو انا عارف متاكد ولدي انهم هما اللي خداوه باش ينتقموا منه ويعذبوه. قال لي امجد ديك الليله قبل ما يختفي جمله واحده بقات لاصقه في عقلي النطق بالحكم قرب با. ما عرفتش علاش مجرد ما سمعت النطق بالحكم تفكرت الهضره اللي قال لي نجران فاش قال لي ان المجلس طلب الحضور ديالك للمحكمه ديال الجن الغد. قلت له واخا
ان شاء الله ان شاء الله يكون على خير. قول لي بعدا عمي محمود واش شي واحد اخر غير كعرف انه قتل الجن متشكل ولا غير؟ ان شاء الله رد عليا لا ولدي، انا الوحيد اللي فاهم شنو وقع. ما حتى السلطات وخوته فاش عاودت لهم هاد الشمام ما بغاش يتخليو هاد السيريو وما تيقوش عافاك لما شو كيدير ترجع لي ولدي راني كنتقطع عليه ونشوف الحاله ديال مو مسكين راه يضرب الخاطر نلقى لينا شي حل ولدي الا عرف ما دير قبل ما تحمرق. قلت له واخا يا محمد هذا داكشي اللي كيدور في الراس ديالي بصح غدا الصباح غادي يكون راجع ليك سالم. ولكن شوف عمي محمود ما بغيتش حد يعرف هادشي اللي دار بيناتنا دابا، غادي نتحرك بالطوموبيل للطبيب ديالي حيت اليوم عندي رونديفو معاه. كان سميت الطبيب ديالي سمير عبد الغني. غادي تسولوني طبيب الطبيب ديالاش؟ هاد الطبيب هذا كنت متبع معاه حيت واحد الفتره من حياتي دازت عليه واحد المرحله النفسيه اللي قاسها بزاف، ولا عقلت على داك الحلم اللي فيا كان جويه في زرع القايم. هذا جزء بسيط داكشي اللي كنت كنعاني منه. ومن بعد غادي يتضح لكم كلشي وغادي تعرفوا علاش كان في قبل الليل مخلوع بحال هكاك. وصلت ودخلت العياده ديالو لقيت السكرتيره في الانتظار ديالي شيرات ليا الدكتور سمير غادي تلقاه في الانتظار ديالك لداخل. غادي ندخل عنده وغادي يرحب بيا قال لي جلس تفضل. سولني قول لي بعدا باقي كتاخذوا لي عطيتك ولا ما بقيتيش؟ قلت له بصراحه دكتور باش ما نكذبش عليك مؤخرا دوك الاحلام بعدوا عليا شي شويه خلاوني علاه ظنيت ان صافي المشكل تحل وقفت الدواء، ولكن بعد واحد الفتره قصيره نفس الحلم بنفس التفاصيل بدا كيعاود يجي يضربني عاوتاني مره اخرى. من الواضح دكتور انني غادي نبقى ساجين لهاد الذكرى هادي طول حياتي. غادي مد لي سمير كارو تاخذ سيجاره. قلت له لا شكرا راني وقفت التدخين مده طويله هادي. غادي يجبد الدكتور نطره وغادي صوتها تفكير ولدي مرجان التفكير المتواصل في ديك الحادثه واللي مخليك باقي عايش ديك الذكرى واللي مخليها كتجيك في الاحلام ديالك على شكل كوابيس. انا عارف وحاس بك ان الموضوع صعيب بزاف وانه اي واحد داز من داكشي اللي دزتي منه غادي يعاني بزاف اكثر من كاع. قول لي ولدي مرجان في نظرك علاش الله خلق فينا نعمه ديال النسيان؟ خلق فينا النسيان باش ما نبقاوش سجناء للذكريات ديال الماضي. الحياه غاديه بينا أولا بلا بينا، عيش حياتك ولدي وخليك على يقين وقناعة بهادشي اللي قلت لك. قلت له ولكن دكتور راني حاسس بالذنب، الذنب وتأنيب الضمير كينيشني من الداخل، لو كان كنت معاهم ذاك النهار لو كان تدخلت وخرجتهم قبل ما توقع الكارثة. كل يوم كنتمنى فيك، كنتمنى نرجع بالزمن للور ونكون حاضر مع وقعت الكارثة. كنت غادي نخلي العافية تشد فيا أنايا ونتحرقوا. غادي يقاطعني الدكتور، ما تلومش راسك مازال، أنت ما عندك ذنب في هادشي، هذا ولدي كيتسمى القضاء والقدر. كل إنسان على وجه هاد الأرض هادي. مكتوب ليه فوقاش غادي يموت وكيفاش غادي يموت. المساله مساله اقدار واوقات لا اقل ولا اكثر. الا بغيتي تعاونهم بصح مرجان ولدي راه الحل موجود قدامك. صدقه جاريه على الارواح ديالهم هذا هو احسن خير واحسن حل. احفر بير عليهم فرق مصاحف عليهم عاد الله ما يدير ولدي. اما بالنسبه للاحلام بغيتك ترجع لذاك الدواء ذاك الدواء اللي كنت وصفت لك. وانا غادي نتبع معاك هذه المره ديال الحاله ديالك بالتليفون باش نتاكد ونفكرك تاخذ الدواء ديالك. قبل ما ننسى حاول ما امكن انك تكون اجتماعي، حاول تعرف على ناس جداد، حاول تصاحب مع ناس خليك من الانطوائيه ديالك راه قتلتي راسك. قلت له بصراحه الهضره ديالك كامله بصحه دكتور، شكرا بزاف على الوقت ديالك، نستاذنك دابا بالرحيل. نزلت من العياده ديال الطبيب النفسي وبعد مده ديال السوكان غادي نوقف في واحد البلاصه اللي مظلمه وخاويه. من بعد ما وقفت غادي نستدعي القرين ديالي نجرو واللي غادي تشكل لي في لمح البصر في الكرسي اللوري ديال الطوموبيل. قبل ما نهضر ولا نقول شي حاجه غادي يقاطعني، انا متاكد طلبتني باش تسولني على السبب ديال طلبك في المحاكمه الليله. انا غادي نقول لك مشيت حتى جبت لك الخبيره. البارح وصلنا سجين من بني ادم التهمه ديالو قتل جني، وعشيره هذا الجني هذا اللي مات كيطالبوا بالقصاص من المحكمه. فاش سولتيني البارح راه ما كنتش عارف. يلا وصلتني ثاني الخبر. ومن بعد الهضره ديالك مع عمي محمود عرفتك غادي تسولني هذا السؤال هذا. قلت له قول لي شنو على امجد غادي يموت؟ قال لي المجلس على هادشي علاش طالبك، ما غادي تصدر الحكم في الحق ديالو الا بحضورك. من بعد ما يتحاكم دميم يبلغوا الاحمر غادي يتحاكم الانسي حتى هو. قلت له واخا قول لي شحال باقي للمحاكمه؟ قال لي 4 ديال السوايع بالكثير كاع، غادي تكون رجعتي للدار قضيتي كاع الاغراض ديالك. ولكن ما تنساش توصل قبل المواعيد ديال المحاكمه بنص ساعه تقريبا بحال هكاك باش تسلم دميم للحراس. قلت له عارف تحتاج تفكرني في هادشي. قول لي نجرم بعدا قبل ما تمشي قول لي شنو كتعرف على واحد الطقوس كيتسموا طقوس الوعاء؟ غادي فكرنا نجرم. وقال لي بصراحه ما عارفش عليهم بزاف. الطقوس اللي خطيره بزاف اللي كيمارسها كيوصل لاقصى درجه الشرور الدمويه سواء بغى يكون الممارس من الجن او الانس. غالبا اللي كيمارس الطقوس هادو كيخدم الجسد ديال الوعاء لكيان اخر شديد القوه كيحتويه، وبالمقابل هذا الكيان هذا كيعطيه طاقه وقوه اللي كبيره. ولكن هادشي راه عنده اضرار ومخاطر حيت الكيان هو اللي كيولي متحكم في الجسد ديال الشخص المستحضر لمده ديال الوقت كل يوم، وفي المده هذه كيدير الكيان ما بغى في الجسد ديال المستحضر قبل ما يرجع المستحضر للوعي ديالو. قلت له واخا شنو كتقصد بكيان؟ جن شيطان شمن نوع ديال المخلوقات؟ قال لي حنايا فاش كنقولوا كيان كنقصدوا انه جن قوي بزاف لدرجه ان الطاقه الروحيه ديالو مرعبه بحال الطاقه اللي حسيت بها انا وياك اليوم في المدرج ديال الجامعه. ولكن للاسف واخا حاولت نحدد ونعرف شكون هو مول هذا الكم الهائل من الطاقه هذه المبعثه من طلابك ما عرفتش، حيت هي في الاخر قوه من الطاقه ديالي والطاقه ديالك، وحتى انت ما عرفتيش شكون فيهم، ولكن شك في شي واحد ياك. دورت الكونتاكت ديال الطوموبيل وقلت له اكيد شك فيه، ولكن ما غاديش نسرع في الحكم عليه.
قال لي قريني بصراحة أنا يا شك فيه. وفي ديك الطريقة باش سولك. ومن الفوق هو شخص غريب أطوار انطوائي كيهضرش بزاف ديما خزن وجهه. ولكن كن هاني، أنا غادي نراقب لك وغادي نتأكد لك واش هو من الطاقة الكبيرة أو لا. على أي حال أنا غادي نمشي دابا، غادي نصرف، أنا غادي نستناك في أرض القضاء السفلي. وما تنساش عندك تعطل على الميعاد. غادي يختفي نجروم من اللوري ديال الطوموبيل. مما أنا وصلت للدار قضيت الشغلات ديالي حتى ضربات الساعة 11. بقات تقريبا ساعة باش تبدا المحاكمة وأنا خاصني نوصل قبل الساعة هذه. من بعد لاحظت أنا جالس غادي نسمع صوت ديال الدقان في الحيط. كانوا عبارة على ثلاثة ديال الدقات مفرقين على المدى ديال جوج ثواني. كانت هذه الإشارة من فتح البوابة. وقفت قدام داك الحيط اللي جاو منو دوك الدقات، حطيت الصباع ديالي وبديت بحال كنرسم شي حاجة بصباعي. من بعد ما ساليت غادي نحط الكف ديالي على داك الحيط وغادي نسد عينيا. نتمنى تكون الطاقة الروحية ديالي كافية انها تحل البوابه. كان غادي تشكل واحد البوابه بالطول ديال الحيط وبدات كتفتح بكل هدوء. غادي يبان في الجهه الاخرى من البوابه واحد الارض واسعه كحله على مثل البصر، كتسالي بمبنى كبير بحال تقول الشكل ديال معبد. على اليمين واليسار ديال هذا المعبد هذا جوج تماثيل عملاقه، الجوج مخلوقات الشكل ديالهم مغرب، كل واحد فيهم هز ميزان. مديت رجلي باش ندخل من ديك البوابه باش غادي نسمع التليفون ديالي اللي كتحطو على الكرسي. رجعت ادرجي جهه التليفون هزيتو باش غادي نلقى عمي محمود. شنو باغي هذا عاوتاني في هذا الوقت هذه؟ ماشي وقتك هذا عمي محمود. الو شنو كاين عمي محمود؟ ما معولش عليك تصوني عليا بحال هذا الوقيته هذا. مصيبه يا دكتور مرجان. شنو وقع عمي محمود؟ خلاتيني شنو كاين؟ الاستاذه شاد الطالبه المهتمه بمحاضراتك. شنو وقع؟ شنو كاين؟ ماها شاد؟ تقتلات يا مرجان، لقاوها مقتله في دارها. شنو كتقول انت؟ قلت له شنو كتقول؟ كيفاش تقتلات وشكون قتلها؟ هرد عليا عمي محمود. والله ما عارف يا ولدي مرجان، الدنيا راه مقلوبه عليها والبوليس كيسولوا الغادي والجاي. غادي نقطع على عمي محمود الاتصال بلا ما نحس براسي، حيت صافي 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 الدنيا دارت بيا. غادي نقز على ذاك الكرسي وبديت كنخمم. الاستاذه شاد انسانه ظريفه واخلاق، من المستحيل يكون عندها اداء. شكون هذا اللي غادي تكون عنده مصلحه في القتل ديالها؟ زعما يكون هو. وانا في عز تفكيري حتى غادي تقطع الخط ديال التفكير ديالي بصوت اس ام اس. الحاجه الغريبه انها من رقم ما مسجلش عندي وماشي ديال الدوله ديالنا، ماشي ديال مصر، رقم دولي. حليت ديك الاس ام اس في استغراب باش غادي نلقى شي جمله وحده. واش حاس دابا بالوجود ديالي؟ وكانت الاس ام اس بلغه انجليزيه. استغربت من هذه الجمله هذه، وشنو معنيتها؟ واش هذا الشيء عنده داخل في المود ديال شاد؟ الراس ديالي صافي ضاق بكثره الاسئله. غادي نهز راسي صدفه جيت البوابه اللي حليت في ذاك الحيط باش غادي نلقاها بدات كتلاشى. يا نسيت المحاكمه، خاصني نوصل قبل المحاكمه باش نسلم دمي من الحراس. وما يصلحش اصلا تعطل على المحاكمه هذه بالذات، حيت هي اول محاكمه للجن غادي نكون حاضر فيها. ولكن وفي اخر لحظه قبل التلاشي الكامل البوابه قطعت العالم الاخر. الارض في الناحيه الاخرى من ديك البوابه عباره على صحراء، ولكن ماشي بحال الصحراء اللي كتعرفوا. الرمال ديال الصحراء هذه كانت كحله والجو كان سخون بواحد الطريقه اللي غريبه. التنفس كان صعيب عليا ولكن واخا هكذا قدرت نتحمل. غادي ناخذ واحد النفس عميق بصعوبه وغادي نمشي قاصد داك المعبد الكبير. فاش دخلت غادي نلقى ناس كثيره جالسين في داك المعبد بواحد الهدوء اللي تام، لدرجه تحسبهم اصنام، حتى من العيون ديالهم ما كترمش. كانوا كيبانوا في شكل بشر ما نكرش، ولكن الطاقه اللي منبعثه من داخلهم واللي استشعرتها بالهاله ديالي اكدت لي انهم مستحيل يكونوا بشر. غادي نلمح واحد ثلاثه ديال المخلوقات معزولين على الناس هذو اللي جالسين، معزولين في واحد الجهه بوحدهم. ما كنبين بالملامح ديال الثلاثه هذو حتى شي حاجه، بحال تقول الوجوه ديالهم مطموسه. حتى هما كانوا في التكوين البشري ديالهم على هيئه بشر، ولكن كانوا طول بزاف على بشر عادي. كانت شي حاجه غريبه، حاجه بالوجوه ديالهم على ما قدرش نحدد الملامح ديالهم. حتى شويه غادي نلمح نجروم دخل بين هذا الجمع هذا ومع اربعه ديال الحراس. واحد من ذوك الحراس وقف قدامي وهو حاط يده على القبضه ديال السيف ديالو. غادي نشوف نجروم بنظره ديال التساؤل. قال لي نجروم ما عليكش اصاحبي، هذا مجرد اجراء روتيني ضروري تفتش قبل الدخول للمحاكمه. التعليمات ديال المجلس اصاحبي، ما عندنا ما نديرو. غادي نهز يدي الفوق وبدا داك الحارس كيفتش فيا كاملي. من بعد ما سال التفتاش ديالو غادي يسولني فين هو السجين. غادي نحط الكف ديالي يدي الارض باش غادي تشكل ديك الحفره الكحله اللي طاح وسطها دميم. لقيته جالس فواحد الزاويه من ديك الظلمه بكل هدوء واستسلام. غادي ينزلوا ليه الحراس وغادي يطلعوه، غادي يسلسلوه من عنقه ومن يديهم من رجليه. غادي يجروه من دوك الناس البعنف حتى غادي يوقفوا قدام دوك ثلاثه ديال المخلوقات اللي كانوا الوجود ديالهم محجوبين. غادي يوقف داك المخلوق اللي كان متوسط دوك الثلاثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لقد اجتمعنا اليوم في ارض القضاء السفلي للحكم على كل من الجن دميم ابن الغول الاحمر ابن صاف، والانس امجد ابن محمود ابن عبد المطلب، والمتهم الثالث الذي وصل مؤخرا الى ارض المحكمه. وقبل اصدار اي حكم سنستمع الى اقوال الشهود، وكل من له حق سيأخذه، فنحن لا نظلم احدا. وبصفتي القاضي اقسم بالله انني ساحكم بما يرضي الله ورسوله. اما بعد، دميم ابن الغول الاحمر، انت متهم بالفساد في الارض واتباع خطوات الشيطان، فهل لديك ما تقوله دفاعا عن نفسك؟ غادي يطيح دميم على ركبي الارض في حسره منه. لا يا مولاي، هل كنت مجبورا على فعل ما فعلته؟ رد دميم وهو كيتمنى من الارض انها تسرطه وتاكله. لا يا مولاي، هل تعترف بكل جرائم
المنسوبه لك. غادي يقطع دمي من الحس بحسره منه، ما عرف باش يرد. غادي يشير القاضي لنجروم انه يهضر، غادي ينطق نجروم بحال تقولوا كيقرا التقرير ديالو على دميم. دميم ابن الغول الاحمر من قبيله الغيلان من الجيل الناري، تم تسخيرك من قبل كهنه مصر القديمه لحراسه احدى المقابر ديال العائله المالكه من قبل من 4000 عام. اول جريمه اللي درتيها في العام ديال 1620، درتي عهد من دم مع ساحر حاول انه يفتح هذه المقبره الفرعونيه هذه، وتم الاتفاق بينك وبينه على تقديم قربان بشري كل شهر، مما ادى لذبح 12 بنت ما تجاوزوش الاعمار ديال 12 عام. في عام 1680 ذبح راجل بنته الصغيره اللي ما تجاوزش العمر ديالها 10 سنوات من بعد ما غويتيه يحل الباب ديال المقبره بالدم ديال بنته. من بعد خفيتي المقبره حتى العام ديال 1998 ورجعتي لاكمال الجرائم ديالك وازهاق الارواح ديال البنات الصغيرات. اخر الجرائم ديالك كانت في العام ديال 2022، اتفقتي مع راجل انه يبني فوق المقبره الفرعونيه عماره ويذبح 10 ديال البنات فوق هذه المقبره هذه. وفوق هذا الشيء كامل استحوذتي على الاقران ديال الضحايا السابقين كلهم. واخيرا تم القبض عليك من طرف الصياد. غادي يقول القاضي هل لديك مبرر لكل هذه الجرائم هذه يا دميم ابن الغول الاحمر؟ غادي يحط دميم الوجه ديالو في الرمل ويقول لي لا يا مولاي. قال لي القاضي اذا انت مذنب باعترافك. بعد الاطلاع على كل جرائمك وبصفتي القاضي لمحكمه القضاء السفلي، احكم على دميم ابن الغول الاحمر ابن صاف بالسجن في الارض السابعه مدى الحياه. غادي تحرقوا الحراس وغادي يجروا السلسل ديالو وسط غواته بكاو تحزر من دميم. حاجه باينه واضحه ان هذه الارض السابعه حاجه اللي مرعبه بالنسبه ليهم اللي ما فيها من اهوالك، فما بالك لنا حنا يا بني الانس. غادي يقول القاضي الحراس ادخلوا المتهم التالي. غادي يدخلوا جوج حراس جرين واحد الشاب عشريني مسلسل من العنق ديالو ومغطيين له الراس ديالو بواحد التالي كحل. جروا حتى غادي يوقفوا قدام القاضي. مجرد ما وقفوا غادي تنوض مجموعه من دوك الناس اللي قلت لكم في الاول دايرين بحال شكل ديال الاصنام. على الوجوه ديالهم كان غضب شديد وسخط كيطالبوا من القاضي القصاص. غادي يحيدوا لذاك الشاب ديك الخرقه الكحله، بدا كيشوف اليمين واليسر وهو مخلوع لدرجه بدا كيبكي. فين انا شكون اللي جابني لهنايا؟ شكون نتوما؟ غادي نقرب منه وغادي نحط يدي على الكتف ديالو من اللور. غادي يضرو غادي تجي عيني في عيني. شكون انت؟ قلت له انا مرجان امجد ما تخافش. قال لي دكتور مرجان بصح هذا انت عافاك خرجني من هنا عافاك شكون هادو باغيين يقتلونا شنو باغيين يديروا بيا؟ قلت له ما تخافش امجد ما عنده ما يوقع لك هذا وعد مني. غاعاود وقول داك الشيء اللي وقع بالتفصيل ولا كذوب. قال لي هو كيترعتوها واخا انا غادي نعاود لهم. غادي يقول القاضي امجد ابن محمود ابن عبد المطلب انت متهم بقتل جني من عشيره الارضيين، هل لديك ما تقوله دفاعا عن نفسك؟ غادي تخلع امجد وبدا كيدخل ويخرج في الهضره. انا ما قصدتش والله انا كنت خايف وكنت باغي ندافع على راسي. قال لي القاضي عاود لينا بالتفصيل يا انسي شنو وقع. قال لي امجد انا با عنده قطعه ارضيه فلاحيه وكل نهار بالليل كنمشي نسهر تمايا انا ولاد عمي، وفي ذاك النهار اللي وقع فيه داك الشيء كنت خدام تمايا بوحدي في داك الشيء في الفلاحه حتى لجويه الغروب وكذاك. من بعد ما ساليت مشيت لواحد الشجره نرتاح تحتها شي شويه من بعد يوم كامل ديال التمارة على ما يجي ولاد عمي تمايا، ومشيت دات الارهاق والعيا ديال الخدمه صافي داتني عيني ونعست. فقت مخلوع ورا الغروب على صوت فحيح كيقرب مني. نط مخلوع باش غادي نلقاه حنش رمادي جاي كيقرب لجيتي. نطو انا مرعوب وبعدت على الطريق ديالو، ولكن كلما انا كنبعد عليه هو كيزيد يقرب مني. علاه خفت منه؟ خفت ليه قرصني وما بانت لي غير واحد الحجره كبيره تماطيت ليها الزيته وضربته بها باش غادي يموت في البلاصه. ومن ديك الليله وانا في جهنم كنشوف شي حاجات اللي غراب، كنشوف شي ناس الاشكال ديالهم ممسوخه كيتوعدوني بالانتقام وكيقولوا لي غادي تموت غادي نقتلوك. ما بقيتش قادر ندوق الطعم ديال النعاس من الاحلام المرعبه اللي وليت عايش. حتى لديك الليله اللي غمضت عيني ونعست مش من بعدها فاش فقت لقيت راسي هنايا في هذا العالم هذا الغريب. غادي يسولوا القاضي هل كنت تعلم يا انسي ان هذا الثعبان الذي قتلته كان من الجن؟ رد عليها مجد ما عرفتش كنقسم انني ما عرفتش كيفاش غادي نعرف انهم الجن؟ ما عرفتش انهم الجن الا من بعد ما قتلته بداو كيتشكلوا لي في الاحلام ديالي وكيهددوني. هما اللي قالوا لي انني قتلت نفر من عشيرتهم. غادي نقص فرد من عشيره الجن اللي طالب القصص وغادي يهضر. من قتل يقتل يا مولاي. هذا الانسي قتل فرد من عشيرتنا، نحن نطالب بالقصاص. رد القاضي بكل هدوء. عالمنا له قوانين ولا نريد ان نتسرع في الحكم، فانا لا اريد ان اظلم احدا. كلنا نعلم ان الجن محرم عليهم اختراق عالم الانس مهما كانت الاسباب والنوايا، سواء كانت النوايا سيئه او حتى حسنه، وكذلك بالمثل محرم على الانس اختراق عالم الجن. والسؤال المطروح هنا ماذا كان يفعل هذا الجن المتشكل من عشيرتكم في عالم الانس؟ غادي يشير الحراس
ادخلوا المتهم الثالث. غادي يدخلوا الحراس ومعهم واحد الرجل بحيه طويله كان متقدم في العمر وحتى هو كان مسلسل من العنق ديالو. غادي يجروا حتى هو من السلسل ديالو حتى غادي يوقفوا قدام امجد. غادي يقول القاضي لامجد: هل تعرف هذا الشخص؟ شاف فيه امجد وقال له: كنعرفه هذا عمي. شنو كدير هنا يا عمي؟ قال لي: عمو حقك عليا يا ولدي يا امجد، الحقد والغيل من جيت باك خليني ندير لكم سحر باش المحصول لي في الارض ديالكم ضربوا تلافه. جدك كتب هاد الارض هذه باسم باك قبل ما يموت، هو انا اللي كتب هاد القطعه الارضيه هذه، انا اللي كان عندي فيها الحق اكثر من باك. عرفت على باك انه يبيع عليا ولكن رفض واحد الرفض لي قاطع. حاولت معاه مره وجوج وثلاثه ولكن في كل مره كيرفض، فما كنقدم الا هاد الحل هذا الا اني ندير لكم سحر. وبالفعل داكشي اللي درت، سحرت الارض ديالكم وسخرت جين ارضي باش يضيع لكم المحصول ديال كل عام. باش ساعتها باك يتشائم من هاد الارض هذه ويبيعها ليا. ولكن تقبيه يا ولدي يا امجد، ما كنتش عارف ان هادشي غادي يوصل لهاد الدرجه هذه. اسمح لي يا ولدي بزاف. كان امجد غا كيسمع لهاد الكلام هذا هو مصدوم. انت دمرتي لي حياتي، ذنبي انا شنو في هادشي كامل؟ هذيك مشكلتك بينك وبين با. لهاد الدرجه هادي وصل بك الغل والحيق دير هادشي في خوك وولد خوك؟ الهيله نتاع عمي وكدير فينا هادشي؟ الغريب شنو غادي يدير فينا؟ قال لهم القاضي: هدوء في قاعة المحكمة. وكما رأينا جميعا فليس الجن فقط هم من يقومون بالجرائم، فهناك من الإنس من هم أكثر شرا، ولكن ليس كل الإنس أشرار كما ليس جميع الجن بأشرار. وبعد سماع أقوال المتهم الثالث والإطلاع على شهادة المتهم التالي، وبصفتي القاضي لمحكمة القضاء السفلي، أحكم على أمجد ابن محمود ابن عبد المطلب بالرجوع لأهله سالما، وأحكم عليه بذبح أضحية على روح الجن المقتول خطأ وتقديم ترضية لأهل الميت، وأحكم على عشيرة الأرضيين بعدم الاقتراب منه والمساس به مرة أخرى. أما المتهم الثالث فأحكم عليه بالعودة إلى أهله ولكن ليس سليما، فالحكم عليه بالعذاب النفسي لمدة شهر كامل. رفعت الجلسة. غادي يختفيوا دوك ثلاثة ديال المخلوقات مع الضربة، وكل المتواجدين في المحكمة من شهود ومن نفر ديال عشيرة الأرضيين خرجوا في حالهم. غادي يقرب مني نجرهم وغادي يمس لي في الودن ديالي. المجلس راه طالب الحضور ديالك. غادي نتحرك معاه من أرض المحكمة في المعبد الكبير لواحد البيت اللي كان مظلم. يلا كان فيه واحد المصدر ديال الإضاءة اللي كان بسيط بزاف، بحال تقولوا قاعة اللي كبيرة مظلمة مضوية بشمعة واحدة. غادي نشوف في ديك القاعة خمسة ديال الرجال أنيقين لابسين بدل أنيقة جالسين على واحد الطاولة اللي مستديرة، ونفس الشيء حتى هما كانت الوجوه ديالهم محجوبة بحال الشكل ديال الكتلة ديال القضاة. غادي نوض واحد منهم وغادي يقرب مني، وواخا قرب مني بزاف كانت الملامح ديالو مطموشة، ماقدرتش نميز دوك الملامح من الوجه ديالو. غادي نسمع صوت منو كيهضر معايا: كاين شر طليق في عالم الإنس، وهذه هي المهمة ديالك الجديدة. إنس من بني آدم استخدم طقوس الوعاء واستدعى واحد الكيان اللي ملعون، بغيناك تحقق ورا هاد الشخص هذا اللي قام بهاد الطقوس هادو وسرق بكل التحركات ديالو. قلت له: واخا، وكيفاش غادي نراقب انا يا شخص عمري شفته من قبل وما عندي عليه حتى شي خبر؟ خصني على الاقل راس خيط ولا خبر باش نقدر نوصل ليه. غادي يمس لي نجرون في الودن ديالي. الموضوع بسيط ما تعقدهاش بحال هكذايا. الشخص هذا اللي باغي يتقلب عليه واللي يستخدم الطقوس ديال الوعاء كيحضر المحاضرات ديالك. قلت لنجرون: ما تقوليش كتقصد ادم. عرفت عليا الحقيقه؟ ما عرفتش، باقي ما تاكدت لك ولكن شاك فيه باش ما نخبيش عليك. كيف ما قلت لك راه انا غادي نراقبو لك وغادي نستنطق القهرين ديالو وغادي نرد عليك باللي كاين. على اي حال رد البال ديالك مزيان، المهمه ديالك هذه المره هذه خطيره، غادي تواجه كيان بطاقه روحيه اللي كبيره وكبيره بزاف. قلت له: واخا، ودابا شنو غادي ندير؟ قال لي: دابا غادي ترجع لعالم الانس، وحتى امجد وعمو غادي يرجعوا معاك من بعد ما تمسح الذاكره ديالهم. غادي احط داك الكيان مطموس الوجه الصبع ديالو في الجبهه ديالي باش من بعد غادي نفقد الوعي. سمع الصوت ديالها الزوين جاي من بعيد كيتردد في العقل ديالي بحال الصدى ديال الصوت، نفسها الاغنيه اللي كانت كتغني لبنتي هاجر قبل النعاس ديالها وكنت كنستمتع فاش كنسمعها. كنظن هو تاني داك الحلم المرعب اللي معذب لي حياتي. غادي نحل عينيا باش غادي نلقى راسي في دار كحله متفحمه وموحشه. انا عارف هاد البلاصه هادي مزيان حيت محفوره في العقل ديالي وعمري نسيتها برا. هادي دارنا القديمه، دارنا القديمة اللي تحرقات. الصوت ديال الغنى ديالها والله واضح مزيان في ودني، كان الصوت جاي من البيت ديال بنتي هاجر. غادي نقرب بخطوات مترددة جهة ديك البيت، طليت من الباب باش غادي نلقى مريم مراتي كتمشط لبنتي هاجر الشعر ديالها وكتغني وهما بجوجهم عاطيني بالظهور ديالهم. حاولت نهضر معاهم ولكن الصوت ما بغاش يخرج من الفم ديالي، بحال تقول له اللسان ديالي ولا ثقيل ألف مرة. بدا الصوت ديال الغنى ديالها كيغلاض. وقفت بهدوء وهي مستمرة في الغناء بصوت تحول اللحن ديالو إزعاج، لدرجة أن اللحن ديال الغناء ضرني في الودان ديالي. سديت ودنيا وغمضت عينيا من القوه ديال داك الصوت. غادي ندوز لحظات على داك الحال، بديت كنحل عينيا بشويه
بس غادي نلقى في الوجه ديالي والوجه ديالها كل ملامح غادا مزخرط، الجسد ديالها كامل جات فيه عافيه والوجه ديالها كيتسلخ. شدتني من العنق ديالي وبدات كتغوت. انت السبب، انت السبب يا صدام. نط مخلوع عرقان مره اخرى كنكحب بشده ونشد في العنق ديالي كنحاول ناخذ النفس ديالي. نفسه الحلم عاوتاني ضربني. بديت كندور بعيني باش غادي نلقى، غادي نلقى راسي في بيتي. طليت على الساعه ديالي باش غادي نلقى 9 ديال الصباح. كنت دازت 3 ايام على النهار ديال المحاكمه في ارض الجين ونسوم كلهم في الدار باش ننفصل تماما على العالم الخارجي ونصفي الدهن ديالي. نط الكوزينه شربت لي كاس ديال الماء ورجعت للسرير ديالي. كانت يدي باقا على العنق ديالي كنت حاسسو، حيت حاس بألم فيه وبالرغم من انه حلم ما عرفتش علاش هو اقرب للحقيقه. من بعد دقائق ديال الساو وحكان على العنق ديالي غادي نسمع دقات على الباب ديال داري. هنا تحليت الباب باش غادي نلقى في الوجه ديالي راجل ربما يكون في الثلاثينيات من عمره بحال هكداك. على الوجه ديالو كانت مرسومه واحد الابتسامه اللي خفيفه. قال لي دكتور مرجان مهيب ياك؟ قلت له هو هذا دكتور مرجان، شكون انت اللي كتسول عليا؟ رد عليا انا الضابط سيف نصر الدين مديريه الامن، بغيت نهضر معك شي شويه لك الا كان الوقت ديالك يسمح. قلت له اكيد سياده الضابط، تفضل مرحبا بك وفي اي وقت مرحبا بك. غادي يدخل وغادي يجلس على كرسي في الصاله. شنو تشرب، اتاي ولا قهوه؟ رد عليا لا بلاش بلا ما تصدع راسك، انا جاي هنا باش نهضر معك في شي حاجه ونمشي في حالي. غادي نجلس نقابل معاه وقلت ليه يسمعنا اخبار الخير شنو كاين. قال لي ضروري غادي تكون سمعتي على جريمه القتل اللي وقعت قبل 3 ايام على دابا واللي راح ضحيتها المجني عليها شاهد الدستوري طالبه من طلابك. قلت له من طبيعه الحال سمعت على هذا الخبر هذا الكحل. الشاهد الله يرحمه من الطلاب المتفوقين في الماده ديالي، كانت مهتمه بها بزاف وكتشارك عندي ومجتهده الله يوسع عليها في هذا النهار. نتمنى منكم تلقاو المجرم في اسرع وقت باش ترجع عليها الحق ديالها. قال لي وهذا الشيء علاش انا هنايا دكتور؟ الحكومه كتحاول تخزن شي حاجه والقضيه غادي تقيد ضد مجهول والملف ديال القضيه غادي يتسد. هو انا بصراحه وبيني وبينكم ما باغيش وما راضيش بهذا الشيء، لازم لينا نوصلوا للقاتل باسرع وقت ممكن، وبصراحه راه ما نقدر نوصل والو الا بالمساعده ديالك، خصوصا انني شدت القضيه من اولها وكنحاول على قدري قبل ما يتسد الملف ديال القضيه ويضيع كل شيء. قلت له واخا الا كان شي حاجه نقدر نعاون بها فين كاين المشكل؟ قول لي ممكن نسولك واحد السؤال، شاهد كيفاش مات؟ قال لي شاهد مات متفهمة. قلت له باستغراب متفهمة؟ متفهمة كيفاش؟ رد عليا الشقة ديالها شعلات بها شعلات فيها العافية. قلت له ولكن إلا هكذاك راه ممكن يكون عدة أسباب، ممكن يكون مس كهربائي، ممكن يكون تسريب ديال الغاز، شنو اللي مخليكم متأكدين أنها مات مقتولة ماشي تحرقات؟ رد عليا حيت بكل بساطة صفح القاهرة هو اللي قتلها يا دكتور، المجني عليها مات مشنوقة في السقف ديال بيتها، ومن بعد ما تشنقات عاد باش شدت النار في الجسد ديالها. الحاجة الغريبة أنه فاش دخلنا الشقة كلها كانت سليمة إلا هي واحدة اللي تفحمات بحال تقول وقع لها احتراق داخلي. قلت له واخا شنو يخليكم متاكدين ان سفاح القاهره هو مولف عليها هو اللي يكون قتلها؟ هرد عليها حيت سفاح القاهره عنده واحد القاعده معروف بها، من بعد كل جريمه كيكتب الرقم ديال الضحيه على الحيط بالدم ديال الضحيه النيت، وفي الشقه ديال شاهد كان مكتوب على الحيط الرقم ديال 50. ولكن المشكله دكتور ان وزير الداخليه الا كنتي تفرجتي في ذاك الخبر كان قال في مؤتمر صحفي بان في التلفزه مباشره انه هو السلطات ديالو غادي يشد السفاح قبل ما يقتل الضحيه ديالو رقم 50، عليها تم التعتيم على هذا الشيء واخفاء الموضوع كله. ولا ما لاحظتيش واحد الحاجه انه ما كاين حتى شي خبر تنشر على هذه الجريمه هذه رقم 50، مع العلم انه الجرائم 49 كلها ديال سفاح القاهره كلها كانت منتشره والاخبار كتهضر عليها. شنو معنيته جا حتى الجريمه رقم 50 وما كاين حتى شي خبر عليها، حتى واحد ما بغى يهضر عليها. قلت له حاجه باينه حيت ما باغيش تبانوا قدام الراي العام انكم فشلتوا في القبض على السفاح. قال لي وبالضبط هادشي اللي كاين، يرضيك يقولوا عنا الناس السلطات فاشله. الا تدعى اي خبر على هذه الجريمه هذه راه غادي نوليو اضحوكه ديال الراي العام. عليها الحكومه تدخلات وخفات كل الادله ديال سفاح القاهره من الموقع ديال ديك الجريمه باش ما يعرف حد كاع شنو وقع ولا حتى مشات الصحافه لتمايا ما تلقى ما تدعي. قلت له واخا يا سعاده الضابط وبالنسبه لهاد البنت هذه المسكينه اللي تقتلات شكون اللي غادي يرجع عليها الحق ديالها؟ راه هذا هو اللي كيتسمى الفساد بعينو. قال لي انا مقدر الانفعال ديالك وحاس بك يا دكتور، علاه جايك اليوم باش نطلب المساعده ديالك؟ انا قلبت وراك ودرت التحريات ديالي وعرفت ان مرجان ماشي السميه ديالك الحقيقيه. على ما عقل من التحقيق ديالي السميه ديالك صدام مهيب اسحاق. قلت له هذا كان الاسم ديالي في الماضي، اما دابا انا سميتو مرجان. وقول لي بعدا شنو مخليك متاكد انني قادر نعاونك بشي حاجه؟ قال لي بصراحه ما عرفتش ولكن شي حاجه داخلي كتقول لي انك غادي تقدر تعاونني. على العموم انا غادي نخليك تفكر، نخلي لك مهله تفكر، وانا غادي نخلي لك غادي نقيد لك النمره ديالي. كيفاش تاخذ القرار ديالك اتصل بيا في هذه النمره هذه صافي. غادي نوضو غادي يقصد الباب ديال الخروج، ولكن قبل ما يخرج غادي يوقف بحال تقول تفكر شي حاجه. زيد ما قلت لك واحد الحاجه ما عرفناش وما لقيناهاش في السير، ربما انت تقدر يكون عندك
كتبتي على هذا الشيء بما انك كتقري الماده ديال الروحانيه في الجامعه. في الموقع ديال الجريمه لقينا واحد الرسمه مرسومه بالدم ديال الضحيه. الرسمه عباره على طائر ديال الطاووس. واش تقدر تكون عندك فكره على شنو معنيتو هذا الشيء ولا ما عندكش حتى فكره؟ قلت له بصراحه ما عنديش فكره يا سعادة الضابط، ولكن خلي لي مهله ديال الوقت نقلب. غادي يخرج الضابط وغادي يسد الباب مخليني في حيره من امري. ما عرفتش علاش انني حاس براسي بحال راني في لعبه ولا في واحد اللوز اللي كبير. ما عرفتش واش غادي نقدر نخرج منه ولا غادي نبقى تالف في المجاهه ديالو. هو الاول مره من مده طويله هذه غادي نجبد كارون وغادي نشعلو. كانت هاد الشجره هادي هي الملاذ الوحيد ليا المكتوم داخلي كنخرجو على هيئه دخان. غادي تشكل لينا جدرون في لمح البصر وغادي يحيد لي ديك الشجره من بين يدي. التدخين كيدمر الصحه يا مرجعان. قلت له رجع لي الشجره ديالي وخليني، ماشي الوقت ديالك انت يا هذا دابا. قال لي نخليك وانا اللي كان كيحسب لي غادي تكون ملهوف باش تعرف شنو درت لك مع ادم صاحبك. قلت له واخا قول لي نشوف، جبتي لي اي خبر عليه؟ قال لي شنو يحسب لك راسك، شنو عارف عليا؟ قدرت نتواصل مع القرين ديالو، عرفت منه ان ادم ما خدمش ولا عمره خدم من قبل الطقوس ديال الوعاء. هو مجرد قرا على الطقوس هادو في شي كتب اللي قديمه، هو اصلا خايف من الاستخدام ديالها، حيت هو عارف مزيان انه لمجا حتى استخدم هاد الطقس هذا، القرين ديالو غادي يتسلسل وغادي يتستبعد، وغادي يستحوذ على بلاصه القرين ديالو ذاك الكيان اللي استحضر، وزيد على هاد الشيء ما حسيت حتى بشي مصدر ديال الطاقه من بعد منه. المهم من الاخر اللي نطولوا ونقصروه، ادم هذا كيبان لي بريء من ديك التهمه. والسؤال ديالو ليك في المحاضره ذاك النهار كان باب الفضول لا اقل ولا اكثر. قلت له بصراحه انا جرم هاد الشيء عاد ما غادي كيزيد يتعقد، وشكون غادي يكون مول ديك الطاقه اللي حسيت بها انا وياك ذاك النهار في المدرج؟ قال لي نجرم بصح القضيه صعبت، ولكن من الهضره ديالي مع القرين ديال ادم عرفت انه كاين شرط من الشروط ديال الطقس باش يقبل الكيان المستحضر، وهذا الشرط هذا هو انك تذبح طاووس وتشرب الدم ديالو. قلت له واخا نجرم وشنو معنيتو هادشي؟ قال لي ما عرفتش شنو معنيتو هادشي زعما. هادشي معنيتو ان السفاح القاهره استخدم طقوس الوعاء، وهو نفسه الشخص اللي حسينا بالطاقه ديالو في المدرج ذاك النهار في الجامعه. قلت له واخا نجرى، اذا نوعا ما الامور بدات كتوضح. سفاح القاهره اذا طالب من طلابي، وإلا ما كانش ادم شكون غادي يكون؟ على اي حال انا جرم كيبان لي احسن حل هو نمشي للبلاصه ديال الجريمه رقم 50، اكيد غادي نلقى القرين ديال شاهد باقي تمايا، هو اللي غادي يعطيني كل التفاصيل على شنو وقع. ولكن قبل ما نمشي للشقه ديال شاهد ضروري خصني نمشي للجامعه باش نلقي المحاضره ديال اليوم. ما تدوشت عليا، بدلت عليا الحوايج ديالي وغادي نمشي قص للجامعه. دخلت للمكتب ديالي وبديت كنرتب الاوراق ديال المحاضره اليوم، وانا كنوجد في دوك الاوراق ديال المحاضرات حتى غادي تدقلب وغادي يدخل عليا امي محمود مول البارك. قال لي يا ولدي يا مرجان والله ما عارف كيفاش نشكرك، امجد ولدي الحمد لله راجع، وداك الحال اللي كان عليه راه دازو وراه رجع الحمد لله للخدمه في الارض الفلاحيه ديالو. الله يوسع عليك اودي ولدي مرجان، قسما بالله ما عارف كيفاش نشكرك. قلت له ما درت والو يا عمي محمود، ما سالش الشكر هذا كامل، درت لي عليه وصافي. قول لي بعدا خوك هو شي خبر عليه؟ قال لي والله دكتور ما عارفين شنو وقع فيه، تحلات من جهه وتكفسات من جهه، امجد ولدي رجع ولكن خويا ما عرفناش ديك الحاله اللي وقعت ليه، دخل في واحد الحاله نفسيه مزفته، هدينا الشيوخ، هدينا الرقاش، هدينا الاطباء النفسيين اللي مجهدين ولكن والو بلا فايده. قلت له ما عليكش عمي محمود، صبروا عليه شهر واحد بالتمام والكمال وغادي يرجع للطبيعه ديالو، غادي يعنقني عمي محمود وغادي يشكرني وغادي يخرج من الباب ديال المكتب ديالي. فاش خرج عمي محمود غادي نجبد التليفون ديالي، غادي نكتب رقم وغادي نتصل به. الو سياده الضابط معك مرجان، انا موافق نتعاون معك ولكن بشرط واحد، تخليني نمشي للموقع ديال الجريمه ونتخلي بنفسي. ما عنديش مشكله مرجان، تقدر تمشي ولكن انا راه ما نقدرش نمشي معك حيت عندي خدمه لي كثيره وكنتسناو التقرير ديال الطب الشرعي. انا غادي نصيفط لك اللوكيشن على واتساب، ياك عندك واتساب في هذه النمره هذه، وغادي نهضر مع الاساس باش يخليك تطلع وتشوف على عينيك. ولكن عافاك دكتور مرجان، حاول انك ما تقيس حتى شي حاجه. كون هاني يا سياده الضابط، انا غادي نطلع تما غادي نضرب طله وغادي نسلم ما نقيس حتى شي حاجه. غادي نقطع عليه وغادي نخرج من المكتب ديالي قصد المدرج. فاش دخلت غادي نلقى كل الطلاب على الوجوه ديالهم واضح واحد الحزن اللي كبير، خصوصا صحاب شهد. غادي نبدا في القاء المحاضره. الاساطير القديمه كتقول ان اول واحد قدر يكتشف الطاقه الروحانيه وقدر يخدمها كان بودا، وحتى فاش كنشوفوا اصحاب الديانه البوذيه كنلقاو ان الاسترخاء والتامل حاجه مقدسه بالنسبه لهم، حتى التدريبات ديالهم واللياقه البدنيه ديالهم كتكون عاليه جدا، كيتحركوا بكل سهوله خفه ورشاقه وكيعيشوا الاعمار الطويله، والاجساد ديالهم كتكون قاسحه وكيتحملوا حاجات ما يقدرش يتحملها انسان عادي. والسؤال المطروح هنايا هي كيفاش قدروا يوصلوا لهذه المراحل هذه من القوه؟ واش كاين طرق واساليب اخرى لاخراج الطاقه الروحانيه من التامل؟ والاجابه بكل بساطه هي كاين طرق خاصه كيقدروا بها ينشطوا الطاقه ديال جسدهم ويفعلوا بها الهالات ديالهم بشكل اسرع، ولكن للاسف هذه الاساليب هذه صعيبه بزاف، وممكن توصل الانسان للموت الى غلطه في حاجه بسيطه، اولا في حالات ان الجسد ديالو
ما قدرش يستحمل، حيت كيوصل هذا اللي باغي يحرر هالته الجسد ديالو لمرحله اشبه بالموت. واشهر اسلوب من هاد الاساليب هادو واللي هو العنوان ديال المحاضره ديالنا اليوم، الاسقاط النجمي. هاد الاسلوب كانوا كيستخدموه البوذيين في خرف المسدوده، باش الا مشى حتى مات المستخدم كيخليوه بنفس الوضعيه اللي مات عليها وكيسدوا عليه في ديك الغرفه للابد. ولكن قبل ما يسدوا عليه للابد كيحنطوا الجسد ديالو لغرض غير معروف، ربما هي الحاجه في معتقداتهم الدينيه. الاسقاط النجمي هو الاسلوب المثالي لاستخدام الطاقه الروحيه وتفعيل الهاله في اقل وقت ممكن، ولكن في نفس الوقت هو الاخطر بالاساليب كلها. انا ما غاديش نطول عليكم بزاف في المحاضره ديال اليوم، غادي نخليكم ديروا الابحاث ديالكم على الاسقاط النجمي، حيت المره الجايه هو اللي غادي يكون الموضوع ديال المحاضره ديالنا. اي واحد منكم عنده شي سؤال قدر يتفضل، حتى واحد من الطلاب ما زيد بسؤال عليها قلت لهم واخا ماشي مشكل، نشوفكم في المحاضره الجايه ان شاء الله. خرج من المدرج غادي للمكتب ديالي باش نحط الاوراق ديال المحاضره باش نمشي فحال للدار، باش غادي نلقاه جالس على كرسي كيتسناني. اشنو كدير نتايا هنايا؟ شكون سمح لك تدخل؟ قال لي جي باش نشوفك. توحشك، ما بقيتي كتسول فيا لا انت على خشك. نط قعد وخرج عليا من هنايا. كتجري عليا صدام بعد هاد السنين هذه كلها ما كنتش عامني، بلاصه ما تعنقني بالحضن تقول لي توحشتك يا اعز الناس. ضحكت وقلت له نعنقك مزيانه هذه، شكون فكرك فينا من الاصل وعلاش راجع؟ قال لي حيت حاسس بالذنب ولدي، حاسس بانني غلطت في الحق ديالك والحق ديال اختك والحق ديال امك الله يرحمها. قطعت وقلت له سكوت سكوت، ما نجبدش امي على فمك، هي مات وانت ما مسوق ليهاش، حتى من الجنازه هي الاخرى ما شفتكش غادي فيها، وعلاش هادشي كامل؟ على وديت مراتك الثانيه؟ واش عارف شنو وقع عليها فاش عرفتك انك تخليتي عليها وعلى ولادك علاش مرة اخرى؟ مرة اخرى ضحكت عليك بجوج كلمات حلوين. غيبوبة سكر كانت كافية تخليها تبدا في رحلة صراع طويلة مع المرض. امي مات الله يرحمها، تي مسوق ليناش، خليتينا انا واختي صغار، الدنيا كتدي وتجي فينا، ولكن الحمد لله الله ما كينساش العباد ديالو. ومن بعد هادشي كامل بغيتيني نقول لك توحشتك وبغيتيني نعلقك من الفوق، لا مزيانة هادي، عندك اقل من دقيقة واحدة غادي تخرج بحالك من هنايا، ما بغيتش نشوفك، إلا ما خرجتيش غادي نطلب السيكوريتي يخرجك صحة. غادي نوض با من الكرسي ديال المكتب ديالي وغادي يخرج لك الماء ولا جوج، غادي نشوف الساعه ديالي وغادي نلقاها 4:15، غادي ننزل لطوموبيلتي وغادي نتحرك للتجمع السكني اللي كانت ساكنه فيه شهد الله يرحمها. وصلت للعنوان اللي كان صيفط لي الضابط، لقيت واحد العساس تما وقلت لي انا من طرف الضابط سيف الدين. قال لي يعني انت يا الدكتور المرجاني ياك؟ راه وصلني عليك سياده الضابط، ولكن بلاتي واحد الحاجه، راه وصلني الضابط انك ما تقيس حتى شي حاجه لداخل، شوف بعينيك وخرج فحالك صافي. قلت له ما تخافش راني اتفقت معاه، غادي نضرب طله نشوف بعينيا وغادي نخرج فحالي. تمشيت ورا العساس حتى غادي نطلعوا للطابق الاخر ديال هاد العماره هادي. قلت له بالمناسبه نسيت ما سولتك شنو سميتك؟ قال لي عطيه يا دكتور. قلت له واخا عطيه متشرف بك، قول لي الانسه شاهد كانت واخده هاد الشقه هادي ملك ولا غا كانت كاريها؟ رد عليا لا كراها غا كانت كاريها، اصلا شاهد الله يرحمها هي ماشي من هنايا، كانت من المنصوره، هي جات انتقلت لهنايا غا باش تبقى قريبه من الجامعه. غادي مد لي السوار ديال الشقه من بعد ما حليا، قال لي ها انت دخل دير اللي غادي دير وشوف اللي غادي تشوف، من بعد سد الباب ورجع لي السوار، انا غادي نتسناك الجحش. غادي ننزل وغادي يخليني قدام الباب ديال الشقه، غادي ندفع الباب بشويه وغادي ندخل. كانت الشقه مظلمه عارقه في الظلام، غادي نضوي بالفلاش ديال التليفون ديالي حتى غادي نلقى واحد السالون ديال الضوء وغادي نشعلوه باش غادي تضوى الصاله. الشقه كانت نقيه بزاف، ما يجيش على بالك انه وقعت جريمه قتل هنايا، ما تدخلكش راسك. ولكن ماشي هادشي بصراحه اللي لفت الانتباه ديالي كثر، لفت الانتباه ديالي هو واحد الطاقه مباته من واحد البيت مسدود. مشيت قصت الباب ديال ديك البيت، بديت كنقلب بين الصور حتى طحت في السالون ديالها، حليت الحيطان ديال ديك البيت كانت كحله، السرير كان محروق، اكيد هذه هي البيت اللي وقعت فيها هذيك الجريمه. على حيط غادي تبان لي واحد الرسمه كان واضح انه شي حد حاول يمسحها، ولكن كان باقي الاثار ديالها. فاش قربت منها وبديت كنحقق بالفعل كان راس ديال الطاووس كما كان قال لي الضابط. حتى شويه غادي نسمع صوت ديال بكا، الصوت كان جاي من الحمام. غادي نتحرك لجهته بواحد الخطوه متباطئه، حليته بشويه باش غادي نلقى واحد البنت جالسه على الارض كتبكي. الجسد ديالها كان كله محروق ومشوه وكانت متسلسله، هذا 100% القرين ديال الجهد. ولكن بلاتي لك القرين ديال شاهد، علاش يكون متسلسل بحال هكا؟ هادشي اللي بغيت نفهم انايا. غادي يدور القرين وغادي يشوف فيا بعيون كلها سواد. قال لي خدا بلاصتي ما قدرتش عليه، كان قوى مني. قلت للقرين ديال شاهد خدا بلاصتك، شكون هو اللي خدا بلاصتك؟ بدا القرين ديال شاهد كيبكي كثر وكثر. فهاد اللحظه هادي بدات غادي يصوني لي التليفون ديالي، هزيته باش غادي نلقاه الضابط. بصراحه غادي يقول لي واحد الخبر اللي نزل عليا بحال الصاعقه. الو دكتور مرجان، تقرير الطب الشرعي راه وصل، الجثه من الاصل ماشي ديال شاهد. كيفاش؟ اشنو كتقصد انت ودي من غادي تكون؟ الجثه طلعت للدكتوره تشريح سميتها من العزه الاسيوطي، الحاجه الوحيده اللي عرفت عليها لدابا انها مطروده من العمل لشي سبب غامض باقي ما عرفتش. غالبا شاهد يا دكتور راها باقا عايشه. غادي طيح لي التليفون من يدي فاش سمعت الخصوص هذا مورايا.
غادي نضرب شويه باش غادي نلقاه العساس هز هز في الوجه ديالي فردي، وقبل ما نلحق ندير اي حركه غادي يضربني برصاصه رصاصه في الكتف ديالي اليمين. طحت الارض وانا حاسس بالدنيا كدور بيا، طلعت على الكتف ديالي المصاب باش غادي نلقاه كيشرشر دمايات. وقتها بديت كنسد عيني بشويه بشويه، صفقت الوعي ديالي. ما عرفتش بصراحه شحال ديال الوقت داز، ولكن على اي حال على اي حال فقت من ديك الغيبوبه. غادي نلقى راسي مربوط في واحد الكرسي ديال الحديد من يدي ورجليا، في واحد البلاصه اللي مغلوقه مظلمه بواحد الاضاءه اللي بسيطه. غادي يبان لي شخص واقف قدامي مباشره، ولكن الملامح ديالو ما كانش واضحه. غادي يقول لي داك الشخص بواحد الصوت الانثوي، مرحبا بك في السرداب يا دكتور. غادي يقربني واحد الشخص من التم مضو احمر خرج من عينو، واقيلا راه عرفت شكون هو. نفس الشخص اللي كتب في الاخبار اولا بالاحرى صفح القاهره، ما بقى ما يتخبى. غادي يحيد اللثام على الوجه ديالو باش غادي نصدم الصدمه ديال عمر يشاد. مفاجاه يا دكتور، فاجاتك ياك انت السبب في 50 جريمه كلها. علاش درتي هادشي وكيفاش؟ ضحكات. لا يا دكتور ما تظلمنيش، راه كنعرفني. قلت له انا مستشعر الطاقه ديالها، هاد الطاقه هادي الطاقه اللي كانت خارجه منك في الجامعه داك النهار، ولكن كيفاش ما قدرتش نحس بها فاش كنت انا وياك الراس في الراس في المكتب؟ قلت لي بكل بساطه حيت الطاقه ديالك ضعف من الطاقه ديالي بمراحل. انا وصل لمرحله يتمكنني نخفي الطاقه ديالي ونظهرها وقت ما قالها لي راسي. علاش اسال؟ علاش درتي هادشي كامل؟ علاش؟ قالت لي علاش نحق راها في اختي ما يضيعش يا دكتور. قتلت ال 50 شخص، كل واحد فيهم فرد من عصابه متخصصه في تجاره الاعضاء. اصلا نسيت ولا ما جاتش اصلا الفرصه باش نقول لك انه عندي اخت صغيره تخطفات قبل 3 سنين على دابا. كان عندها في ذاك الوقيته 15 عام هكذاك، كانت خارجه من المدرسه، رجعت للدار بكل براءه، ولكن للاسف ما رجعتش من ذاك النهار. من بعد تقلب الايام غادي يجينا بلاغ انهم لقاو الجثه ديالها في واحد الخربه، وفاش مشينا للمشرحه باش نتعرفوا على الجثه ديالها في الفريغو، لقينا الجسد ديالها مشقوق بالاعضاء، حتى من العينين ديالها هما الاخرين يا دكتور. حيدهم لها الكلاب، كان ضروري خاصني ننتقم لاختي. السلطات الفاشله كيف ما عدتها ما قدرتش توقف هاد العصابه هادي، ولكن انا قدرت، ولكن ما كنتش غادي نقدر بوحدي من طبيعه الحال. قدرت بالمساعده ديالو. استخدمت طقوس الوعاء واستحضرت كيان قوي، بديت كنصيد فيهم واحد ورا الاخر، قدر يحدد لي الكيان بلايصهم، وبديت بهم من اولهم لاخرهم، ولكن قبل ما نقتلهم كنت كنحسهم بالم كل انسان قتلوه. حتى غادي نوصل لرقم 50، منال عزة الاسيوطي. قول لي يا دكتور، واش عارف علاش جراو عليها من داك السبيطار ديال التشريح ولا ما عارفش؟ حيت كانت كتسرق الاعضاء البشريه من الجثث ديال الموتى في الثلاجه، وهذه هي النهايه اللي تتسال. مات في ديك البيت متفحمه مشنوقه، ما بقى قدامي دابا دكتور الا راس الكبيره، وديك الساعه الحق ديال اختي رهف غادي يرجع، ولكن كيف ما عارف دكتور غادي تسمح لي؟ انا ما قدرتش نوصل لي وانت ملاحقني بحال هكذايا. غادي نقتلك معايا في طريقي حتى نتايا. سمح لي بزاف يا دكتوري، ولكن الكيان وقع الاختيار ديالو عليك هاد المره هادي، هو باغي الدم ديالك. انا ما قدرتش نرفض ليه هاد الطلب هذا. قلت لي شكون هو هاد الكيان هذا؟ قلت لي زكر، سميتو زكر دكتور، الكيان اللي حضرته باش يستخدمني كوعاء ويمدني بالقوه اللازمه، وبالمساعده ديالو قدرت ندير هادشي كامل اللي درت ونطفي النار ديال الانتقام. افكرتيني في واحد الحاجه دكتور، القرين ديالك فينو؟ سميتي نجرهم واقيلا ياك عكس الاسم ديالك. يا خساره، ما كرهتش شكون كان حاضر معنا قبل ما تنطق لك الراس ديالك. قلت لها شاد اعطيني عقلك عافاك، ثقي بيا راكي في خطر، ثقي بيا هذا الكيان، هذا الكيان هذا راه كيستغلك وغادي كيصور لك انه كيعاونك وانه معاك، حتى غادي يجي وقت غادي يستحوذ عليك بالكامل. الجسد ديالك راه ما غاديش يستحمل كميه الطاقه المهوله هذه. لوح الفردي من يديك وتراجع على القرار ديالك شاد، وانا كنوعدك انني غادي نعاونك، ثقي بيا شاد. قلت لي وياك الضحك غادي تعاونني؟ انت اصلا لا فائده ترجع منك. انا عارفه كل حاجه عليك، مراتك بنتك اللي تحرقوا ما قدرتي دير والو. واش ما عمرك سولتي علاش القرين ديال مراتك غضبان منك وديما كيلومك في احلامك؟ بحال نسيتي انه اللي كيتقتل بطريقه مشيت تما القرين ديالو كيكون غضبان. على اي حال دكتور الله يرحمك، تشهد على روحك قبل ما تبرك شهاد على الزينات ديال الفردي، غادي تخرج غوته عاليه من السرداب. كان هذا الصوت ديال عطيه العساس، خرجت شهاد بالزربه باش تشوف شنو واقع. غادي تلقى عطيه طايح للارض كيتشنج بحال شاد حاله ديال صراع. من بعد لحظات غادي نوض بواحد الطريقه اللي غريبه، وكانت عينيه كامله غلب عليها الكحل. غادي ترجع شهاد خطوات اللور وهي موجهه الفردي ديالها العطيه. ابتسمو قال لي كنتي باغي نحضر وانت كتقتلي؟ ها انا حضرت. نو نو نجروم، غادي يهجم نجروم على
علاش هذا هو متلبس الجسد ديال عطيه. غادي يطير لها الفرد من يديها وغادي يضربها بالظهر ديالو للراس ديالها باش غادي يطيح للارض. بين ما غادي يتحرك وغادي يدخل السرداب ديك الغرفه المظلمه وغادي يحل كل القيود ديالي. نط باش غادي يلقاوها في الباب والدميات كتسيل من كل وجه ديالها وهي ساخطه ومن وراها شكل واحد الكحل عيني حمراء لون الدم كان رقيق وطويل لدرجه توصل للسقف. حاولت نتحرك انا ونجرهم ولكن ما قدرناش. الاجساد ديالنا تشدلات على الحركه حيت القوه ديال هذا الكيان هذا هرب عندنا بزاف بمراحل. كانت عينينا هي الوحيده اللي كتحرك عاجزين. غادي يقرب لنا داك الكيان المظلم غادي يشد نجرهم للعنق ديالو وغادي يهزو في الهواء. بدا نجرهم كيتخنق في يدو. انا حاولت نتدخل باش نلحق نجرهم ولكن بلا فايده. ما قدرش نتململ. فصت وبديت كنحاول نركز نجمع القوه ديالي حتى تحررت من ديك التكتيفه. غادي ندافع جيد داك الكيان باقصى سرعتي ودخلت فيه ولكن الحاجه اللي وقعت غريبه. اخترقت الجسد ديالو وسقط الحيط. الطاقه ديالو قوه من الطاقه ديالي بزاف انا ما نقدرش نقيسو. بدا نزروم كيموت لي فيديو هو كيتخنق. هز صبعو وغادي يشير ليا الحيط ووقتها غادي نسمع نفس ثلاثه ديال الدقات ديال فتح البوابه. رسمت بالزربه على داك الحيط ديك الرسمه باش في اخر لحظه غادي تحل داك الباب. غادي يخرج منه واحد من الخمسه الكبار دوك الانيقين وبالضبط هذاك اللي حط السبابه ديالو على الجبهه ديالي باش نفقد الوعي. مع الظهور ديالو غادي يستشعر داك الكيان القوه ديالو بدا كيتشوش. غادي يلوح نجرهم للارض اللي بدا كيكحب النفس ديالو مقطوع. ما قدروش عليا مرجان الطاقه ديالو كبيره عندنا بزاف. انا استدعيت واحد من المجلس الرتبه ديالو عليا بزاف هو اللي غادي يقدر عليه. غادي تحرك داك الرجل الانيق غادي يشد داك الكيان وغادي يثبتو مع الارض. بدا كيكتفو كيربطو بسنازل مرسوم عليها رسومات ونقوش اللي غريبه. قال لي هو كيكتفو من الجحيم اتيت واليه ستعود من النار خلقت واليها ستعود. غادي يغوت داك الكيان المظلم لم ينتهي العهد سوف اخذ روحها معي للجحيم. من بعد ما سال الكيان الجمله ديالو هذه غادي يطيح شاهد الارض والدميات كتخرج من عينيها وفمها. غادي نمشي كنجري لعندها غادي نسند الراس ديالها في الحجر ديالي. غادي تقول لي بكل ما تبقى من انفاسها سميتو شوقي عبد العظيم. عافاك دكتور بلغ عليه باش يتشد هو رئيس العصابه كلها. كل الادله اللي كتبت الجرائم ديالو غادي تلقاها مخبى عندي في البلاصه الفلانيه. غادي تغمض شاهد عينيها غادي نقطع النفس وغادي تسلم روحها. غادي تحرك ذاك الرجل الانيق هو جر معاه ذاك الكيان مسلسل حتى دخلوا من ديك البوابه اللي تسدت عليهم. من بعد شهر على هذا الحديث هذا بالضبط غادي تشد داك شوقي عبد العظيم من بعد ما تبدت عليه التهمه في الاتجار في اعضاء البشر. قبل ما نكمل لكم القصه ديالي خليني نعرفكم شي شويه براسي. انا مرجان اولا صدام كل واحد شنو كيعيط ليا ولكن بيني وبينكم انا كنفضل يعيط ليا بالاسم ديال مرجان. كيف ما عارفين انا دكتور في احدى الجامعات بالقاهره. قبل عام ونص تقريبا على دابا قدمت البحث ديالي لوزاره التعليم على ماده الطاقه الروحيه. في الاول ما اقتنعوش بها ولكن بعد جهود كبيره مني وافقوا وصدقوا عليها كماده تجريبيه في الاول وصافي. كان مشروط وزاره التعليم باش ماده الطاقه الروحيه تولي ماده اساسيه في الجامعه انه في خلال 6 شهور غادي يداروا اختبارات للطلاب باش يشوفوا واش كاين نتائج ايجابيه او لا. ولكن لشي سبب غير معروف كانوا كيتاجلوا الاختبارات هادو كل 6 شهور. حتى داز على الوجود ديال هاد الماده هادي في الجامعه عام ونص. بصراحه بيني وبينكم في الاول ظنيت انه ما غاديش نلقى اقبال على هاد الماده هادي ولكن تخيلوا شنو الموضوع طلع عكس توقعاتي تماما. من بعد شهر واحد فقط على اعلان الماده الجديده هادي لقيت واحد الاقبال كبير عليها. حاجه اخرى واللي بعيده كل بعد على الخدمه ديالي كدكتور في الجامعه واللي بصراحه انا عارفكم تسالتوا عليها. شنو العلاقه ديالك بالمجلس اصدام او مرجان؟ بصراحه انا في الحقيقه الخدمه الاساسيه ديالي راه ماشي دكتور. الخدمه ديالي بصراحه غادي تجيكم غريبه وكنظن انه عمر شي حد منكم غادي يكون سمع عليها من قبل. انا البواب ديال بوابة البرزخ أولا بمعنى آخر مبسط باش نقربوا لكم وتفهموه. أنا الشخص المسؤول على البوابة الفاصلة بين عالم الجن وعالم الإنس. المهمة اللي وكلها لي المجلس في الأول كانت محصورة في البحث على القرآن المعلقين بسبب الحوادث وجرائم القتل وتأمين عبورهم من بوابة البرزخ لعالم آخر. ما بغيتش نقول أرواح المعلقين حيت كيف ما عارفين الأرواح كترجع الله من بعد الموت. كل واحد فينا كيكون عنده قارين ولا الواحد فينا مات بشي طريقة ماشي طبيعية ماشي هي هذيك حادثة مثلا ولا مات مقتول بشي طريقة اللي خايبة شي حاجة بحال هكذايا كيبقى القارين ديالو طليق غضبان في عالم الانس بحال تقولوا داخل في صدمه. وانا هنا كتجي المهمه ديالي الخلاص ليه. كنقدر بالمساعده ديال القرين ديالي نجرهم نلقاو هذا القرين هذا التالف وندوزوه للعالم ديالو باش يكمل الباقي من حياته البرزخيه تمايا مع بني جنسو. من بعد مده تلقيت من المجلس والمهمه تحولت لجوج ديال المهمات. بجانب البحث على القرناء المعلقين بديت التحقيق في جرائم الجن والقبض عليهم باش يتحكموا في ارض القضاء السفلي. اخر جني خارج على القانون شديتو كان دميم ابن الغول الاحمر. كنظن دابا غادي نكون قربتكم مني اكثر وعرفت بزاف ديال الحوايج عليا اللي كانوا مخفيين في الاول. ولكن بصراحه باش ما نحرقش عليكم باقي بزاف ديال التفاصيل اللي غادي تخربقكم وحتى انا غادي تخربقني. ولكن كيف ما كيقولوا كل حاجه كتجي وقتها. المهم كنا خلينا فاش خديت ديك الطلقه في الكتف ديالي. من بعد ديك الطلقه دوزت شهر كامل في السبيطار حتى تجمح لي الجرح ديالي وليت قادر نحرك الكتف ديالي ويدي. شهر كامل غبت فيه على الطلاب ديالي ومشيت نلقي المحاضرات ديالي في الجامعه. على اي حال ما نخبيش عليكم توحشت الطلاب ديالي وتوحشت المدرج. غادي نوجد اوراق المحاضره ديالي اليوم واللي غادي تكون بعنوان
الاسقاط النجمي. من بعد ما وجدت الاوراق ديال المحاضره نطلبت عليه الحوايج ديالي ووقفت قدام المرايه كان هاد الكرافات غادي يبان لي الانعكاس ديالي في المرايه وخف لاي حركه وعلى الوجه ديالو وعلى الابتسامه اللي عريضه حتى من عينيه كانت كلها سواد. ضحكت وقلت له واش يحسب لك واش يحسب لك فاش غادي تعاود فيا المقلب جوج ديال المرات وبنفس الطريقه غادي نتخلع. قال لي نجره مغربه وعلاش تخلعتي في اول مره؟ قلت له حيت اول مره يا غبي وحيت عمري توقعت غادي تكون بهذه التفاهه هذه كامله. المهم قول لي نجره واش كاين شي جديد من المجلس ولا لا؟ قال لي المجلس باغيك ترجع للخدمه باليوم حيت الفتره الجايه غادي تكون عامره وشابكه تحقيقات اللي كثيره، خصوصا ان ارض القضاء السفلي في حاله تاهب قصوى والخمسه الكبار بنفوسهم بداو كيتحركوا. هذا الشيء بصراحه راه ما كيبشرش بالخير يا مرجان. قلت له حاله تاهب وقصوى من الفوق شنو وقع فهاد الشهر هذا اللي كتغيف فيه؟ قال لي قبل جوج سيمانات تقريبا على دابا قدرنا نرصدوا واحد الطاقه روحيه مشؤومه المصدر ديالها كان مجهول، ولكن الحاجه اللي قدرنا نحددوا اللي تاكدنا منها انها الطاقه هذه من بعثها من قاره اخرى، ولكن اش من بعد بالضبط باقيين ما متاكدين وباقيين ما عارفين. قلت له طاقه روحيه وفي قاره اخرى واستعرتوها هنايا، يعني على هذا الحساب صاحب الطاقه هذا رد عليا نجر وقاطعني بالضبط داكشي اللي فكرتي فيه من الرتب العاليه، على خرج واحد من الخمسه الكبار بنفسه في رحله بحث على هذا الكيان هذا باش يقتلوا الصديق قبل ما يلحق يدير شي حاجه. قلت له واخا نجر وانا وياك شنو الدور ديالنا في هادشي كامل؟ قال لي انا وياك راه شدينا واحد القضيه جديده ولكن دابا ما نقدر نقول لك عليها والو حيت المجلس طلبني الحضور في الحال. المهم بعد ما تسالي المحاضره ديالك في الجامعه راه غادي يقابلك واحد الشخص سميتو صفوات، سير معاه وغادي تفهم القضيه مزيان. السلام عليكم. دابا اختفى نجرهم من المرايه، انا نزلت من الدار كنت نروح لبيتي فتحت الجامعه. دخلت المكتب ديالي وبديت كنراجع الاوراق ديال المحاضره باش الا مشى حتى كان شي غلط ولا شي حاجه نصحو قبل ما نلقي المحاضره ديالي. من بعد شي ساعه تقريبا على تصحيح المحاضره خرجت باش نمشي للمدرج، وانا غادي في الطريق حتى غادي نلقاها في الوجه ديالي وقفت مسمر بلاصتي وانا مصدوم. قلت لي علاش ما كتجاوبش على المكالمات ديالي يا صدام؟ ماما باغا تشوفك. حضرت راسي للارض وقلت لها شنو جابك لهنايا كيفاش عرفتي بلاصتي؟ قالت لي انا دكتوره هنايا مؤقتا روم بلاصيت واحد الاستاذ اللي مريض وبالصدفه عرفت انك حتى انت كتقري هنايا عليها لقيتها فرصه نتلاقاك ونهضر معاك ونفهم علاش قلبتي علينا وجهك بحال هكا. بالنسبه اللي ما عرفنيش معاه من كنهضر كانت هذه هند هذه اخت مراتي الله يرحمها اللي كانت مات محروقه هي وبنتي كيف ما عارفين. علاش قطعتي الزيارات ديالك لينا صدام؟ علاش شرح لي علاش؟ قلت له انا مقاطعه سمحي لي عندي واحد المحاضره وانا مزروب ما نقدرش نتعطل عليها. قلت لي شوف انا غادي نتسناك في القهوه ديال الجامعه فاش تسالي المحاضره ديالك كنتمنى تجي باش نهضر معاك شي حاجه. غادي تحرك هند وغادي تنزل من الدرج ديال ذاك الممر. حاولت نشتت التفكير ديالي فيها حيت بصراحه هادشي غادي ياثر على الالقاء ديالي في المحاضره. لقيت الطلاب ديالي كلهم في الانتظار ديالي في المدرج وغادي يرحبوا بالرجوع ديالي مره اخرى. غادي نبدا في القاء المحاضره الاسقاط النجمي واحد التجربه اللي معقده بزاف. والسؤال المطروح هنايا واللي عارفكم كاملكم غادي تكونوا كتسالوا عليه واش من شروط هاد التجربه هادي ان الروح تخرج من الجسد ديال الانسان؟ الاجابه بكل بساطه هي لا، حيت الارواح ديالنا ما كتخرج من الاجساد ديالنا الا في جوج حالات، في الحاله ديال الناس وفي الحاله ديال الموت. ما كاينش انسان على وجه هاد الارض هادي يقدر يتحكم في الروح ديالو ويخرجها من الجسد ديالو وقت ما قالها ليه راسو. الروح هي واحد السر اللي كبير بزاف والله بوحده هو اللي عارف السر ديال هاد الروح، هو الوحيد اللي كيامر بقبض الارواح وكيخرجها وقت ما بغا. يعني مثلا انا كدكتور مرجان فاش كان الناس الروح ديالي كتخرج من الجسد ديالي والله اعلم واش هاد الروح هادي غادي ترجع تاني ولا لا. خروج الروح من الجسد في الاسقاط النجمي هي بصراحه واحد الفكره اللي لا اساس لها من الصحه، حيت خروج الروح من الجسد هي بيد الله ماشي بيدك انت ولا بيدك انت. اما من وجهه نظري انايا المتواضعه من خلال الابحاث ديالي اللي درت، الاسقاط النجمي هو اجبار عقلك الباطن على الغوص في رحله اقرب للواقع. وكيف ما قلت لكم في المحاضره اللي فاتت ان الاسقاط النجمي هو اخطر اسلوب بالاساليب كلها في تقويه الطاقه الروحيه وتفعيل الهاله. يعني وبلغه اخرى لازم لك تحرر الطاقه الروحيه ديالك اولا قبل رحله الغوص في تجربه الاسقاط النجمي، وهذا الشيء باش تقدر تتحكم وتكونترولي عقلك الباطن. حيت بكل بساطه الا دخلتي في التجربه هذه ديال الاسقاط النجمي بلا طاقه روحيه العقل ديالك الباطن هو اللي غادي يتحكم فيك ويلعب عليك، وخصوصا الا عندك فوبيا من اي حاجه. مثلا نقولوا انه عندك فوبيا من الفاعي، العقل الباطن ديالك غادي يصور لك انك انت في بيت وهذا البيت هذه كلها الفاعي، وغادي يوهمك ان هذه الفاعي هذه كامله باغا تهاجمك وتقرصك دقه واحده. المشكله والمصيبه ماشي في هذا الشيء، المشكله هي انك غادي تحس بالالم ديال الضغط بصح، حيت كيف ما قلت لكم ان هذه الرحله اقرب للواقع وراه يمكن ليها كاع توصل بك الموت كثير من الحالات. فهاد اللحظه هذه غادي يهز واحد من الطلاب يديه باش يهضر، عطيته الاذن باش يتكلم. قال لي مثلا انا دكتور انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه والضيقه، واش الا جربت الاسقاط النجمي غادي نلقى راسي حاصل في شي بلاصه اللي مضيقه مثلا؟ قلت له العقل ديالك الباطن غادي يستغل المخاوف ديالك هذه وهادشي على حسب الدرجه ديال خوفك. يعني مثلا الا انت كنتي كتخاف من البلايص المضيقه من درجه الرعب، العقل ديالك الباطن غادي يصور لك انك في قبر وهذا القبر هذا غادي يبدا يضيق عليك ويتجمع عليك حتى يهرس لك عظامك. الكارثه والمصيبه هنايا هي فاش انت غادي تحاول تفيق من هذه التجربه هذه، ما غاديش تقدر، حيت بكل بساطه التحكم والسيطره خداهم العقل ديالك الباطن. وقت هذا الشيء
غادي يكون خطر مباشر على حياتك، حيت داكشي اللي غادي تحس به في التجربه هو اللي غادي تحس به في الواقع. يعني الا القلب ديالك وقف النبض ديالو في التجربه، للاسف القلب ديالك في الواقع حتى هو غادي يوقف. نعم تفضلي سولي انت السؤال ديالك. قالت لي ديك الطالبه اللي هزات يديها واخا استاذي ولا طالما التجربه بهذه الخطوره هذه كامله، علاش كيخدموها الناس؟ قلت لها ما كيستخدم الاسقاط النجمي الحقيقي الا مستخدمي الطاقه الروحيه، وحتى دوك اللي كتشوفهم كيديروا التجارب ديال الاسقاط النجمي وداكشي، هذاك ماشي اسقاط نجمي. نقدروا نقولوا انه تجربه مشابهه ولا قريبه الاسقاط النجمي وصافي. ما كيستخدم الاسقاط النجمي الحقيقي الا من هما متاكدين انهم قادرين يتحكموا في العقل ديالهم الباطن. ولا طالما انت كتستخدم الطاقه الروحيه ديالك غادي تكون قادر تحارب المخاوف اللي كيصورها لك عقلك الباطن في التجربه. نعم تفضلي السؤال ديالك. قالت لي الطالبه دابا لينا في صريط انني نقدر نتحكم في العقل ديالي الباطن، واش بهذا الشيء نقدر نحرر الطاقه الروحيه ديالي الكامله؟ قلت لها واخا انا غادي نعطيك مثال باش نقدر نوصل لك الفكره اللي باغي نوصل لك. تخيلي راسك واقفه بين سلسله ديال الابواب، وكل باب من هاد الابواب هادو هو عباره على قسم احساس عندك، مثلا باب الخوف، باب الحزن، باب الغضب، باب السعاده، باب الحب وهكذا. بقيتي غاديه بين هاد البيبان هادو حتى غادي توصلي لاخر باب، باب الجوهر الروحي. هاد الباب هذا متواجده فيه القوه الدفينه في اعماق كل انسان. مجرد ما تقدري تحلي هاد الباب هذا الحياه ديالك غادي تبدل 180 درجه. ممكن تكوني بنت ولكن ثقي بيا غادي تولي عندك القدره ديال 10 ديال الرجال ولا اكثر كاع. قالت لي واخا دكتور وانت فايت لك استخدمتي الاسقاط النجمي ولا حتى واش كتستخدم الطاقه الروحيه؟ قلت لهم صراحه باش ما نخبيش عليكم، نتوما الطلاب ديالي وعزاز عليا بزاف، انا نجيكم الصراحه بصح انا كنخدم الطاقه الروحيه. وفي الحقيقه انا فرحان بزاف حيت مؤخرا بديت كنحس بطاقه ديال الاشخاص قدروا يحرروا الطاقه ديالهم معنا. ولكن على فكره راكم باقي محتاجين تدريبات اكثر، حيت الطاقه ديالكم اللي حاسس بها ضعيفه ودنيئه بزاف. كملوا في التدريبات ديالكم وتحت اشرافي ومن التوجيهات ديالي راه غادي تولوا اقوى واقوى. على اي حال بالمناسبه فكرتني في واحد الحاجه، الامتحانات راه ما بقى لهم والو، بغيتكم تعلموا لي راسي في الجامعه، حيت الا مشيتو حتى جبتو نقاط مزيانه ووزاره التعليم شافت هادشي واجب الحال غادي تولي الماده ديال الروحانيات ماده معترف بها في الجامعه. خليكم عارفين ان هاد الماده هادي راه باقا غتحجري وصافي. وبالنسبه اللي باقي ما قدر يحرر الطاقه ديالو يحاول مره جوج 10 20 30 100. الموضوع كيف ما قلت لكم وعاودت لكم باغي عزيمه واصرار، وانا غادي نتبع معكم حتى الاخر. من بعد ما ساليت من الالقاء ديال المحاضره الاسقاط النجمي غادي نمشي لديك البلاصه اللي اتفقت معايا انت تستناني فيها في القهوه ديال الجامعه. وبالفعل لقيتها شاده واحد الكرسي قدامها كاس ديال القهوه وجالسه كتسنى. غادي نجلس حداها وغادي تبدا معايا الهضره. انا عارفه كصدر عارفه بلا باقي مأثر بالموت ديال مريم وهاجر بنتك، حتى انا راه باقي مأثر راه اختي هذيك وبنت اختي، ولكن واش ممكن نعرف علاش قطعتي الزيارات ديالك لينا؟ غير قول لي على الاقل صدم، واش درنا لك شي حاجه قلقاتك؟ رديت عليها لا انت ماشي هكذاك ما تفهميش القضيه هكذاك. بدات كتبكي وقالت لي علاش كتعاملنا بحال هكذايا؟ واش حنا السبب في موتهم؟ حتى حنا راه عايشين في العذاب من ساعه داكشي اللي وقع، راه اختي هذيك صدم فيا لو كنشوف الحاله ديال امي النفسيه. كل مره كتسول فيك وبقى فيها الحال بزاف يا صدم، انت عارف راه كتعتبرك ولدها، شنو اللي وصلك لهذ الحاله هذا صدم حتى قلبتي عندنا بحال هكذا؟ قلت لها حتى انايا الدموع بدات كتخرخر من عينيا. انا السبب موتهم، انا اللي ما كنتش في الدار وقت الحادث، كل نهار كنحلم واحد الحلم عذبني في حياتي، كرفصني في حياتي، كنشوف فيه اختك كتعاتبني وكتقول لي انت السبب يا صدام، انت السبب، انا هز الذنب ديال الموت ديالهم فوق ظهري. انا اصلا فاش شفتك في وجهي انت الصباح هذا راه حسيت بالرعب، ظنيت الوهلة ان مريم ولات كتشكل لي في الحقيقه ماشي غير في الاحلام، ولكن فاش تفكرت انكم توام تملكت اعصابي وعرفت انك هند. واقيلا دابا غادي تكوني فهمتي علاش ما بقيتش كنجي عندكم هند، حيت بكل بساطه انت كتفكريني في مريم، نفس الملامح ديال الوجه، نفس الشعر، نفس العينين. وانا الطبيب النفسي ديالي قال لي بعد على اي حاجه تفكرك في داكشي اللي وقع، سمعت بالشوقه القديمه وكريت في بلاصه بعيده في حي بعيد باش ننسى داكشي اللي وقع. انت هند اكثر حاجه كتفكرني فيها وداك الحديد المشؤوم، كان لازم عليا نبعد ولو على الاقل فتره ديال الوقت. نط هند من البلاصه ديالها والدمية تتغرر من عينيها، راك عارف العنوان صدام، اجي طلع على امي وهضر معاها واحد شويه على الاقل، يمكن على الاقل فاش تهضر معاها النفسيه ديالها غادي ترتاح. ولكن الا كنتي باغي الحل باش دوز انت هاد المحنه وندوزوها حتى حنايا، خاصني نتزوج انا وياك. غادي تحرك هند وغادي تخرج بحالها من ديك القهوه، بين ما خلات على الوجه ديالي كل علامات الاستغراب، شنو هادشي قلت هادي دابا؟ مستحيل انا ندير هادشي، بيني وبينكم بديت كنشك في القدرات العقليه ديالها هادي. خرجت من الجامعه معطل شي شويه على داك المعيد اللي قال لي نجروم، بديت كندور اليمين واليسار كنقلب على السيد اللي قال لي نجروم، ولكن ما بلياش شي واحد. واقيلا تسناني حتى هي، وفاش شافني تعطلت مشى فحالو. فاش التفكير ديالي والتقليب ديالي غادي تبان لي واحد الطوموبيل اللي فخمه بين ان ملالبات عليه ديال بصح، غادي تحل الباب ديال الطوموبيل وغادي يخرج واحد الراجل لابس كوستيم وهز في يدي واحد الساك الجلدي. اول ما طيح عينيك عليه غادي تحسبو شي رجل اعمال ولا شي حاجه بحال هكذايا. غادي يمد لي يديه بالسلام، دكتور مرجان ياك نعرفك بنفسي، معك صفوة سلامة المحامي ديال المقاول توفيق الباشا. قلت له واخا نتشرف بك صفوة سلامة، فاش نقدر نعاونك؟ قال لي في الحقيقة ماشي أنا اللي باغيك، توفيق باشا هو اللي طالب يتلاقاك باغي يهضر معك في شي موضوع اللي مهم. بديت كنفكر توفيق باشا
الاسم هذا ما غريبش عليا. قال لي هو كيضحك الله يهديك الله يهديك وانت الهديله ما عرفتيش التوفيق باشا غني على التعريف. هو اللي عنده سلسله من فرص السيارات وواحد من اشهر المنعشين العقاريين في البلاد كلها. صافي تفكرت دابا. ولكن زعما فاش غادي يكون باغيني مثلا توفيق باشا؟ انا بعيد كل بعد على هادشي ديال المقاولات والانعاش العقاري. قال لي على اي حال الهضره ماشي هنايا، يلاه طلع معايا للطوموبيل وتوفيق باشا غادي يشرح لي كلشي ويفهمك. مابقيتش كنشوف فيه اللحظات واش نطلع معاه ولا لا، حتى شويه غادي نلمح نجرهم جلس في اللوري ديال الطوموبيل سابقني عليها. صافي طمأ الخطر ديالي، ركبت مع صفوات وتحركنا وقصنا الدار ديال توفيق. غادي دخلنا على واحد الراجل لابس انيق ديال بصح، هز في يدي واحد العكاز خشبي وبين فيه من عيليه القوم، يعني من الاخر لبس عليه ديال بصح. غادي يسلم عليا توفيق وغادي يرحب بيا، نورتينا في القدوم ديالك يا مرجان. قلت له اذا انت توفيق باشا؟ قال لي هو هذا توفيق باشا وانا محتاجك فشي حاجه ضروري، تفضل معايا. غادي نتمشى انا وياه راس في الراس حتى غادي ندخلوا للمكتب ديالو، المكتب ديالو الكبير اللي كيستقبل فيه الشخصيات المهمه. غادي يسد الباب وراه بحال تقولوا كان باغي الخصوصيه لينا، ما باغي يسمع حتى شنو غادي يقول ليا. غادي ينزل غادي يحل واحد المجر وغادي يجبد واحد المخطوطه وغادي يحلها قدامي. كداك صافي. غادي ينزل غادي يحل واحد المجر وغادي يجبد واحد المخطوطه وغادي يحلها قدامي هنايا. كانت المخطوطه قديمه بزاف وباين عليها الاثر ديال الزمان. غادي نشوف فيها رموز فرعونيه ورسمه لواحد المخلوق غريب، كان بجسم انسان وراس ديال الكلب. كان هز في يد واحد الكتاب كبير كحل وفي اليد الاخرى هز ميزان. غادي نتمعن مزيان في ديك المخطوطه، بديت كنطلع ونزل فيها وغادي نعاود نشوف التوفيق. ما فهمتش، قال لي هذه اللي كتشوف قدامك يا ولدي يا مرجان مخطوطه مصريه قديمه من عهد الملك خيت الاول. ما نكرش انني خديت واحد الوقت اللي طويل بزاف باش نلقاها ونترجم كل النصوص اللي فيها. خسرت فلوس كثيره من اللي صحاح باش نستعن باشهر المترجمين باش يترجموها ليا من الهيروغليفيه. عرفت انها ماشي اي مخطوطه اللي عاديه، هذه خريطه لاعظم كنز ممكن يلقاه انسان على وجه هذه الارض. غادي نعاود نجد منو الخطوطه وغادي نعاود نتمعن فيها مزيان. كنحاول بالطاقه الروحيه ديالي نشتر اي طاقه من بعد منها. عوامل الزمن كانت باينه وكانت واضحه عليها. كنحاول غير نتاكد واش اصليه ولا مزوره، يعني واش من ورق البرديات. غادي نحط يدي على المخطوطه وغادي نغمض عيني وبديت كنتحسس. من بعد لحظه سحبت يدي بحال حسيت بشي حاجه. قلت له فين لقيتي نتايا المخطوطه هذه؟ قال لي العمال ديال لقاوها بالصدفه في المقبره ديال واحد الكاهن مصري. بيني وبينك ولدي يا مرجان انا كنتهضر في الاثار وهذه حرفه وتأبا عن جد. ثق بيا ولدي مرجان اللي قلت لك ان هذه المخطوطه هذه ما همني في والو، لا هي ولا الكنز ديالها. كل ما كيهمني غادي يشير توفيق لذاك الكتاب الكحل اللي هز ذاك المخلوق الغريب بين يدي. قلت له واخا ما فهمتش واش من نوع ديال الكتب هذا؟ غادي عدل الجلسه ديالو بحال باغي يقول شي حاجه اللي خطيره. هذا الكتاب هذا كيتسمى كتاب الموتى. في الاساطير المصريه القديمه كانت قصه على هذا الكتاب. القصه كتقول ان الكتاب ديال الاموات مرتبط بحاكم من العالم السفلي انوبيس، وانه من خلال هذا الكتاب هذا يقدر يحيي الموتى للحساب في حضره ايزيس واوزوريس. هادو عباره على الهه مصريه قديمه واساطير راك عارف. واهم حاجه انه قادر من خلال هذا الكتاب هذا يحل البوابه الفاصله بين عالم الاموات وعالم الاحياء. وانا دكتور ما نخبيش عليك، انا باغي هذا الكتاب هذا باي ثمن. قلت له الله يهديك السي توفيق، زعما راك بعقلك، شكون اللي قلت لك من الاصل ان هذا الكتاب هذا كاين؟ ونقول له اسيدي كاع كاين هذا الكتاب هذا، انت بفمك قلتيها غير دابا، هذا راه مجرد اساطير، يعني من الاخر ما كاين حتى شي حاجه مؤكده. ضحك توفيق وقال لي لا، الكتاب بصح كاين وموجود وانا عارف الموقع ديالو في المخزون. انا كيف ما قلت لك هذه ماشي اي مخطوطه، هذه خريطه، وذاك الكتاب كاين في معبد تحت الارض. وراني بالفعل شريت ديك الارض بالدم ديال شوفي، حيت داك مول الارض ولد الكلب تعكس معايا وما بغاش يبيعها ليا، طلب واحد الثمن اللي خيالي كبير بزاف عاد باش تنزل لي عليها، والخدامه ديالي راهم خدامين تمايا من مده في الاعمال ديال الحفر والتنقيب، وبالفعل قدرنا نوصل لاول بوابه من المعبد. قلت له مزيان الله يسخر لك، ما حدكم وصلتوا للبوابه ديال المعبد، شنو الدخل ديالي انايا في هذا الشيء اللي طالبني؟ قال لي انا غادي نقول لك ما تزربش، من ساعه بدينا الحفر تمايا، خمسه ديال العمال ماتوا بواحد الطريقه اللي غريبه، حاجه باينه واكيده انه كاينه شي حاجه حارسه ذاك المعبد وكتقتل اي واحد حاول يدخل. انا بصراحه في الاول ما نخبيش عليك ما كنتش فاهمه شنو كيوقع بالضبط، ولكن بعد ما مشيت لتما وشفت الجثث ديال العمال اللي ماتوا فهمت ان هادشي اللي فتك بهم مرض، واحد المرض اللي غريب عمري شفت بحاله من قبل، كيشد في الجسد ديال الانسان وكيوصل لواحد المرحله اقرب للتحمل. باقي عاقل على النهار بالضبط اللي وصلتني فيه المشكله اللي وقعت، وان العمال وقفوا الاعمال ديال الحفير من الخوف ديالهم. مشيت لديك الارض في ذاك الصباح باش غادي نلقى واحد من العمال ميت، وباقي العمال واقفين بعيد عليه وهم مخلوعين. كان المنظر ديال ذاك العامل الميت بصراحه صعيب، الجلد ديالو بحال تقول داب وتفتت في الارض، وهذا الشيء خلى بزاف ديال العمال تخاف على روحها وتهرب. ولكن المحامي ديالي صفوت قدر يتدخل ويرجعهم للخدمه من بعد ما طمعهم بزياده في الاجور. من بعد هذا الشيء اي واحد دخل من ذاك الباب ولا حتى قرب من ديك العتبه كيضربوا نفس ذاك المرض الغريب. دابا وصلنا للعدد ديال خمسه ديال العمال ماتوا بسبب هذا الشيء.
خديت نفس عميق وقلت له ما فهمش دابا شنو مطلوب مني انايا وكيفاش بعدا حتى قدرتي تخلي الموضوع بهذه السريه هذه وفوق هادشي كامل اهالي العمال اللي ماتوا شنو درتوا معاهم؟ قال لي اصلا اهالي دوك العمال باقي ما وصلتهم الخبر حيت انا مشيت تعرف اي واحد شنو كنديروا في ديك الارض تنقيب على الاثار بلا رخصه غادي يغبرونا كاملين ورا الشمس الحكومه كيف ما عارفه راه ما كتعتقش في هادشي علاه باغي نجبد داك الكتاب باسرع وقت ممكن من بعد غادي نخلي المحامي ديالي صفوت هو اللي يتصرف مع الاهالي ديال الموجه غادي يسكتهم فلوس ولا يشوف شنو يدير معاهم شي حاجه قانونيه هو عارف خدمته مزيان قلت له دابا راه باقي ما جاوبتيني على السؤال المهم انا شنو مطلوب مني دابا في هادشي قال لي انا بغيت منك تدخل لهاد المعبد هذا وتجبد لي الكتاب من داخله ياك اسيدي مزيانه هادي بلاتي بعدا وحده عليا ياك الا دخلت حتى انايا من البوابه ديال المعبد غادي يضربني نفس المرض اللي ضرب العمال وتا انايا غادي نموت شنو اللي مخليك متاكد انني غادي نقدر ندخل لذاك المعبد ونجبد لك الكتاب قال لي واش تثق بيا ولدي الا قلت لك ما عارفش ولكن شي حاجه داخلي كتقول لي انك انت الحل انت الامل ديالي الوحيده ابو رجانا ولدي على فكره بعدا قبل ما ننسى راني استعنت بصحراء دجالين شيوخ وحتى دكاتره في علوم النسائيات حتى حد ما قدر يعرف شنو النوع ديال هذا المرض هذا ولا حتى السبب فيه علاه قلتي الا قدرتي تجيب لي انت هذا الكتاب هذا راه نقدر ندير به المعجزات تخيل معايا دكتور نقدروا نقابلوا الناس هما في الاصل موتى غادي نخليك تواصل مع اي شخص انت تختار ما عليك الا تجيب لي الكتاب وليك عندي واحد المكافاه اللي كبيره يا دكتور قلت له الله يهديك السي توفيق الله يهديك رجع الله واش عمرك شي حد ترجع من الموت ولكن على اي حال خليني نعاونكم صراحه دخلتي في القلب ديال الفضول وبغيت نعرف ما هي ديال داك المرض اللي قلتكم داك العمال قول لي فوقاش باش نبدا معاك في المهمه قال لي من غدا نبداو غادي يجي عندك صفوات نيت بالطوموبيل وغادي ياخذك لديك الارض وتشوف بعينك شنو قلتي قلت له صافي واخا جاتني نيت مع السبت والحد ما كنقرش في الجامعه صافي توكلنا على الله غادي نوض غادي نسلم عليه وغادي نخرج واضح ان القضيه هذه المره غادي تكون صعيبه بصراحه الفضول كينهشني من الداخل يا ترى هذا الكتاب هذا بصح يقدر يحيي الموتى ولا هذا غير مجرد كتاب من تاليف كهنه معبد امون ونسبوه الانوبيس السؤال اللي محيرني هو شنو النوع ديال هذا المرض هذا اللي ضرب هاد العمال هادو اولا بالاحرى شنو السبب فيه زعما يقدر يكون حارس المعبد هو السبب المقابر الفرعونيه كيكون عليها جن راصد والفراعنه كانوا هربانين في السحر بصراحه الراس ديالي ضخم كثرت الاسئله بصراحه وانا كنفكر جاني واحد السؤال تقدروا تقولوا انه فلسفي نوعا ما على الانسان علاش الطبيعه ديال الانسان دايره بحال هكايا علاش ديما الانسان كيحاول يقلب على شي حاجه ماشي قدو دابا ناخذوا على سبيل المثال هذا التوفيق هذا انسان لاباس عليه شبع فلوس عنده اراضي عنده مشاريع شكون اللي ضمن لي ان هذا الكتاب هذا هو اللي غادي يكون السبب في الهلاك ديالو الفضول هذا هو الجواب الفضول اللعنه اخرها الهلاك ولكن لا بلاتي ما نظنش اكيد كاين شي سبب اخر توفيق باشا ما جاش وضيع الفلوس ديالو بالمنين غير داك باش يقلب على كتاب يحيي به الموتى اصلا الفكره كتبان غبيه وساذجه وبين انها مجرد اسطوره انا متاكد على يقين انه باغي داك الكتاب لشي حاجه لشي غرض اخر خفي عليا ولكن على اي حال انا غادي نعرف كلشي فاش غادي ندخل للمعبد هادو كانوا افكار كيضربوا في راسي طول الطريق ديالي مع صفوت باش يرجعني للجامعه البارك غادي يحطني غادي يركب في الطوموبيل ديالي وقبل ما ديماري نتحرك غادي تعاود تجي الاس ام اس والمره الثانيه نفس داك الرقم الدولي الغريب اللي كان صيفط لي ميساج داك النهار المره الفايته الاس ام اس كانت مكتوبه فيها هل تشعر بوجودي الان وكان بلغه انجليزيه هاد المره كان مكتوب في الرساله وبلغه انجليزيه عاوتاني موعد اللقاء اقترب ايها الصياد كنشوف في ديك الرساله باستغراب انا اصلا ما عنديش عائله في دول غربيه باش يجيني ميساج منهم تما غادي طيح عليا واحد الفكره ربما بها غادي نقدر نعرف شكون هو هذا الرقم هذا علاش ما نسجلش الرقم ديالو عندي وندخل الواتساب ونشوف واش حاط شي صوره في البروفيل وبالفعل دخلت الواتساب ولقيت عنده واتساب وفي الصوره ديال البروفيل حط صوره لواحد المكان اللي غريب واحد الكولوار اللي طويل على اليمين واليسار ديالو مجموعه ديال البيبان وفي الاخر ديال الكولوار كانوا ناس لابسين بحال لباس ديال الاطباء يعني طبليات بيضين ولكن الوجوه ديالهم ما كانتش باينه كانت مخفيه وكاين كاع منهم اللي عاطب الدار من الواضح ان هذا سبيطار ولكن اش دخلني انا في هذا السبيطار هذا اللي في دوله غربيه المهم على اي حال طفيت التليفون وغادي ندير مريض الطوموبيل ديالي وغادي نتحرك طول الطريق وانا كنفكر في هذا الشيء بصراحه هذا الشيء مخربق هذا الشيء يدير بحال شي لغز وانا في عز تفكيري غادي تشكل لي نجرهم النور الحاجه الغريبه في نجرهم ان الوجه ديالو كان باين عليه الضيم والقهر اول مره نشوفه بهذا الحال هذا غادي نشد لي منه وغادي ندور لعندو نجرهم ولكن نجرهم شنو كاين قال لي هو متوتر وخايف الخمسه الكبار تقتل منهم واحد شنو كتقول تقتل شكون هذا اللي يقدر يقتل واحد من الخمسه الكبار بدا نجرب كيبكي بحال الولاد الصغار ما عرفتش يا مرجان يلا وصلني الخبر وجيت وصلت لك على السريع كل ما عارفينه انه كان في معركه مع مول ديك الطاقه الملعونه اللي عاودت لك عليها في القاره اخرى ولكن بطريقه غير معروفه مول ديك الطاقه الملعونه هو اللي غلب في الاخر وقتلو هادشي معنيته حاجه وحده يا مرجان انا وانت والاربعه الكبار القضاء السفلي كله في خطر اسمح لي يا مرجان ولكن ما نقدرش نكون معك في القضيه ديال الكتاب ارض القضاء دابا في حاله فوضى وطالبيني الفتره الجايه كامله نكون معاهم رد البال لراسك يا مرجان اما بالنسبه لذاك الكتاب اللي شفتيه في ديك المخطوطه هذاك الكتاب ما خصو يطيح في يد حد هذاك من اخطر كتب السحر على وجه الارض الوجود ديالو في عالم الانس غادي يتسبب في
كارثه. انا غادي نخلي لك المهمه ديال الكتابه مورجان بوحدك، غادي تشدك الكتاب وغادي تجيبوا لينا. السلام عليكم. غادي اختفي نهضروا وغادي يخليني غرق في بحر ديال الافكار. كيفاش واحد من الخمسه الكبار مات؟ ديك هما الاقوى زعما. ولكن بما ان الوضع وصل لهذه المرحله من الخطوره، صافي غادي نتاخذ القرار ديالي. تحركت بطوموبيلتي للدار وانا متاخذ اخطر قرار مجنون في حياتي، الاسقاط من نجمي. عارف انه خطر ولكن انا مضطر باش نعزز ونقوي طاقتي الروحيه. الساعه 8 ونص ديالي لهكدا كنت في البيت ديالي مربع رجلي، سديت قبل كل سراج وكل البيبان باش نعزل كل اصوات عليا ونركز. غادي نغمض عيني واني كنحاول نتخيل دوك البيبان اللي شرحت عليهم اليوم في المحاضره. دوزت وقت كثير وانا يعني نفسي وضعيه. مع الوقت حليت عينيا باش غادي نلقى واحد الكرده مدليه ونزل لي حدا وجهي. غادي نهز يدي وغادي نشد فيها، كانت غليظه دايره بحال الشكل ديال المشنقه. بديت شد فيها وانا ما عارفش اش مطلوب مني ندير. في لحظه عفوا مني غادي نجر ديك الكرده. في نفس اللحظه اللي جريتها غادي نلقى راسي في دارنا القديمه، دارنا اللي تحرقات. كانت بنفس الشكل اللي كنشوفو بها في احلام. شكون جاب لي لهنايا؟ ماشي هذه البلاصه اللي المفروض انني نكون فيها. بديت كنقلب بعينيا حتى غادي يديوني رجليا البيت ديال بنتي هاجر. وقتها غادي نسمع نفس الصوت ديال الغناء اللي كنسمعو في الاحلام ديالي المزعجه، نفس ديك الاغنيه الملعونه اللي كنفيق عليها بخلوع اللي كتغنيها مراتي. خرجت من البيت ديال بنتي هاجر وغادي نمشي قاصد المصدر ديال الصوت اللي كيجي من الصاله. فاش وصلت غادي نتصدم، لقيت واحد المنظر اللي غريب. حولي كحل بواحد القرو اللي طوال واقف وسط الصاله وصوت مراتي خرج من الفم ديالو. مابقيتش كنشوف فيه انا مستغرب، كنحاول نستوعب هادشي اللي يجي في قدامي. اش دخل دابا الصوت ديال مراتي في حولي؟ بدا الصوت ديال مراتي اللي خرج منه كيتحول صوت اللي خلاط. غادي يساليها بضحكه ديال شر. وقتها قويه بزاف، عمري حسيت بحالها من قبل. من قوته اثرت على الهاله ديالي لدرجه طحت على ركبيه. كتحس بالجسد ديالي كله مشلع الحركه. نسيت ما قلت لكم من قبل انه عندي فوبيا من الحواله، زعما يكون عقلي الباطن هو اللي كيضحك عليا ومصور لي هذا الشيء. ولكن الطاقه المهوله اللي مستشعرها الهاله ديالي شنو يقدر يكون مصدرها؟ وشنو علاقه هذا الشيء كامل بالدار القديمه ومراتي وبنتي؟ بديت كنحاول نوقف على رجلي بشويه ونشد عليا. بما ذاك الحولي بدا كيضرب رجلي للارض وكيحرك راسو زعما كيوجد راسو باش يهاجمني. قبل ما يطحني قدرت نتفاداه باش غندخل بالقرو ديالو في الحيط. بديت كنزحف على الارض على ظهري واني حاسس بالرعب كينيجني من الداخل. غادي يتحرك داك الحولي وغادي يقربني بخطوات اللي ثقيله. فاش وصل عندي غادي يقول لي كان لازم يموتو. الصياد ما عندوش الحق يكون عائله ويعيش بحريه بحال باقي البشر. الصياد وقوته ملكي انا وحدي. القوه اللي ما يصلحش تورث لحد غادي تكون لي انا وحدي. دازت سنين طويله يا صياد، كنت كنتسنى هاد اللحظه ديال فارغ الصبر. واخيرا جا اليوم اللي قدرنا نخطف فيه هاد القوه هادي كلها منك. انا اللي غادي نكون مسؤول على بوابات البرزخ من اليوم. قلت له بوابات البرزخ؟ انت شكون واش باغي مني؟ غادي يضحك وغادي يقول لي معقوله ما عقلتيش عليا يا صياد. واضح انه المجلس اغسل دماغك ومسح الذاكره ديالك. ولكن ما عليكش يا صياد، غادي تعرف كل حاجه، وغادي تفكرها بوقتها. انا ممكن نقتلك دابا، وانت عارف انه الا متي في العقل ديالك الباطن غادي تموت في الواقع. ولكن ما غاديش نقتلك دابا، انا غادي نخلي لك فرصه باش تعرف شكون انت وشنو اصلك. ثق بيا صياد، الا القدره ديالك ما تحولت لياش غادي نقتل كل اللي كتعرفهم، كما قتلت واحد من الخمسه الكبار اللي انت مخزن وراهم. شكون هذا اللي غادي يقدر يوقف في طريقي؟ غادي يختفي داك الحولي باش غادي تبدا الدار القديمه كتلاشى. غادي نشوف قدامي واحد البلاصه بيضاء واسعه فيها ابواب اللي كثيره مرصوصه قدام بعضها. قربت من دوك الابواب وبديت كنقرا على كل باب. باب الحزن، باب الخوف، باب السعاده، باب الحب، باب باب باب، حتى وصلت للباب ديال جوهر روحي. وقفت قدام الباب ديالو شديت المقبض وغادي نحل. ما حليت الباب غادي يضربني واحد الضو ساطع في الوجه ديالي. غمضت عيني من قوه الضو وما حسيت حتى بشي حاجه اخرى من بعدها. غادي نحل عيني بعد فتره باش غادي نلقى راسي باقي ناعس في البيت ديالي على الارض نيت في نفس البلاصه اللي كنت مربع فيها رجليا. كثرت شحال الريق ديالي ناشف بحال تقولوا مده طويله ما شربت الماء. ليش كنشرب الماء؟ الجسد ديالي كان كامل غرقع، كنت كنقطر. هزيت التليفون ديالي طليت عليه باش غادي نلقى اكثر من 10 ديال المكالمات فائته. كان المكالمات كلهم ديال صفوات المحامي. دخلت للدوش، دوشت، بدلت عليه حوايجي، كليت وغادي ننزل مع الطروش. غادي نصوني على صفوات اللي جا الحق عليا نيت للدار، ركبت معاه وغادي نتحركوا لديك الارض اللي فيها داك الكتاب. طول الطريق لديك الارض وانا زهيان في داكشي اللي وقع البارح. شنو كان كيقصد فاش قال انهم كان لازم يموتوا؟ شكون هو هذا من الاصل؟ وكيفاش قدر يخترق العقل ديالي الباطن ويتحكم فيه بديك الطريقه؟ لا 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 لا، هادشي ما بقاش عاجبني. هذا بين انه عارفني مزيان، وكيفاش كان كيعيط لي الصياد؟ شنو كان كيقصد زعمايا؟ هادشي بدا كيدخل الشك ليا. خاصني نستدعي القرين ديالي ناجرون باش نستشر معاه. خاصني نفهم من ناجرون بعدا شنو هو الموضوع ديال الذاكره اللي تمسحات. فيه دكتور
دكتور واش راك معايا؟ مساعد ما ركبتي معايا وانت في واحد العالم اخر، شنو كاين؟ غادي نجيب التليفون ديالي وغادي ندخل الواتساب. دخلت للصوره ديال البروفيل ديال داك الرقم الغريب اللي صيفط لي هذوك الميساجات. قلت له قول لي سي صفوات، واش تقدر تكون عندك فكره على هذه البلاصه هذه فين جات ولا شنو ممكن تكون؟ غادي دقق صفوات النظر في ديك الصوره وبدا كيزوم عليها. قال لي بصراحه الشكل ديال الصوره هذه كيدل على انها مختبر ولا معمل تجارب ولا شي حاجه بحال هذا الشيء. كنت في الاول غادي نقول لك سبيطار، ولكن فاش شفت البيبان اللي على داك الممر ودوك الاطباء اللي واقفين تمايا عرفت انه غادي يكون معمل اولا مختبر ديال التجارب. حيت بصراحه ما كاينش سبيطار بيبان بحال هكا. انت الا ركزتي معايا مزيان غادي تلقى ان البيبان كلها حديد مسلح وكاين منهم اللي مسدودين مقفوله وسناسل. وحاجه اخرى الا لاحظتي وقربتي الصوره اكثر غادي تلاحظ واحد الكلام مكتوب على كل باب منهم بلغه انجليزيه، خطر وممنوع الاقتراب. هادشي غادي ياكد لك حاجه واحده، انه وراء الابواب هذه كاينه شي حاجه اللي خطيره بزاف. حاجه اخرى، الناس اللي واقفين تمايا لابسين اللباس ديال الكاتيره. انا من الاستنتاج البسيط ديالي وداكشي اللي قدرت نوصل ليه، حنا دابا قدام جوج ديال الاحتمالات، يا اما هذا مختبر تجارب على الحيوانات يا اما على البشر. ولا بغيتي الراي ديالي بكل صراحه وامانه، انا كنظن انه على البشر. هذا كيبان احتمال اقرب للحقيقه. ولكن قول لي بعدا دكتور، من جات كنت هاد الصوره هذه وعلاش كتسول عليها بحال هكا؟ قلت له انا براسي مخربق وما فهمت حتى شي حاجه والف سؤال كيضرب في راسي، ولكن شي واحد كيتربص بيا. هو اللي صيفط لي رساله من رقم غربي، وفاش دخلت الواتساب راه لقيت هاد الصوره هذه في البروفيل. المهم على اي حال خليونا من هادشي، غادي ندوز اكثر من ساعه ونص ديال الطريق واخيرا وصلنا لديك الارض. دخلنا بين الاراضي الفلاحيه حتى وقفنا قدام ارض محوطه بواحد السور العالي بزاف. دخلنا ورا داك السور باش غادي نلقاو مباني وعمارات كثيره يلاه كتبنى. بزاف ديال العمال كيحفروا وكيبنيو وكيضربوا المرطوب. قلت صافي واش شنو الشيء كيوقع هنايا؟ على بالي انا غادي نلقى هنايا اعمال تنقيب وحفر، ماشي غادي نلقاو كيبنيو العمارات. قال لي لا ما فهمتيش. توفيق باشا باغي يبني مدينه سكنيه هنايا، وهذا الشيء كامل غير باش يخزن السبب الرئيسي على شراء هذه الارض. غادي نتحركوا غادي نتعمقوا في ديك الارض اكثر واكثر، وكانت ارض اللي واسعه بزاف حتى بعدنا من دوك المباني اللي يلاه كتبنا. بصراحه ما نخبيش عليكم، ما عرفتش علاش حسيت بواحد الاحساس اللي غريب. هذا الاحساس هذا بالذات انا عارفه مزيان، ما عرفتش واش تكونوا ديجا حسيتوا بهذا الاحساس هذا من قبل ولا لا. ذاك الاحساس ديال انك حاسس بشي حد معاك ولكن انت ما قادرش تشوفه. سمع خطوات خديها معنا صفوت، ما كانش سمع ولا حس، ولكن انا مستشعر الطاقه ديالو العاليه والكبيره اللي مخليها قادر يخفي راسو على الانظار ديالي. حتى صفوت لاحظ التوتر على الوجه ديالي. مالك دكتور شنو كاين؟ شي حاجه؟ قطع الصوت ديال صفوت التوتر ديالي. لا لا ما كاين والو. قول لي صفوت شحال باقينا ديال الوقت باش نوصلوا للمعبد؟ قال لي لا لا ما بقى والو، احنا على حال تقريبا نقول وصلنا النيش. المهم كملنا الطريق، وطول ما انايا غادي نفس الصوت ديال الخطوات ورايا، خطوات اللي كانت ثقيله بحال هذا كيحاول ياكد ليا انه بصح معايا واللي سمعوا بصح ماشي هلواسه. من بعد امطار قليل على ذاك الحال غادي تبان لي واحد الارض خاويه متوسطه، واحد الدار صغيره تكون مكونه من جوج ديال الطوابق. الدار كانت قديمه، جيت ديك الدار غادي يبانوا لي مجموعه من الناس معاهم توفيق باشا وقف كيهضر معاهم واحد الراجل كبير في العمر بلحيه طويله وجلابه. واضح من الشوفه الاولى، اول ما تشوف فيه غادي تعرفوا راجل دين. فاش قربنا كفايه منهم بديت كنسمع شنو كان كيقول لهم ذاك الشيخ. هي توفيق يا ولدي اتقي الله، راه هكذا كتتعرض حياتك والحياه ديال العمال هذو المساك للخطر. واش ما شايفش على عينيك الارض كيفاش ولات؟ الزرع مات، الارض تشققات، واش عارف علاش وقع هادشي ولا ما عرفت؟ حيت كتقلب على حاجه غادي تقلب كاملين. راه قال الله في كتابه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ترجع ولدي على هادشي، اردم هاد الباب ولا من داره ولا من شاف. برك الارواح اللي تزهقات لحد دابا، هادو راه ناس ما في حالهم، شو حرام تستغل الضعف ديالهم، راه عندهم عائلات وعندهم عيالات وولاد كيتسناوهم. قال لي توفيق هو معصب، شيخ متولي، سد الفم ديالك عليا، انا ما جايبك لهنايا باش تعطيني الموعظه، جايبك لهنايا باش تخدم الخدمه ديالك وتخلص، ما شفتش الحال سير في حالك. هادشي اللي كطلبني انت دابا راه مستحيل، ماشي من بعد ما صرفت ملايين اللي صحيحه ووصلت للباب ديال المعبد غادي نوقف كلشي هكذا. هاد الكتاب هذا غادي نجبدو ولو نعرف راسي نموت وانا كنحاول. غادي يشوف توفيق في دوك العمال وقال لهم انتم كتشوفوا الغروب ما بقى ليه والو، غادي ندخلوا بالليل لهذا المعبد هذا واللي بغى يوقع يوقع، ويا نطلعوا الكتاب ونجبدوه يا نموتوا حنايا كنحاولوا. في هذه اللحظه دخلت انا وصفوات المجمع ديالهم ورسنا ذاك النقاش، لحقت لهم السلام عليكم. غادي رحب بيا توفيق اول ما شافني، اهلا بدكتور جيتي في وقتك، تفضل معايا دخل الدار، انا باغي ندوي معاك نيت بشي حاجه. غادي ندخل انا وياه وصفوات الشيخ لديك الدار. قال لي شوف اولدي انا ما باغي ناخذ حتى شي خطوه حتى نعرف بعدا الماهيه ديال ذاك المعرض الغريب. قال لي صفوات هو مقاطعو، الا بغيتي الوجهه ديال النظر ديالي انايا زعما ديجا قلتها لك، هذا المرض هذا ربما بسبب الهواء الموسخ. راكم عارفين ان هذا المعبد هذا الاف السنين هو مسدود، يعني حاجه اكيده ان الهواء اللي داخله غادي يكون موسخ ومسموم، هو سبب نيش في الموت ديال العمال. نفس الشيء اللي وقع نيش فاش حلوا المقبره ديال توت عنخ امون، شحال واحد من دوك اللي حلوها كان مات بسبب استنشاق داك الهواء المسموم. قال الشيخ هو كيزفر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، يا ولدي شمن هو ملوت ولا مسموم يحلى الاجساد ديال الناس بديك الطريقه؟ انا براسي كنت جالس حدا واحد من العمال اللي ماتوا، الجلده ديالو كانت كتسلخ كتقيسها كتطلع لك في يدك بحال تقول مقلي في الزيت. ها قول لي ربي قول لي بالعقل اشمن هو يقدر
وصل الانسان لهذه الحاله هذه؟ السبب في هذا المرض هذا ولدي هو حارس المعبد. ثق بيا ولدي، انا شيخ وانا فاهم الهضره ديالي مزيان وفاهم في هذا الشيء. كل مقبره ولا معبد فرعوني كيكون عليه رصد وجين الحارس كينتقم من اي حد قرب منها طمعا في الكنوز ديالها. وحنا هنايا راه ما كنهضروش على مقبره عاديه لاي ملك، هذا راه معبد. ولا بصح هذا المعبد هذا فيه داك الكتاب، الكاهن اللي خلى الكتاب في هذا المعبد هذا غادي يكون سخر حارس قوي والباس ديالو شديد. على بيني وبينكم وقبل ما ندخلوا نقربوا من العتبه خاصنا نضربوا لهادشي الف حساب وحساب، ولا جيتو ديروا لي خاطري من الاحسن ما تدخلوش. نسوا عليا الفكره، قلت لهم هادشي كامل اللي قال الشيخ الهضره ديالو راه بصح، اصلا نتوما راه خليتو الباب ديال المعبد محلول واحد المده اللي طويله، وهادشي كافي انه يخرج داك الهواء المسموم. وهادشي بعدين افترضنا النظري ديال الهواء المسموم، قال لي توفيق واخا دكتور زيد فسرنا اكثر. قلت له يعني من الاساس راه ما كاين لا مرض ولا والو، وحتى الجن راه ما عندوش السلطه باش يقتل بنادم غير هكذاك، يقدر يمسك يقدر يعوجك شي حاجه بحال هكذايا، ولكن على ما بين لي انايا ولا حد علمي هذا اللي تحت هاد الارض هادي في هاد المعبد عنده كل الصلاحيات اللي تسمح ليه يقتل اي حد فكر يدخل المعبد. قال لي واخا دكتور وشنو الحل في نظرك؟ انا باغي نكتب باي ثمن. قلت له الحل هو نحاول نشتتو التركيز ديال داك الكيان، وما نقدرش ندير هذا الشيء الا بالمساعده ديال الشيخ. قال لي الشيخ لا 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 ولدي لا 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 بعدوني انا من هذا الموضوع هذا، انا راجل كبير وما قادر على سطح، انا ممكن نقرا قران ممكن نقرا اذكار ديال تحصين، قطع الشيخ وانا ما باغي منك الا هذا الشيء يا شيخ. انت المهمه ديالك يا شيخ غادي تدخل معنا غادي تحصلنا، ممكن وعدك انه ما غاديش توقع لك حتى شي حاجه على حسابي. قرا قران وادعي ديال تحصين، القران غادي يضعف الكيان وغادي يشتت التركيز ديالو، وهادشي غادي يخليني قادر عليه. شنو قلت يا شيخ؟ قال لي واخا ننزل معكم ونشوفوا اخر شيء شنو، الله يسترنا وصافي. غادي خرج توفيق عند العمال ديالو وقال لهم وجدوا راسكم الليله غادي نهبطوا للمعبد. بين ما انا خرجت نتمشى شويه في ديك الارض باش نحاول نستكشفها، كنت محتاج حتى وقت مستقطع مع راسي باش نحاول نربط الخيوط مع بعضها. الكيان اللي تشكل على شكل حولي واخترق العقل ديالي الباطن، الرقم الغريب من دوله غربيه اللي صيفط لي ذاك الميساج، المجلس اللي غسل لي دماغي ومسح لي الذاكره ديالي، نجروم اللي كنت كنحسبو خويا وصاحبي وكل شيء، علاش ما عمر عاود لي هذا الشيء؟ وعلاش اصلا المجلس مسح لي الذاكره ديالي؟ شي بغيت نفهم شنو وقع في حياتي والمجلس ما باغينيش نتفكرو، وشنو علاقه هذا الشيء كامل بالموت ديال مراتي وبنتي محروقين وديك الصوره ولا المعمل ديال التجارب السريه؟ شنو هادشي كيوقع دابا؟ هادشي اللي بغيت نفهم انايا تخربقت. وقتها غادي نسمع واحد الصوت ورايا بحال تقولو كان كيقرا لي افكار ديالي، بصح باغي تعرف الحقيقه. وهضرت ورايا باش غادي نلقى واحد الراجل غريب اول مره نشوف في حياتي، الجسد ديالو كله كان مغطي بجوب كحل بعد الوجه ديالو، عيني كان لون ديال اصفر، وعلى الجبهه ديالو كانت مرسومه واحد النجمه خماسيه. الحاجه الغريبه واللي شدت الانتباه ديالي ليه هي ان هذا الراجل هذا في شبه ليا. لو زيدوا هذه الحاجه اللي غادي تزيد تضمن اكثر واكثر ان الطاقه الروحيه ديالي مفهمه ومرتاحه للطاقه الروحيه ديالو. شكون هو هذا؟ غادي يتحرك ذاك الراجل وغادي يجلس الارض وغادي يشير ليا نجي نجلس حداه. قربت منه بحذر شديد وبصراحه ما خبيش عليكم كنت خايف منه، قلت حداه وقلت له شكون انت؟ ضحك وقال لي كنت عارفك تسولني هذا السؤال هذا، ولكن على اي حال ماشي هذا المهم. المهم انني لقيت اخيرا وقت مناسب نبان لك فيه ونكلمك براحتي. ما تصورتش شحال انايا كنتمنى نشوفك، للاسف العشيره ديالي كانوا رافضين نتشكل ليك ونكلمك، ولكن فاش حسيت بالخطر محوطك كان لازم عليا ناخذ خطوه ونحضرك على هادشي اللي نتايا داخل عليه. قلت له بصراحه انا ما فهمت حتى شي حاجه من الكلام ديالك، شكون نتايا وكيفاش الطاقه ديالك شبيهه بالطاقه ديالي؟ حتى من الوجه ديالك هو الاخر فيه شبه مني. قال لي للاسف ما نقدرش نتعدى الحدود ديالي ونقول لك شكون انا، ولكن الحاجه اللي بغيتك تعرفها انني معك ماشي ضدك. علاه باغي منك تعطيني ودنيك وتسمعني، ويا ريت ما تقاطعنيش حيت الوقت ماشي في صالحك. عشيرتي الا مشاو حتى عرفوا انني تواصلت معك راه غادي يعاقبوني بالنفي. راك في خطر كبير يا سطام، حاول تخفي الطاقه الروحيه ديالك على قدر استطاعتك. هذا اللي مستهدفك ماشي اي كيان عادي، هذا ملك ملوك الجن السفلي سميتو اكتاي، وما غير تحاول تهنى ليه بال حتى يستولي على قوتك. قلت له بلاتي شنو كتقصد بالقوه ديالك؟ كتقصد بها البوابه ديال البرزخ؟ ما عرفتش علاش الهضره ديالك كتجيني شبيهه لذاك الكيان اللي اخترق العقل ديال الباطن في التجربه ديال اسقاط النجمي. قال لي اسقاط نجمي؟ بلاتي هذا الكيان هذا اللي اخترق عقلك الباطن كان على شكل حولي جبلي كحل اللون. قلت له تحديدا كي درتي تعرفتيها؟ قال لي اذا الموضوع زاد خطوره اكثر مما هو عليه فاش لقاك. اكتاي هذا طاقته الروحيه مشؤومه وخطيره بزاف، وانت اكيد غادي تكون حسيتي بها فاش خسرق عقلك الباطن، وبالمناسبه راه هو اللي يقدر يقتل اربيل. قلت له اربيل؟ شكون هو هذا اربيل هذا عاوتاني شكون يكون؟ غادي يسفر. وقال لي واضح باين ان القرين ديالك خزن عليك بزاف ديال الحاجات، ولكن عذرو مسكين حتى هو راه مامور بعدم افصاح على الهويه ديال الخمسه الكبار، ولكن انا غادي نقول لك شكون هما. اربيل واحد منهم. من بعد ما مات الملك سليمان عليه السلام الجن والشياطين تمردوا، بداو كيفسدوا في الارض وكيعلموا السحر للناس، ولكن غادي ينوضوا خمسه من اقوى ملوك الجن اللي ما كانوش راضيين على هذا الشيء، غادي يتجمعوا وغادي ياسسوا ارض القضاء السفلي. الغرض من تاسيس ارض القضاء السفلي هي القبض على الجن الخارجين على القانون وارجاعهم لعالمهم، وكيحاكموا اي انسي او جني الى حول واحد من الطرفين اخترق عالم اخر. قلت له واخا وهذا الملك اكتاي هذا منين عرف انني انا هو البواب ديال بوابات البرزخ؟ قال لي هو كيضحك حيت اكتاي
كان حاضر نهار ديال الولاده ديالك، وفاش عرف انك انت هو التجربه الوحيده الناجحه بغيت تحود عليك ولا ولا القدره ديالك. ولكن المجلس تدخلوا وقفوا ومنعوا بالقوه. قلت له بلاتي 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 شويه شويه علي، راه هذا الناس ترونتي ديك تكثر من العقل ديالي مرون. كيفاش اكتاي تجربه ناجحه كان حاضر نهار ديال الولاده ديالي؟ شنو كتخربق؟ قصه طويله بزاف للاسف، ما عنديش الوقت باش نعاودها لك، ولكن كنوعدك غادي تعرف كل شيء وغادي تفهم كل شيء، كل حاجه كتجي بوقتها. على اي حال انا مضطر نمشي دابا قبل ما نكتشف انني هضرت معاك، ولكن قبل ما نمشي بغيت نحضرك هذه الارض اللي دخلتي ليها راه ملعونه. الدخل لا ما كيقدر يخرج منها الا وهو ميت، هادشي اللي يقدر يخرج بعدا. ما كيخرج من هذه الارض هذه الملعونه الا جوج، الوسيط والتابع. قلت له ما فهمت حتى شي حاجه، زيد فسر ليا. قال لي يعني هادشي اللي كتشوف كامل هنايا العمال وغيرهم هادو عباره على قرابين بشريه، ما يقدر يخرج حد من هذه الارض هذه الملعونه الا بهزيمه الكيان والوسيط والتابع. انا تيقفك انك غادي تكون ند اليوم، رد البال راسك. السلام عليكم. قلت له بلاتي بلاتي بلاتي، تسنى انت عاد من استحيرتيني اكثر ما انا حيران، وغادي تزيد مع الطريقه هكداك. على الاقل قول لي غير شكون انت بعدا. بدا كيتلاشى في الهواء وقال لي ما تزربش، غادي تعرف كلشي عما قريب. اختفى ذاك الراجل الغريب وخلى العقل ديالي هذه حماق من كثره الاسئله ترونت. ولكن دابا خليني من اكثر ولا من هذه الاسئله هذه اللي يهمني دابا هو الكيان اللي حارس هذا المعبد هذا. طلع عنده خدام ووسيط وتابع، وقيل الموضوع واضح وضوح الشمس، توفيق الباشا وصفه المحامي، حيت هما الوحيدين اللي داخلين خارجين من هذه الارض هذه وقت ما قالها لهم ريوسهم. ولكن بلاتي بعدا الا بصحهم الخدام ديال الكيان يعني يقدروا يدخلوا ويخرجوا من المعبد براحتهم، ما كانوش غادي يحتاجوني ندخل معاهم. اذا لا جايبيني لهنايا لي، نفترض انني انا مالك، اكيد غادي نخلي الخدم ديالي يدخلوا ويخرجوا كيف ما بغاو من القصر. ولا هما بصح الخدام ديالو غادي يخليهم يدخلوا ويخرجوا من المعبد عادي، الا لك الكيان عنده غرض ثاني تما غادي يضرب لي في الراس ديالي القرابين. نفس القضيه ديال داميم، ولكن هذه المره هذه الكيان اقوى منه بمراحل. غادي نسمع وقتها نفس دوك الخطوات الثقيله جايه كتقرب مني، الهاله ديالي استشعرت نفس الطاقه الملعونه كتدور بيا. وقفت ونوجد راسي كنت لفت اليمين واليسار كنقلب عليه، شويه غادي نلمح من واحد الجهه الارض بدات كتشق، شي حاجه باغا تخرج من تحت الارض. بديت كنترقب بحاضر شنو غادي يخرج. غادي يخرج لي من تحت الارض واحد الكلب كحل ضخم جوتا، عينيه كانت حمراء لون الدم. بدات الشمس كتعيش اخر لحظات ديال هذاك النهار، بما الكلب تاخذ وضعيه الهجوم عليا وكيخرج من الفم ديالو واحد الصوت ديال النباح غليظ. غادي يجري جيتي بواحد السرعه اللي خارقه، ما لحقت ندير اي رده فعل حيت نقص عطني من اليد ديالي. تحت الارض والكلب كيعطي مزيان بكل قوته، لدرجه حسيت بالنياب ديالو اخترقت العظام ديالي. بديت كنضربو بيدي الثانيه في الوجه ديالو من القوه ديال الحر، ولكن ولو لصق في اليد ديالي بواحد الطريقه مستميته بحركه لا اراديه. غادي نغرس صباعي الجوج في العينين ديالو غادي نحيدو بليه، تما غادي يطلق واحد الغوته بحال الغوته ديال بنادم. غادي يطلق لي يد ديالو مشى كيجري كيعوي جيت ديك الحفره اللي خرج منها، ولكن انا تبعته وشديته من الرجلين ديالو قبل ما يدخل. ما غنخليكش هاد الحرم تمشي بهذه السهوله هذه، طالما بديتي معركه يا تقتلني نقتلك الملعون. بدا التشكل ديال الكلب كيتبدل، غادي تحول لواحد المخلوق قزم عنده جوج ديال القرون صغيره. غادي نجدو من العلق ديالو بديت كنخنق فيه. انت شكون نطاق؟ انت الوسيط ولا التابع؟ قال لي هو كيتخنق تابع. قلت له شكون هو الوسيط؟ نطق هنا من عيونه ولا غادي نصل راسك على الكنازه ديالك؟ تما بدا كيضحك بحال جا الفرج. ما لحقتش اصلا نسول واش كضحك يا ملعون، حيت حسيت بضربه قويه نزلت على راس ديالي من اللور فقدتني الوعي. غادي نحل عينيا من بعد فتره، ما عرفتش شحال هي، واش انا في غيبوبه، انا في حلم، ولا هذا واقع. صحراء علامة البصر، شيف قدامي واحد الراجل هز واحد الطفل رضيع وخرج به من واحد النفق سري تحت الارض. من بعدها غادي يتبدل المشهد، غادي نشوف بوم ميغاسين كياكلوا فيا. امي ديك الساعه كانت حامله باختي الوحيده باسمها، ولكن شنو هادشي كنشوف؟ علاش عينيا لونها كحل بالكامل؟ حتى امي كانت خايفه مني، كتقرب المعلقه ليا وهي خايفه. بين ما با كيطمئن فيها وكيقول لها ما تخافيش غنبك ليه. شويه عاوتاني غادي يتبدل المشهد، غادي نشوف با رسم واحد النجمه خماسيه على الارض وحطني وسطها، هز في يدي واحد الكتاب كيقرا منه طلاسم وعهود سليمانيه. من بعدها غادي تبدل المشهد، غادي يبانوا في الصوره خمسه ديال الرجال لابسين انيق خداوني واختفاو. انا ما عاقل على حتى شي حاجه من هادشي، فوقاش وقع هادشي كامل؟ معقول نكون كنلوس؟ غادي تبدل المشهد مره اخرى، غادي نشوف راسي في المدرسه مجموعين عليا مجموعه ديال الاولاد وكاسين كيضربوا فيا. شويه غادي تخلعوا غادي يفرقوا ذاك المجمع وغادي يهربوا، فاش شافوا ظل الكحل وقف جنبي. هذا نظرهم انا متاكد هو نظرهم قريني. من بعد غادي تبدل المشهد مره اخرى، غادي نشوف راسي هز بنتي هاجر كنلعب معاها، ومريم مراتي كتشوف فيا وعلى الوجه ديالها مرسوم ابتسامه. من بعد غادي تبدل المشهد وغادي نشوف راسي مربوط في كرسي. شاد كتقول لي دكتور ما عمرك سولتي راسك علاش القرين ديال مراتك غضبان منك وديما كيلومك في احلامك؟ وقيلا نسيتي انه اللي كيموت مقتول بشي طريقه اللي خايبه القرين ديالو كيكون غضبان. عارف اعدائك مزيانه دكتور. وقتها غادي تحول المشهد للدار القديمه وهي كتحرق، سمع الغوت ديال مريم وهي كتطلب مني النجده. ولكن هاد المره هادي شي حاجه مبدله، شفتو الحلول الكحل.
كيصوت على النار بقوه، وكل ما كيصوت الاسئله ديال اللعاب كتزيد تعالى حتى لحد ما غادي تقطع الصوت ديال مراتي مريم. المشهد غادي يتبدل المشهد اللي كنتمنى عبرين نعاود نشوفه. الجثه ديال مراتي وهي متفحمه بالكامل، وفي الحضن ديال هاجر بنتي كتبكي وكتغوت من النار شاده فيها. خاصني نفيق من هذه الحلمه هذه. بارك عليا. صدام غادي نوض كنغوت وانا كنتنفس بزربه. غادي نلقى راسي مفرش واحد السرير في بيت، والشيخ متولي جالس جنبي كيقرا لي قران واذكار. كتحس بالموت ديال الحريق في يدي وفي راسي، البلاصه اللي جاتني فيها ديك الضربه. غادي يسد الشيخ القران وقال لي الحمد لله سلمتك ولدي، شكون اللي دار فيك هاد الحاله هادي كلها؟ قلت له شنو وقع كيفاش حتى وصلت لهنايا؟ قال لي ما عرفتش ولدي، العمى لقاوك مليوح على الارض كتنزف دمايات من راسك ومن يديك، وما عمرك كنتي مضارب، واش كنتي في حرب ولا شنو؟ غادي نشمر على الكم ديالي ديك البلاصه اللي عطني فيها داك الكيان. قلت له الكيان طلع عنده خدام وتابعه، واحد من الخدام ديالو تشكل لي على هيئه كلب كحل كبير وهجم عليا، ولكن قدرت عليه. قال لي الشيخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شش من العضه هذه؟ واش عضه ديال الكلب هذه؟ راه عضه ديال الوحش. غادي جبت الشيخ خطا المطهر وبدا كيبدل لي الجرح ديالي وعاود بدل لي الفصمه. قال لي هو كيبدل لي في الفصمه. بالمناسبه انت يا دكتور جامعي؟ قلت له دكتور جامعي، علاش كتسول؟ قال لي غريبه. صفات المحامي قال لي بلي انت يا دجال وساحر. قلت له دجال؟ صافي داكشي بقى لي. واخا يا صفوات الكلب ترجعني انا يا دجال. انا شيخ بحال تقول عندي شفافيه عليا، بحال تقول نوعا ما انا يا زهري كنقدر نشوف ونتواصل مع حاجات ما يقدرش يشوفها ولا يتواصل معها انسان عادي. قال لي ولكن اولدي كيفاش غادي تقدر تقتل كيان بهذه القوه هذه كلها؟ حنا لدابا باقيين ما عارفين المدى ديال قوته، وانت اصلا مضروب في يديك، ومن الفوق قلتي انه طلع عنده خدام. قلت له مالكش يا شيخنا، انت راه غادي تكون معايا، القران الكريم غادي يضعفو وانا غادي نكبل عليه. كيف ما وعدتك يا شيخ غادي تكون تحت الحمايه ديالي وما غادي توصلك حتى شي حاجه. هذا وعد مني. قال لي يا ولدي راه انا ما خايفش على راسي، انا بالفعل غادي ننزل معكم للمعبد وغادي نقرا قران واذكار ونحسن كيف ما قلت شي، ولكن ما عرفتش علاش عندي احساس غريب، احساس كيقول لي انه بزاف ديال الارواح غادي تزهق لتحت. انا ليا وقت طويل في هذه الارض هذه الملعونه يا ولدي، ما قادرش نخرج منها، حتى العمال تا هما ما قادرينش يخرجوا، بحال تقول تحبسنا ورا هذه الاسوار هذه العاليه. قلت له على داكشي علاش انايا هنا يا شيخنا؟ باش نقتل الكيان. قول لي يا شيخ الساعه عندك شحال دابا؟ غادي يشوف الساعه ديالو قال لي 11 دابا الليل. ديك الساعه هكذاك تقريبا وغادي ينزلوا للمعبد. ولكن قول لي بعدا ولدي، الا لقينا بصح داك الكتاب واش غادي تعطي التوفيق؟ ضروري غادي نعطي ليه. غادي نوض من بلاصتو. قال لي انا غادي نمشي نشوف لك فوقاش غادي تحركوا وغادي نجيب لك الاخبار. انت ارتاح لك دابا شي شويه، غمض ترتاح. غادي يخرج الشيخ من ديك البيت وغادي يسد وراه الباب. غادي نعدل الجلسه على السرير. بديت كندور راسي في ديك البيت، كنقلب على شي حاجه، كنشوف كل قنت القنت ديال البيت. حس بها نفسها الطاقة اللي حسيت بها فاش دخلت لهنايا انا وصفوات. هادشي معنيتو انه شي حاجة معايا في هاد البيت هادي، ولكن انا ما قادرش نشوفها. على هذا اضطريت نكذب على الشيخ متولي ونقول لي انني غادي نعطي الكتاب للتوفيق، حيت الا طلع توفيق هو الوسيط، اكيد هو اللي مراقبني بهادشي اللي معايا دابا واللي انا ما قادرش نشوفه. بدا المستوى ديال ديك الطاقة كيقوى ويعلى. غادي نشوف ورا الباب ديال ديك البيت تحل، ومريم مراتي داخلة عليا. بدات كدور على داك السرير اللي جالسة فيه وكتشوف فيه واحد النظرات اللي مرعبة. حس ان النظرات ديالك كتخترقني من الداخل. شويه بدات كتقربني وهي كتحاول تقيسني. نزلت من فوق السرير وبعدت منها، بعدي مني. قالت لي اسمع كلامه، عطيه القوه ديالك، هو غادي يخليك تعيش باش ما تزيد تسبب في موت شخص اخر. كفايه انني مت بسببك انا وبنتك. اسمع كلامه يا صدام. بدات مريم كتهز في الهواء وعينيها تحول لبياض تام، وبدات كتسنج وكدير حركات غريبه وصبعها. فجاه بدات كتحب وكتقيد المكان، قاسني في الوجه ديالي وطلعني. غادي طيح الارض كنغوت، انت ماشي مريم مات، انت ماشي مريم الحقيقيه. ضحكت وقالت لي اسمع هدرتو، هو اقوى منك وجدير بحراسه البوابه اكطاي. انت ضعيف بزاف لدرجه انك ما قدرتش تتدخل وتنقذني انا وبنتك. تما غادي نسد عيني وغادي نسد ودني باش ما نسمع ولا نشوف. ولاول مره من فتره طويله حسيت بالاحساس ديال الخوف، مده طويله ما حسيتش بالخوف. بقيت على ذاك الحال سد عينيا حسدتني عينيا، ما حليتهم حتى حسيت بالشيخ كيفيق فيا. نط كنقلب في البيت كنت لا مريم لا والو. بديت كنقلب الوجه ديالي وكنقلب يدي وكنقلب حوايجي، ما كتمطل بالدمايات ولا والو. قال لي الشيخ قال لك توفيق وجد راسك، راه دقيق وغادي ننزلوا للمعبد. غادي نمشي لواحد المرايه كانت معلقه في ديك الدار، بديت كنشوف فيها، كنحاول نحضر القرين ديالي نجرهم. كنت باغي يكلمني محتاج نهضر معاه، ولكن للاسف ما تشكلياش ولا بان ليا. الظاهر انه مشغول بزاف وما مزالينياش. خرجت من الدار باش غادي نلقى توفيق وصفوت المحامي والشيخ ومجموعه من العمال. قال لي توفيق يلا سير بينا دكتور، انت اللي كنتسناو من الصباح. غادي نتحركوا كلنا حتى تقريبا وصلنا لديك البلاصه اللي كانت شقات من الارض وهاجمني من هذاك الكلب. غادي شير توفيق لواحد من العمال اللي مشى لديك البلاصه، بدا كيحفر وحيد التراب حتى غادي يبان واحد الباب مسدود بواحد القفل. غادي جبت توفيق واحد السوارت
وحل داك القفل. غادي يحلو داك الباب باش غادي يلقاو واحد الدروج كيهبط لواحد النفق. غادي ينزل توفيق الاول وحنايا وراه. غادي تسولوني ولكن بلاتي كيفاش نزل؟ قلتي لي اللي تيقرب من الباب كيضربوا داك المرض. هو اصلا هذه راه ماشي هي الدخله ديال المعبد. الدخله ديال المعبد باقا بعيده بزاف، كاينه في الاعماق ديال داك النفق. النفق كان مظلم لواحد الدرجه اللي كبيره، كان عتمة، كنا مضويين غير بدوك الضويات اللي معلعو معل. وحنا غاديين قال الشيخ التوفيق فين هي هاد العتبه ديال المعبد الملعون؟ حنا لينا اكثر من ربع ساعه هبوطين في الدروج وماشي في السراديب وباقي ما لقيناه. قال لي التوفيق من الباب الفوقي العتبه ديال المعبد كاينه تقريبا شي 25 دقيقه ديال الطريق. على اي حال ما بقى والو، صبروا احنا قرابين نوصلوا ليه. بقينا غاديين على داك الحال حتى بالفعل غادي نوصلوا لواحد البلاصه. وصلنا لواحد الحيط منقوش عليه رموز فرعونيه وكتابه بالهيروغليفيه. متوسط هاد الحيط صوره لميزان كبير شد مخلوق براس كلب وجسد انسان. على الكفه ديال الميزان ريشه بيضاء، وعلى الكفه الثانيه قلب ديال بني ادم مصلوب في جذع نخله. قال توفيق العمال يلا تحركوا، شنو كتسناو؟ غادي تحركوا العمال وبداو كيدفعوا في داك الحيط بكل قوتهم، بينما الشيخ بدا كيقرا قران واذكار وكيتلقى في البخور ديالو. وبالفعل بدا الحيط كيتحرك بشويه بشويه بحال كيتحل بحال شكل ديال الباب. باش غادي يتضح لي ان الحيطه هادي هي البوابه ديال المعبد. المعبد اللي كان غارق في ظلمه كحله كثر حتى من السرداب. غادي يوجهوا العمال الضوء ديالهم داخل داك المعبد باش غادي نشوفوا على عيننا واحد الساحه اللي واسعه هزها عواميد حجريه. كان منقوش على هاد العواميد هادو نقوش فرعونيه ورسومات، وكانوا حتى تماثيل محطوطين في بزاف ديال البلايص. كان واضح على العمال الرعب والخوف، الشوفات ديالهم في بعضهم البعض اكدت لي هادشي. غادي نشد ضوايه من واحد منهم وغادي ندخل انا هو الاول باش نطمئنهم. وقفت وسط ديك الساحه الواسعه كنشوف دوك العواميد الحجريه والنقوش المنقوش عليها. فاش غادي يطمئن الخاطر ديال توفيق والعمال ديالو غادي يدخلوا غادي يلحقوا عليا. بداو العمال حتى هما كيستكشفوا بحذر، كيستكشفوا دوك التماثيل ودوك الرسومات وداك الشيء. فاش عرفوا انه ما كاين حتى شي خطر غادي يتحمسوا بدا كيغوتوا من الفرح فحال تقول لقاو اكتشاف. غادي يتزلعوا كل واحد فيهم فين مشى كيقلب بوحدو. قال لي توفيق شنو دكتور منين غادي نبداو؟ شنو هادشي؟ جاو العمال اللي تزلعوا كاملين لجيتي كيجريو ما خلو عين. قال الشيخ سترك يا رب، سترك يا رب، يا ربي سترنا يا ربي سترنا، المصيبه غادي تبدا. قال توفيق العمال ديالو علاش تفرقتوا بديتو كتغوتوا يا اغبياء يا خرجتوا علينا؟ فين هو صفوات؟ فين هو صفوات؟ صفوات فين وفين مشى؟ قلبنا على صفوات في كل بلاصه من ديك الساحه ولكن ما لقيناش. واش هرب ولا خرج ولا شنو؟ قلت لهم شوفوا بقاو مجموعين ما تبعدوش على بعضكم البعض، انا غادي نمشي لجهه مصدر ديك الغوته باش نشوف شنو وقع. غادي نمشي لمصدر الصوت باش غادي نشوف ابشع منظر يقدر يشوفو بنادم حرفيا. صفوات كان طايح على كرشو غرق في الدميات ديالو والصدر ديالو مشقوق. فاش قربت منه مزيان غادي نلقى ان القلب ديالو تحيد من بلاصتو بحال تقول له شي حاجه غرزت المخالب ديالها في قلبه وتزعجو. ما كنتش عارف شنو غادي ندير، حرت بصراحه شكون اللي دار فيه هذا الشيء؟ واش نرجعو نقول لهم انه مات؟ الا قلتها لهم غادي يخافوا غادي يهربوا، ولا نرجعو نقول لهم انني ما لقيتوش؟ ما فكرتش بزاف شديتو من رجليه وغادي نجرو ليهم. وكيف ما توقعت المنظر ديال صفوات غادي خلع العمال ضرباتهم بحال حاله من الهستيريا. مشاو كلهم دفعه واحده كيجريو جهه داك الباب ديال الخروج باش يهربوا. وتما غادي توقع الحاجه اش تقدروا تقولوا انني توقعتها وفي نفس الوقت ما توقعتهاش. الباب ديال المعبد غادي تسد علينا، وفجاه ولينا كلنا محبوسين لداخل. واخا تجمعوا العمال وكيدفعوا كل قوتهم والو بحال تقول هذا الباب هذا تحول لحيط. وهنا نقدر نقول لكم ان الكيان كان سبقنا بخطوه وحبسنا كلنا داخل المعبد باش من بعدها غادي يصفينا واحد ورا الاخر. حنايا دابا فريسه الحيوان مفترس داخل ارضه، ولكن انا هو العقبه اللي غادي توقف الوجه ديالو. كنقسم انني غادي ندافع على هاد العمال هادو بكل ما اوتيت من قوه. غادي نطق واحد من العمال ويقول لهم لا انا ما بغيتش نموت، انا ما بغيتش نموت، مراتي ولادي ما يقدروش يعيشوا بلا بيا كيتسناوني. انت السبب يا توفيق في هادشي، انت اللي جايبنا لهنايا من نهار دخلتينا لهاد الارض هادي الملعونه وحنا محبوسين هنايا. غادي تدفع الثمن غالي يا توفيق. غادي تحرك ذاك العامل ومن وراه كل العمال باش يقتلوا صفوات، ولكن توفيق بحركه سريعه منه غادي يجبد واحد الفردي وغادي يوجهوا لجهتهم. اللي غادي يقربني منكم غادي نطرطق ليه راسو بهاد الفردي هذا، سمعتوني؟ غادي نقص الشيخ وقال لهم استعدوا بالله يا جماعه الخير، واش وقتو هذا؟ حنا خاصنا نلقاو طريقه للخروج ماشي نتقاتلوا بيناتنا. يلا مرجان ولدي يلا شنو معمول؟ شنو غادي نديروا دابا؟ قلت له اول حاجه غادي نكملوا التقلب ديالنا على الكتاب، من بعد غادي نلقاو شي طريقه للخروج، اهم حاجه نكونوا مجموعه واحده وياكم تفرقوا على بعضكم بحال قبيله. بدينا كنقلبوا في ذاك المعبد شبر، كان كلشي ساكت وقطع الحس، ما كان مسموع الا الصوت ديال الانفاس الثقيله بسبب الخوف. داك المعبد كان واسع بزاف، فيه بزاف ديال الحجرات والغرف. بدينا كندخلو كنقلبو حجره ما كنلقاو فيها والو، كنخرجو كنقلبو في حجره اخرى حتى غادي نسمعو داك الصوت الغليظ، صوت اللي مرعب بكل ما تحمل الكلمه من معنى. انتم يا بني ادم لا تتعلمون، تعتقدون ان كل شيء على هذه الارض هو ملكا لكم، يلكم من حمقى، لقد اتيتم بارجلكم لتواجهوا مصيركم بحتوم. غادي تلقى داك الكاين واحد الضحكه سمعت في كل ارجاء المعبد وتعاود الصوت ديالها بسبب الصدى. من بعد غادي نسمعوا صوت خطوات الكيان
كيقرب من الحجره اللي حنايا فيها. كان داك الكيان طويل، الراس ديالو راس كلب والجسد ديالو جسد انسان. هز في واحد اليد واحد المنجل كبير وهز في اليد الاخرى ميزان، وكان لابس درع حربي فرعوني في الضي. بداو العمال كيتراجعوا للورو وشي دخل تحت شي وما كيشوفوا داك الكيان جاي خاصهم. تحركت توفيق باش يهرب من ديك الحجره، ولكن الكيان غادي يضربو بالمنجل ديالو غادي يقطع عليه راسو في الحال. حاله من الرعب والهستيريا ضربت العمال، وليكم نتوما تخيلوا كل واحد منهم كيغوت ما بغيتش نموت ما بغيتش نموت. هل تخزن وراتي مثال، هل يدخل في شي شق في الحيط، هل يتخزن في حفره تحت الارض، ولا بحال الشكل ديال الفيران. غادي يمح واحد من العمال الفردي ديال توفيق طيح للارض قدام الجثه ديالو. علاه غادي يتسلل وغادي يهز داك الفردي وبدا كيتيري داك الكيان، ولكن طلقات ديال الفردي كانت كتخسر الجسد ديال داك الكيان بلا ما تقيسو. بحال داك الكيان اللي كان استحوذ على شاهدي العقل، شوف بحال تقول هو صوره هولوغراميه. غادي يدور داك الكيان وغادي يشد داك العامل وغادي يهزو من راسو. فاش دار الجهه داك العامل غادي يلمح واحد الحاجه، لمحت كتاب كحل كبير كان في دارو، كان رابطو بالسناس المعطر ديالو. غادي نزل لجيتو باش نحيد الكتاب من دارو، ولكن غادي نوقف حيت شفت واحد الحاجه اللي غريبه. غادي يغرس داك الكيان المخالب ديالو في القلب ديال داك العامل وغادي يقتلو في البلاصه. بينما القلب ديال العامل بدا كينبض ليه في يدو، غادي يحط داك الكيان القلب ديال داك العامل على كفه ديال الميزان، وعلى الكفه الاخرى كانت ريشه بيضاء. الحاجه اللي وقعت كانت غريبه وما كتدخلش للعقل، الريشه وزنت القلب ديال العامل. غادي يضحك الكيان بصوت عالي وقال عاصي. غادي يهز القلب ديال العامل من الكفه ديال الميزان وغادي ياكلوه. غادي يدور غادي يشوف فيا بشوفه شيطانيه، غادي يبتسم ليا. غادي نلمح واحد الحجره كبيره غادي نهزها وغادي نشير عليه بها. وبالفعل داكشي اللي كتخيف منه ما وقعش. هادشي معنيته ان الطاقه الروحيه ديالي قريبه للطاقه الروحيه ديالو، يعني نقدر نقيسو ويقيسني. بديت كنحاول نستدرجو من ديك الحجره اللي فيها العمال ديك الساحه الواسعه باش ما يتزهقوش الارواح ديال العمال. في لحظه تساومني غادي يغفلني وغادي يلوح عليا المنجل اللي تغرس في الفخذ ديالي. غادي نطيح للارض مصاب حتى قبل ما ندخل معاه في مواجهه حقيقيه. دابا تضربت في رجلي وفي يدي، طحت للارض كنغوت من الالم. حيدت المنجل من رجلي بصعوبه حيت كان كبير. ما لحقتش اصلا نعاود نوض باش غادي نحس به هزني من راسي. غادي يجيب المخالب ديالو كيف ما دار مع داك العامل الجهه ديال الصدر ديالي باش يحيدو يعبرو. كنت حاسب المخالب ديالو هي كتخترق القفص الصدري ديالي، الم لي صعيب بزاف. غوت بحر الالم وبحركه لا اراديه ضربت في الوجه ديالو باش غادي نطيح بيدو. غادي يشوف فيا وغادي يبتسم. انت تستخدم الطاقه الروحيه، يا لك من جريء، يعني انك انت الذي قام باذيه تبعي بلا شك. وقتها غادي لاحظ داك الكاين واحد الحاجه، لاحظ ان العينين ديالي مشغوله مع الكتاب اللي مسلسل في ظهرو. ضحك وقال لي اتريد هذا الكتاب؟ تعال وخذ. غادي نوض بصعوبه وغادي ندير واحد الحاجه اللي بصراحه انا عارفه غادي تجيكم غريبه. حيدت الحوايج ديالي كاملين، حيدت سروالي وحيدت حتى صباطي. واضح انني غادي نستخدم كامل الطاقه الروحيه ديالي في هذه المواجهه. غادي ندافع على جهته بكل قوتي وغادي ندخل فيه براسي الكرش ديالو. يحاول يضربني مره اخرى بالمنجل ولكن قدرت نتفادى في اخر لحظه. غادي نقز وراه وغادي ندور يدي على العنق ديالو وبديت كنخرق فيه. كان كيحاول يحيدني ولكن انا كنت مستميت وجد فيه بكل قوتي. كنت كضغط على القصبه الهوائيه ديالو باش نهرس عليه. بديت كنغوت وانا قاش فيه. شيخ متولي شيخ متولي اجي عاوني اجي عاوني بالقران والاذكار. ولكن الحاجه اللي وقعت المره الثانيه حسيت عاوتاني بضربه قويه في راسي اللور. ما استحملتش القوه ديال الضربه، طلقت من العنق ديالو وغادي نطيح للارض. ديالي ضرني بديت كندوخ. درت باش نشوف شكون اللي ضربني، باش غادي نلقاه الشيخ متولي واقف واز في يدي حجره. كنت دايخ بحال السكران. الضربه كانت قويه بزاف. لو كان كنت انسان عادي لو كان قتلتني. قلت له شنو كدير شنو كدير الشيخ، انت اللي المفروض تعاوني. غادي يضحك الشيخ وقال لي واقيلا خاصني ناخذ الاوسكار في التمثيل. انت وتوفيق الغبي تيقت انني شيخ بصح، ولكن كان لازم عليا نلبس العبايه ديال الدين باش سيدي استمتع بالقرابين. قلت له اذا انت الوسيط، انت اللي ضربتني على راسي قبل ما قتل تابعه. قال لي ذكي يا دكتوره. بوابات البرزخ معنا هنايا بنفسه. لا 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 ما نكرش انني تفاجات ما توقعتهاش. واش يحسب لك انني ما عرفكش؟ ويلي سالات الشمعه كاع ما شفتها كاع واش سالات. سالت راسي كاع. نجي نشعل الشمعه وشاني. اين هو الوقيد؟ واش يحسب لك ما عرفكش ولا شنو؟ انا خدامي من الجن كاين في كل بلاصه وعارفين مزيان. علاه فاش عرفت انك غادي تجي تنكرت على هيئه شيخ؟ انا داير هادشي كامل على ودي داك الكتاب، حيت الا مشات تطيح في يدي العلم ديالي غادي يتسعد. وقتها غادي نقدر ندير اي حاجه. الناس غادي تولي عبيد تحت رجلي، المال، السلطه، السياسيين، رؤساء الدول غادي يوليو يضربوا لي الف حساب وحساب. درت صفقه مع الكيان، نجيب لي عدد معين من القرابين يتغدى على القلوب العاصيه ديالهم، وفي المقابل هو غادي يعطيني الكتاب وغادي يولي من نصيبي. ضحكتيني. واش يحسب لك ان الكيان غادي تخلى على الكتاب ديالو هكذاك؟ كتاب كان حاصو الاف السنين هذه غادي يجي يتخلى عليه بهذه السهوله. حاجه باينه
وضحنا وضحك عليك. قال لي هو كيشوف في الكاين. قول لي قول لي قول لي على الاتفاق اللي درت معك وانا الكسب غادي يولي ديالي. غادي تحرك الكاين لجهتو. هز داك المجل في وجهه. بدا كيترجع داك الدجال فوق وقال لي شنو غادي دير؟ كان بيناتنا اتفاق. لا 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 خلفتي العهد ديالي غادي تحرق وتموت. قال لي الكاين لا يوجد عهد بيننا، العهد باطل باطل باطل. وبحركه من الكاين غادي يقسمو بجوج بالمنجل ديالو. انهضر الكاين لجهتي وقال لي الان يمكن الاستئناف المعركه. غادي ندافع الكاين كيجري لجهتي باقصى سرعته باش يضربني بالمنجل ديالو. ولكن ردت فعلي كانت اسرع. غادي نعاود ندخل فيه براسي الكرش ديالو. غادي يشدني والملامح ديالو كانت كلها غضب باش غادي يلوحني حتى غادي يرجعني اقرب اقرب عمود حجري. كنت حاس في هذه اللحظه ان كل عظم ديال جسدي كلها ترسات. ولكن ما عرفتش بصراحه، ما عرفتش علاش كان عندي احساس غريب، احساس بالاستمتاع بهذه المعركه هذه. بحال تقولوا شي حاجه خفيه، شي حاجه خفيه كانت معاوناني. غادي نعاود نتحامل على راسي وغادي نوقف مره اخرى. غادي نجريو بجوج في نفس اللحظه. لاح الكيان المنجل ديالو الارض، غادي ندخلو في بعضنا البعض بحال تقولوا حنا وسط حلبه ديال المصارعه. بديت كنتكا عليه الوجه ديالو ضربات متتابعه، بينما هو استغل الجرح اللي في يدي المتابع ديالو وغادي يعضني. غادي نغوت على صوتي وقتها وقتها بديت كنحس ان الرؤيه صافي بدات كتضباب واللوان مشات. كثرت لي ضربات الوجه ديالو من الحرب باش غادي تطلق لي يدي. بديت كتنزف لي يدي بغزاره لدرجه ان العروق ديالي كاع بنت من تحت الجلده. غادي يقز داك الكيان الارض بكل هدوء، غادي يجبد الكتاب ورا ظهره وغادي يحلو بدا كيقرا فيه. ما كنتش فاهمو علاش ناوي، ولكن على اي حال على اي حال ناوي على شي حاجه خايبه. اقسم عليكم يا خدام هذا الكتاب المقدس بالحضور في تو اللحظه بعزم سيدكم انوبيس، امركم بالحضور مسرعين مسرعين عاجلين عاجلين الساعه الساعه العجل العجل. تما بديت كنشوف ظل الكحله كتخرج من كل بلاصه في داك المعبد، كيخرجوا من تحت الارض من السواري من الحيوط، كانوا كثيرين بزاف بزاف ومحوطين الكيان من كل بلاصه. غادي نشوف جنابي اش غادي نلقى راسي وحدي ضد جيش كامل من الانطيله السفليه. غادي يسد الكاين الكتاب، غادي يوقف وغادي يشير ليا. اول ما يشير ليا غادي تغوض ديك الظله الكحله كلها وغادي تهجم عليا. حاجه بين انهم الخدام ديالو. غادي نغوت حتى انا على صوتي وغادي ندافع لجهتهم. ياك 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 ما قدرتيش عليا وطلبتي العاونه باش تعرف راسك ضعيف، باش تعرف راسك شحال ضعيف. غادي نحس وقتها بدوك الظله الكحله وهي كتخسر الجسد ديالك. كتحس كتحس بالروح ديالي، الروح ديالي كتنسل من جسدي. غادي ننزل على ركبيه كنكحب من العيا وهما كيتكاو عليا بالضرب. يعني غادي تحرك الكيان وغادي يشدني من راسي يهزني. بدا كيزير ليا براسي على يدي، كتحس بالراس ديالي غادي يطرطق بين يدي. ولكن فجأة الكاين غادي يطلقني باش نطيح للارض. اول ما سمع واحد الصوت، حتى انا سمعت هذا الصوت، هذا كان صوت عالي بحال صوت ديال البوق ديال الحرب. يعني غادي يخرج من العدم نفس داك الراجل الغريب اللي على الجبهه ديالو نجمه خماسيه وفيه شبه مني. كان واقف وراه المئات بحالو، حتى هما كانوا لابسين نفس اللباس ديالو وعلى الجبهه ديالو من ديك النجمه الخماسيه. غادي ندافعوا وغادي يدخلوا كلهم في قتال مع ديك الظلال السفليه. بينما غادي يستغل الكاين ديك الفرصه غادي يحاول يهزني وبدا كيتكا عليا بالضرب بحال تقول صافي كان عازم انه يقتلني. في هذه اللحظه بدات غادي يجمع عليا داك الراجل وغادي يخشي ليه خنجر ورا راسو. كان داك الخنجر اللون ديالو فضي ومنقوشين عليه طلاسم. بدا الكاين كيغوت تيحاول يحيد داك الخنجر من راسو، ولكن انا ما عطيتوش الفرصه. نقزت ورا العنق ديالو وبديت كنزير عليه. بديت كنعصر هو كيتخنق فيه تحت غادي يطيح على ركبيه الارض. كان كيحاول يفك راسو مني ولكن والو، القوه ديالو خارت. سمعت العظم ديال العنق ديالو هما كيتهرسوا بين يدي. عليه غادي ندور راسو 180 درجه باش اخيرا غادي يطيح للارض وهو ميت. طحت حداه كنتنفس بصعوبه من الجسد ديالي كامل اللي عمر جروح. غادي نعاود نوض بثقل حيت لي الكتاب من ورا ظهره وغادي نسد عين اجرو لاخيرا تشكل ليا. فاش شاف الكتاب بين يدي غادي ياخذو مني وغادي ينصرف بحال تقولو كان زربان. الحاجه الغريبه ان الراجل ودوك اللي كانوا معاه ما لقيتهمش، بحال تقول مجرد ما عاونوني صافي نصرفوا. كنت باغي غنشكرو على الاقل على المساعده ديالي هذه، ولكن ما لحقتش. ساعتها ما حسيت براسي الا والدنيا كدور بيا، مش غادي نطيح للارض فاقد الوعي. غادي نحل عيني من بعد فتره ما عرفتش شحال هي باش غادي نلقى العمال هازيني ومخرجيني من المعبد. وقتها غادي نفقد الوعي للمره التاليه، ولكن هذه المره هذه والخطر ديالي مطمئن. كيف ما بديت الرحله ديالي وانتم معايا غادي نساليها وانتم معايا باش تعرفوا قداش الانسان ممكن يوصل بيه الهوس ديالو للتطور بانه يتسبب في كوارث هو ما قداش. ماشي اي حاجه ضروري خاصنا نقلبوا فيها، ماشي اي حاجه خاصنا نفهموها ونديروا عليها ابحاث ونحطوا نظريات وقوانين. كاينين حاجات من الاحسن تبقى مخفيه علينا حنايا كبشر. ولكن شنو غادي نقول لكم، هذا هو الانسان، اغرب مخلوق عاش على هاد الارض. الانسان ديما كيميل للحاجه اللي ممكن تسبب في قتله. بحال ناخذوا على سبيل المثال الكارو، كتكون مكتوبه على الكرتونه ديالو التدخين يقتل، ولكن واخا هكذاك الناس كتضرب هاد العباره هادي مع الحيط وكتستخدمو. على اي حال هادي مجرد مقدمه بسيطه، عارفه غادي تجيكم بعيده كل البعد على الحلقات ديالنا، ولكن من بعد في الحلقات الجايه غادي تعرفوا علاش درجة. المهم خلينا نرجعوا الفين، خلينا لقيتوني دابا ناس على السرير ديالي وكلي فاس ماتش. بالرغم من انني قدرت نغلب داك المخلوق السفلي حارس الكتاب بالمساعده ديال داك الشخص الغريب، ولكن كيف ما عارفين المعركه ما كانتش سهله. كان نجرون كيقول لي انه من صغري كنت كنقدر نشوف الجن وكنهضر معاهم ونتواصل معاهم، ولكن الامانه ما كنتش كنقدر نقيسهم ولا نلمسهم. فاش وصلت لسن البلوغ وانضميت للمجلس غادي يدربوني على الطاقه الروحيه اللي قدرت من خلالها تولي عندي قدره انني نقيسهم ونلمسهم. ومع الوقت عرفت ان المصدر ديال القوه ديالهم متعلق باستخدام هالطاقه. يعني الا طاقه الجن ولا كيان اقوى من طاقتي راه ما نقدرش نقيسه.
لازم على طاقتي الروحيه تكون في نفس مستواه ولا هو اقل مني. هادشي باش نقدر نتصدى ليه بكل يديه. في اخر مهمه اضطريت نلجا لاسقاط النجمي باش نقوي طاقتي الروحيه ونخليها اقوى بكثير، خصوصا فاش عرفت المجرم شنو وقع لواحد من الخمسه الكبار. باش يموت واحد منهم بديك الطريقه، هذا في حد ذاته راه كارثه حقيقيه، حيت لو وقع خلل في ارض القضاء السفلي ولو بسيط ممكن الموضوع يوصل لتفكيك المجلس نهائيا. على انا خاصني نحسن راسي، خاصني نولي اقوى واقوى، حيت المصير ديالي من هنا لقدام ولا مجسد على هيئه كيان سميتو أكتاي. وعلى حسب ما سمعتو سمعتو معايا من ذاك الراجل الغريب ان أكتاي من ملوك الجين السفلي والبطش ديالو شديد. هو طمع في القدره ديالي على اظهار بوابات برزخ، وكان حاضر نهار ديال الولاده ديالي وكان باغي ياخذني معاه وانا صغير. بحر بحر من الاسرار لقيت راسي فجاه كنغوص فيها. القصه ديالي ما مقتصرش على التحقيق والقبض على جين خارجي عن القانون، القصه اكبر واكبر من هادشي بزاف. الاسطر والحلقات الجايه غادي توضح لكم كل شيء. من بعد سيمانه على داكشي اللي وقع الامر غريب، كل العمال اللي فلتوا من ديك الحادثه بحال تقولوا فقدوا الذاكره ديالهم، ما عقلوا على والو من داكشي اللي وقع تحت المعبد. بداوا السلطات التحقيق في الاختفاء ديال توفيق باشا وصفوه المحامي ومجموعه من العمال اللي تقتلوا في المعبد واللي ما عرفوش فين اختفوا، بحال تقولوا سرطتهم الارض. وقيل غير انا والمجلس اللي عارفين شنو وقع. اهالي العمال اللي ماتوا غادي يرفعوا قضايا على توفيق باشا، ولكن للاسف ما قدروا ياخذوا حتى شي حق، حيت اصلا توفيق براسو اختفي. هلا وزيدكم هذه الحاجه اللي غادي تجيكم غريبه وما غاديش تخلي لكم ريوسكم، هو ان الاسم ديالي ما مذكورش اصلا في التحقيق. علاش؟ حتى فاش كانوا العمال خرجوني اصلا من ذاك المعبد وانا مصاب وفاش فقدت الوعي ما كانوش خدوني للسبيطار. انا فقط حليت عيني لقيت راسي على السرير ديالي وكلي فاصمه، حاجه باينه هذه انا متاكد ان هادشي من التدابير ديال المجلس. على اي حال صفحه وتطوات، غادي ندوز هاد الحادثه هذه. واحد الصباح غادي نفيق على الصوت ديال التليفون ديالي كيصوني، كنت بسمع اختي هذه. الو صدام فينك؟ من البارح وانا كنصوني لك، بابا راه مريض بزاف وطالب يشوفك. مريض؟ واخا شنو السبيطار نتوما دابا؟ لا 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 حنا في الشقه عنده، باقي ما مشناش شي سبيطار. اجي في الزربه راه واقيله على فراش الموت وكيسول عليك من البارح. المهم غادي نركب الطوموبيل ديالي وغادي نقصد العماره اللي كنساكن فيها الوالد. فاش دخلت اول واحد لقيته في الوجه ديالي كان شريف، راجل اختي باسمه. قلت له شنو وقع هنا يا شريف؟ قال لي باك رفض كل شيء، رفض يهضر، رفض ياكل، رفض كل شيء، كل ما على لسانه بغيت صدام، بغيت نشوف صدام، حتى من الدواء ديالو هو الاخر ما بغاش ياخذ، ما بغاش يمشي معنا حتى للسبيطار. لقيتني نيت يلاه باغي ندوز النمره ديال واحد الدكتور باش يجي يفحصو هنايا في الشقه ديالو. كنت على دوك الاطراس ديال الجروح والكدمات اللي في الوجه ديالك، ما مضاربش. جات الهضره ديالو غادي ندخل للبيت اللي فيه ابا باش غادي نلقى اختي باسمه متكي على اليد ديالو وكالسه كتبكي. فاش شفته كان باين عليه العيا، الوجه ديالو صفار وعيني يدخلوا وجيت نفس بصعوبه. اول ما المحني دخل غادي يطلب من باسمه انها تخرج وتخليني بجوج راس في الراس. غادي يشير لي ابتقال، اجي ولدي اجي جلس هنايا بغيت نهضر معاك. بدا كيهضر معايا والكلام ديالو كيخرج بصعوبه. انا عارفك مقلق مني لحد دابا، انا عارف اني خذلتك لا انت ولا اختك ولا امك. لو كنت عارفه ولدي علاش درت هادشي كامل اكيد كنتي غادي تسامحني. انا بعدت عليكم هاد العوام هادي كامله على وديتك نتايا، على وديت مصلحتك حيت كنت خايف عليك. كنت كنقلب على الحل، الحل اللي نقدك به من الشر اللي مطاردك. كيف ما سمعتي ولدي انا عارفك، عارف الحقيقه ديالك، عارفك بلا خدام مع المجلس، حيت بكل بساطه انا اللي استدعيت المجلس باش يضموا كل صفوفهم، انا اللي هربت بك من الهلاك وجبتك لهنايا من قاره اخرى باش تكمل الحياه ديالك في هدوء. وعلاش عمرك عاودتي لي هادشي من قبل؟ علاش خليتيني طول هاد السنين هادي وانا غارق في الجهل والظلمات؟ قال لي حيت انت عمرك عطيتيني الفرصه انني نعاود ليك. انا فاش رجعت من تمايا رجعت اني متاخذ القرار ديال انني غادي نصارحك بالحقيقه، ولكن فاش جيت عندك ذاك النهار المكتب ديالك جريتي عليا، خرجت من المكتب ديالك وانا متفاهم حاله الغضب اللي كنتي حاس بها من جهتي. انا بصراحه ما كنت مزوج على امك ولا والو. قلت له واخا بما انك ما كنتيش مزوج فيك تهاد العوام هادي كامله اللي كنتي غابر علينا. قال لي كنت في صحراء ولايه تكساس الامريكيه، كنت كنحاول نصلح كارثه تسببت بها انا وجوج حماق بحالي، البروفيسور مايلو والمساعد ديالو الدكتور توماس جوناثان. البروفيسور مايلو هذا مات من بعد ما فجر الوحده السريه بانابيب النيتروجين، حرق الوحده بكل فيها وقتل كل التجارب اللي كنا كنعتقدوا انها غادي تكون مستقبل البشريه يوم من الايام. ولكن للاسف اولدي تضح ان التجارب هذه كانت خطوه لاباده البشريه باللي فيها. علاه البروفيسور مايلو كان حريص انه يفجر الوحده باللي فيها واخا يكون ثمن حياته؟ اما الدكتور توماس جوناثان ما بقيت عارف عليه والو ولا سمعت عليه اخبار من ذاك النهار. رجعت لصحراء تكساس باش نعاود نحاول نتواصل مع السبب الرئيسي لكل هادشي، وخديت عهد على راسي انني ما نرجعش لمصر الا والحل بين يديا. اسمح لي بزاف اولدي، ولكن السنين كامله اللي كنت غايب وانا كنحاول نوصل معاه الاتفاق ولكن ما قدرتش. قلت له واخا شكون هو هذا؟ شكون هو السبب في هادشي كامل؟ بدات الدموع ديالو كتنزل. غادي السبابه ديالو غادي يشير ورايا الشيطان أكتاي. في ديك اللحظه غادي نحس بنفس الطاقه المشؤومه اللي خرجت من داك الحلم الكحل في التجربه ديال اسقاط النجمي، ولكن هذه المره هذه ما حسش بها في عقلي الباطن، هذه المره هذه حس بها في الواقع. تخيلوا لدرجه انه ما كنتش قادر ندور راسي باش نشوف ورايا من كثر ما القوه ديالو مؤثره على الهاله ديالي. كنت حاسس بحال تقولوا انصال ديال الابر كتخسر كل مسام ديال جسدي من قوه ديال الطاقه ديال المهوله، طاقه اقل ما يقال عليها انها عظيمه، كتاكد ان مولاها في مستوى اخر من القوه والشر. حاجه بينه واكده انني انا واخا ندوز سنين حياتي كلها كنتدرب
عمري ما نوصل نهائيا لهذا المستوى ديال الطاقه. غادي يشد لي الطفي يتم الخوف هو كيترعد. وقتها حسيت بحراره عاليه ورايا مباشره بحال تقولوا فران ورايا. استجمعت القوه ديالي وحاولت نضر بصعوبه باش غادي نشوف نفس الحلول الكحل. كان واقف كانت بديك البيت وكيضرب الحوافير ديالو الارض. النظرات ديالو كانت كلها شر، ولكن نظراته ما كانتش موجهه ليا انايا، كانت موجهه لبا. صح عرفت ان با هو المطلب ديالو. غادي نوقف بينه وبين با وغادي نحل يدي بحال هكذايا زعما ما دوش. ولكن الحاجه اللي وقعت هي انني تهزيت في الهواء وغادي نتخبط مع الارض. غوتو انا طايح في الارض. لا يا اكطاي، لا انا مسات ندير اي حاجه من اجلك ما تقتلوش. غادي نهضر داك الحلول الكحل بجهه الهضره ديالي. يا خساره يا مهيب، مهيب لي هي الاسم ديال با. كان غادي يكون لك شأن عظيم عندي لو كان بقيتي تحت طوعي، ولكن انت اختاريتي مصيرك بنفسك، تحمل العواقب. لو كان سلمتيني الصياد من الاول بسببك ضيعت سنين طويله من عمري. قال لي با بواحد النبره ديال صوش هادئه بحال تقول له صافي متقبل البصير ديالو. لا يا اكطاي، حنا عمر كان بيناتنا عهد ولا اتفاق. انا نقتل الولد حيت كنت عارف انك غادي تقتلو مجرد ما يوصل السن ديال البلوغ. تجربه نادره بحال هذا، مستحيل نخليها بين يديك. غادي يضحك اكطاي، لو كان المساعده ديالي ما كان حد فيكم غادي يوصل ولا 1% من هادشي اللي وصلتوا ليه. انا اللي سهلت عليكم خدمه طويله من الابحاث والتجارب وقصرت عليكم الطريق، وعلى هادشي انا غادي ناخذ حقي اللي طلبته قبل ما نقوموا بالعهد، وهو انني غادي ناخذ اول مولود نشحالي التجربه. هل سوء حظك يا مهيب، البيت مصمص في حضره شي، يعني تحت من اللي كاينين برا غادي يقدر يسمع الصراخات ديالك وانا كنعذب فيك. غادي تحرك داك الحول الكحل خاص دبا. حاولت نوض من بلاصتي ولكن والو، الجسد ديالي بحال تقولوا مشلول. غادي نغوت على صوتي سخطا وانا كنشوف داك الحول الكحل تحول لدخان وغادي تدخل من الفم ديال با. بدا باك تشنج عيني تحولت لبياض تام. انا غير كنشوف داك المنظر عاجز ما قادر نحرك ساكن. من بعد دقائق ديال العذاب والغوت غادي يصل لبا الروح ديالو. غادي يخرج داك الدخان من الجسد ديالو مره اخرى، والاول مره من زمان طويل غادي نبكي بحال الاولاد الصغار. مراتي وبنتي ماتوا وما قدرت ندير والو، ودابا با ما تقدم عينيا، والمره الثانيه ما قدرت ندير والو. وليت كنحس براسي واحد الانسان اللي عاجز لا حول له ولا قوه. هادشي كان حيت انا ضعيف. لو كان كنت قوي بما فيه الكفايه لو كنت تدخلت ورقت الحياه ديال با. غادي عاود يتشكل داك الدخان على هيئه داك الحلول الكحل. غادي يتحرك وغادي يقرب مني، والنظرات ديالو ليا كلها عذاب وشر. بني ادم اغبياء، طالما ما قدش اتفاقاتكم وعهودكم علاش كديروها؟ باك هذا كان غبي، يحسب لي فاش يهرب من الوحده السريه ما غاديش نلقاه. ولكن حقه عليا، انا اللي غلطان من الاول باش ندير عهد واتفاق مع بشر اغبياء باغيين طلباتهم تنفذ بلا حتى شي مقابل. ولكن ما عليكش صياد، بوابه البرزخ غادي تحول لي عمى قريب، وديك الساعه غادي نولي انا المتحكم فيها. قول لي يا صياد، عارف شنو هي الحاجه الاصعب من الموت؟ انك تشوف اعز الناس كيموتوا قدام عينيك وانت يا عاجز ما قادر دير والو. غادي نخليك تعذب وتكوب الفراق ديالهم، ساعتها غادي نجزع عليك حتى نتايا، غادي نستول على بوابه البرزخ. غادي تحول داك الحلول الدخان وغادي تلجا في الهواء. مجرد ما غادر غادي تطلقني ديك الحاله ديال الخطر اللي كتشدني ومكتفاني. نطو حليت الباب ديال ديك البيت وغادي نخرج، على وجهي حزن. غادي نلقى بسمه اختي وشريف جالسين في هدوء تام وما عارفينش وما فاهمينش شنو وقع. فاش شفت بسمه الضبا ديالي نازله. غادي تدخل كتجري البيت ما كملاتش لحظه غادي تطلق خوتها معلنه على الوفاه ديال با. كان نهار طويل بزاف، من غسل للدفن للمراسم ديال العزاء. ما رجعت للدار حتى نصصات ديال الليل. كنت عيان بصراحه ومحتاج نرتاح ليا شي شويه ونفصل على هذا العالم الخارجي هذا. ولكن شكون يقنع الدماغ ديالي هذا بنعاس؟ العقل ديالي هذا ولا ماكينه ديال الاسئله؟ غادي نحط راسي على الوساده، بديت كنفكر في كل شيء بالرغم من ان القضيه نوعا ما بدات كتوضح. ولكن كاين حاجات اخرين باقي ما فهمتهاش، ولكن عما قريب غادي نوصل ليها. شنو هما التجارب السريه هادو اللي يعاود لي عليهم با؟ وكيفاش قدروا يستدعيو ملك الملوك الجن بديك القوه كلها لديك الوحده السريه؟ وشنو علاقه هادشي كامل بدوك التجارب اللي كانوا كيديروا تمايا؟ وكيفاش انا هو التجربه الوحيده تنعجيها؟ لا 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 لا، راس ديالي بدا كيحرقني من كثر الاسئله المحيره. ما حسيت بعينيا حتى غادي نغمضهم. حلمت راسي انني واقف واحد الممر اللي طويل على اليمين واليسار ديالو، بيبان ديال الحديد مسدوده بسناسل واقفه اللي كبيره، وعلى كل باب من هاد البيبان هادو تحذيرات مكتوبه بلغه انجليزيه، ممنوع الاقتراب وخطر. كنشم ريحه ديال دم مسافر طول ما انا غادي في ذاك الممر الطويل، بحال تقولوا غادي في مطوار ولا في مسلخ. بديت كنسمع اصوات ديال ضرب وخبط على ذوك الابواب الحديديه من الداخل. من قوه الخبط البيبان كانت كتزعزع، كنت حاسس اني مترقب ان اي باب من هاد البيبان هادو ممكن تحيد في اي لحظه. بحال تقولوا لي وراه هاد البيبان هادو وحوش ماشي بشر. ابواب كنسمع موراها صوت ديال بكا، وابواب كنسمع موراها صوت ديال ضحكات جنوديه، وابواب اخرى كنسمع موراها صوت الهمس بلغه اللي غريبه. بقيت غادي على داك الحلم حتى غادي توصل لي رجلي. الباب كان محلول، كان هو الوحيد المفتوح. قربت بشويه بديت كنطلع من داك الباب. كانت غرفه ولا بالاحرى زنزانه بلا حتى شي سرج من برا. كانت مرونه وفيها بزاف ديال الاوراق مزلعه على الارض. ما لحقتش اصلا نهز ورقه من الاوراق ونقرا شنو فيها، حيت غادي نسمع صوت ديال الخطوات كتجري في اخر داك الممر. خرجت من ديك الزنزانه بالزربه غادي ورا صوت ديال الخطوات، ولكن فاش وصلت لاخر داك الممر وقفت حيت ما لقيت والو. شويه بدا كينقطع عليا دم على كتافي. هزيت راسي لفوق باش غادي نشوف منظر
عمري نقدر ننساه طول ما حييت. ناس كثيره معلقين في داك السقف والاجساد ديالهم مسلوخه كما كيتسلخوا الحيوانات. دابا عاد عرفت المصدر ديال ديك الزفوريه منين جاي. ولكن الحاجه اللي كترعب اكثر ان هاد الناس هادو باقيين عايشين، باقي فيهم الروح وكيطلبوا مني النجده ونحررهم. بديت كنضغط على راسي باش نفيق من هاد الحال هادي، ولكن ما عارفش علاش ما قادرش نوض. تما بديت كنستخدم طاقتي الروحيه باش نحاول نتحكم في هاد الحلم هذا، نبدل تفاصيله. ولكن طاقتي الروحيه ما عارفش مالها، اختفت بالكامل بحال ما عنديش من الاساس. تما غادي نلمح واحد الحاجه، شفت من اخر الممر شاب جاي لجيتي وداك الحوين الكحل جاي جنبه. فاش قرب ليا اكثر بان الملمح ديال الوجه ديالو، قدرت نعرف شكون هو. ادم شنو كدير هنايا؟ قال لي ادم هو كيمسح بيديه على الراس ديال داك الحولي. اهلا بك في البعد الموازي ديالي يا صياد. واش يحسب لك انت بوحدك اللي عندك بعد موازي؟ انا عندي بحالو ونقدر نحبس فيه عدد لا يحصى من القرناء. شوف على عينيك دكتور، القرين ديال مراتك والقرين ديال بنتك هما مشرفين عندي هنايا كيتعذبوا. قلت له انا ما فاهم والو، انت شنو علاقتك بهادشي كامل؟ شنو علاقتك بهادشي كامل يا ادم؟ ما تقوليش انت طلعتي خادم من الخدام ديال اكطاي. غادي يضحك ادم صوتها علي، خادم اكطاي؟ واش عمرك شفتي شي واحد خدام عند راسو؟ قلت له يعني؟ قال لي يا دكتور انا هو اكطاي شخصيا. بدا كيمسح على الراس ديال داك الحلي وقال لي هذا اللي واجهتيه قبل الخدام ديالي، عن طريقه كنوصل الرسائل ديالي لاي واحد بغيت. في الاول كنت شاك انك الصياد، علاه بقيت حاط عليك عيني ومراقبك؟ ولكن مراقبتي ليك كانش كافيه، علاه اضطريت نشكل لك على هيئه ادم الشاب اللي كان كيقرا عندك في الجامعه؟ داك السكوتي الدريوش الانطوائي اللي ما كيكلم حد. تبعت التحركات ديالك في كل بلاصه، العماره اللي حررتي فيها القرناء ديال البنات الى اخره، كنت شايف كل شيء على عينيا، شايف كيفاش كتقدر تحل البوابه ديال البرزخ. ولكن هاد القوه هادي اللي معطياك ما تستاهلهاش. من ضرب بوابه البرزخ هو كيتحل، كان زوين وباهي بواحد الشكل الله يوصف. خساره كبيره يا صياد، بوابه بهاد العظام هادي كلها تكون في يد شخص ضعيف بحالك. سبب ولادتك من الاساس هو تنقل لي هاد القدره هادي ديال فتح البوابه ومن بعدها تموت. ولكن المهيب الغبي سرقك وهرب بيك. قلت له بلاتي، يعني داك النهار اللي سولتيني في المدرج واش كنخدم الطاقه الروحيه، كنتي غا باغيني نتاكد واش انا هو الشخص اللي كتقلب عليه. قال لي هو كيضحك، لا سولتك داك السؤال باش نبعد الشكوك على شاهد. اصلا واقيلا انت ما فاهم والو دكتور، كان بيني وبين شاهد واحد العهد وانا نفذت لها الطلب ديالها. عينت كيان قوي من خدامي باش يعاونها في اصطياد افراد ديك العصابه اللي قتلوا اختها، وباش نفذ الانتقام ديال هذاك بكل نجاح كان لازم تبعد عليها كل الشبهات. شفتي شحال انا يا قلبي حنين يا دكتور؟ انتم كتظلموني يا بني ادم. قلت له لا ما كذبتيش، قلبك حنين وبالمقابل تحوتي على اعلى روحه وقرينه. قال لي يا دكتور وانت راك عارف زعما واش كاين شي حاجه بالمقابل؟ حتى انتم يا بني ادم ما كديروا حتى حاجه لحد من باب الخير، لازم يكون مقابل. بنت باغا تخدم وتوظف غادي تطلب مساعده من حد، هاد الشخص باش يوظفها ويعاونها غادي يطلب منها تصيفط ليه التصاور ديالها وهي عريانه وتنزل ليه على بزاف ديال الحاجات. نتوما اوسخ المخلوقات على وجه الارض يا بني ادم. على الاقل حنا فاش كنديروا عهد مع شي حد كنحافظوا على العهد ديالنا الاخر ماشي بحالكم، وكنحددوا المقابل اللي طالبينه. انت لك الحريه يا توافق يا ما توافقش الشغل كذاك. من شروط العهد عندنا في عالم الجن ان الانسان عنده حريه الاختيار، وحنا في الاخر ما كنجبروا على حد حتى شي حاجه. نتوما اللي كتجيو برجليكم حتى لهدنا تحضرونا تقراوا العهود والطلاسم، حضرتها من الخطوره ديال هادشي. ولكن هي كانت مصره وانا ما بيدي حاجه غير انني ننفذ ليها طلبها، وبصراحه ذكر دار معاه الواجب وزياده، وهكذا العهد تم بنجاح. القرين ديالها راه هو تا هو معلق ليه، معلق قدام القرين ديال مراتك وبنتك، راه معلق في الخطاف. شوف يا صياد، قلت له انا ما عنديش دخل انايا في هادشي كامل. الحاجه اللي محمقاني انايا هي شنو العلاقه ديال با مهيب بالبروفيسور مايلو، وشنو هما التجارب السريه اللي كانوا كيديروا بالمساعده ديالك. ضحك اكطاي وقال لي انا ما جيتش لهنايا باش نعاود لك القصه ديال حياتك يا دكتور. اولا خلينا نحيدو دكتور يا صياد، من هنا لقدام قرايات لك صياد، انا جايبك لهنايا العالم الموازي ديالي باش نزيدك على التحفه الفنيه ديالي لهيه. من بعد ما نقتلك ونقل لي القدره ديالك، الخطاف ديالك راه هو كيتسناك لهيه. قلت له شنو حساب لك؟ حساب لك انني ما غاديش نقاومك ولا شنو؟ قال لي لا يا صياد، خلي الامر يمشي بالمرادات بلاش من استخدام العنف. انا متيقن انك ما باغيش تشوف وجهي الاخر. فهاد اللحظه بدا الجسد ديالي كيتهز من الارض، انا نقدر نحرك ساكن. حتى الطاقه الروحيه ديالي ما حش بها من الاساس، بحال الهاله ديال ما نفعلهاش. غادي يقول اكطاي بصوت عالي، ودابا غادي نبداو مراسم نقل البوابه من صياد الاكطاي. الضحك ديال اكطاي هذا ما طولش بزاف، حيت الوجه ديالو تبدل فاش تشكلت بوابه من تحتي مباشره. ابتسمت وقلت في نفسي كنت عارفك غادي تجي في الوقت المناسب وتدخل لي نجرهم، غادي تجيب لي ديك البوابه بحال تقول فيها جاذبيه، غادي يغوت اكطاي وغادي ندافع باقصى سرعته باش يسد ديك البوابه قبل ما تسرطني. الحاجه اللي وقعت ان اكطاي تخبط في حاجز غير مرئي محوط ديك البوابه، يبدا اكطاي كيضرب ديك الحاجز باقصى قوته لدرجه ان الحاجز تشقق، كان غادي تهرس ديك الحاجز ولكن في اخر لحظه سرطتني البوابه، اختفيت في الظلمات ديالها وانا كنسمع الصوت ديال اكطاي كيغوت بسخط. فلتي مني هاد المره هادي يا صياد، ولكن المره الثانيه كنوعدك انك غادي تشوف الوجه ديالي الحقيقي، وقتها ما غاديش نرحمك. حليت عينيا وانا كنشهق، كنت
تحس بالنفس ديالي غادي تقطع. غادي لقى نجروم جالس على الطرف ديال سريري ووقف جنب واحد من الاربعه الكبار. قال لي نجروم ما تخافش مالكش اصاحبي كلشي تمام. قلت له شنو وقع نجروم؟ كنت فحول حتى لقيت راسي عند اكطاي. قال لي نجروم اكطاي حبسك في البعد الموازي الخاص به وكان غادي يقتلك تمايا، ولكن قدرت بالمساعده ديال واحد من الاربعه الكبار نلحقوك في اخر لحظه ونسحبوك. قلت له يعني هادشي اللي كنت عايش دابا ما كانش حلم. رد عليا لا، كلشي كان داخل عقلك الباطن، ولو كان قتلك في عقلك الباطن لو كان متي بالصح. قلت له شنو واقع نجروم؟ شرح لي شنو واقع دابا، انا راه تخربقت، كيفاش وصلت الامور لهالدرجه هذاك التعقيد؟ قال لي اسمح لي يا صاحبي، انا عارف راسي خبيت عليك حاجات اللي كثيره، ولكن راه ماشي لخاطري، ولكن صافي ما بقى والو، كلشي غادي تكشف. انا لقيت لك البلاصه ديال الشخص اللي غادي يعاود لك كلشي، غتعرف منو ماضيك والحقيقه ديالك وشكون نتايا. انا طلبت الامر من الثالث من الاربعه الكبار، وفاش عرف ان الطلب منك ما تعطلش. واضح انك محبوب في ارض القضاء السفلي يا صاحبي. قلت له واخا نجروم، شكون هو هذا اللي عارف كلشي عليا؟ قال لي سميتو الدكتور توماس جوناثان، كان صاحب البروفيسور مايلو وباك مهيب، هو حاليا متقاعد وكبير في العمر، هو كيقلب عليك مدة اللي طويلة، وإلا عرف أنك في مصر وباقي عايش غادي يركب أول طيارة باش يجي يشوفك. قلت له واخا كيفاش غادي نتواصل معاه؟ غادي يجبد نجروم واحد الورقة وغادي يحطها لي بين يدي، هادي أنا غادي تلقى النمرة ديالو، غادي تهضر معاه وغادي يكشف لي كل الأسرار المخفية. ورد بالك أصاحبي أكطاي هذا راه عنيد، غادي يبقى وراك حتى يسلب منك القدرة ديال البوابة ويقتلك ويستحوذ على القرين ديالك، ولكن أنا والأربعة الكبار رحنا كنديروا اللي في جهتنا باش نحبيوك. من بعدها غادي يختفي نجروم وداك الانيق اللي معاه، غادي نشوف الساعه وغادي نلقى 6 ديال العشيه. بدلت عليا حوايجي ونزلت نجيب ما ناكل حيت حرفيا تلف ليا المود ديال الجوع. غادي نشري تعبئه وغادي ندخلها باش نهضر دوليا حيت الرقم اللي طالب دولي. غادي تعطل الخط بزاف باش يشد ليا، واخيرا نجاوب. الو دكتور توماس جوناثان. هو هذا، شكون انت؟ كون معاك صدام ولد صاحبك الدكتور مهيب اسحاق. غادي تقطع الصوت ديالو شي شويه بحال تقول دخل في الصدمه، شويه بديت كنسمعو كيبكي. الو دكتور توماس انت معايا؟ شنو هادشي؟ ما تقوليش كتبكي. ما كنتش متوقع ولدي انك غادي تكلمني ولا نعاود نسمع صوتك هذا، ما تصورش شحال انا فرحان بسماع صوتك. بصراحه ما عندي ما نخبي عليك دكتور، انا محتاج المساعده ديالك. با مات هو خفي عليا اسرار اللي كثيره، انا حرفيا تلفو وبعرف راسي شنو غادي ندير. عافاك ما عاوني دكتور توماس وكشف لي المستور. واخا ولدي قول لي فين دابا؟ انا غادي نحجز اول طياره وغادي نجي معاها. قلت له انا في مصر في القاهره تحديدا. واخا ولدي انا غادي نكون عندك في اقرب وقت ممكن، تسنى المكالمه مني باش نبلغك بالميعاد ديال وصولي. مجرد ما نوصل بغيتك تكون تتسناني في المطار باش تاخذني معاك. صافي 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 يا دكتور توماس كون هاني. غادي نقطع عليه وبديت كناكل حيت كما قلت لكم الجوع كان حرفيا قتلني. غادي نغرف المعلقه في الطبسيل وقبل ما نقربها من الفم ديالي غادي نلقاها كلها دود. تحت المعلقه من يدي وغادي نشوف الطبسيل باش غادي نلقاه كله دود على دود. كان كيزحف وكيطيح من الطبسيل وكيعيف. غادي نحكي عينيا باش نتاكد انني ما كنهلوش ثاني، ولكن فاش حيت يديا غادي نلقى راسي في بلاصه اخرى عاوتاني. شكون جاب لي لهنايا؟ البلاصه اللي كانت مظلمه، بلاصه الموج محوطه من كل بلاصه، ما كانش شايف قدامي شي حاجه حرفيا. علاه بديت كنتحرك بشويه في ديك الظلمه باش ما نطيحش في شي مصيبه. الملبس ديال الارض كان طري، وهذا الشيء اكد لي انني غادي على غيس ولا على شي حاجه بحال هكدايا. هاد الريحه ديال الكنش، هاد الريحه ديال عارفها مزيان، هذه ريحه جسد متحلل، قبر محلول والمدفون فيه يلاه تدفن ايام قليله. غادي نحط يدي على ليفي وغادي نكبل باشي في ديك الظلمه، حتى شويه غادي نتاكل بشي حاجه وغادي نطيح للارض. غادي نوض كنمسح حوايجي من الغيس باش غادي نسمع صوت نفس، شي حاجه كتنفس معايا في هاد الظلمه هذه الكحله. غادي ندخل يدي في جيبي وغادي نجبد التليفون وغادي نشعل الفلاش باش غادي نلقى راسي داخل القبر. ولكن بلا شيء، القبر هذا نعرفه مزيان، هذا القبر اللي تدفن فيه با البارح. فاش عاود طليت على داكشي اللي عاكلني لقيت الجثه ديال با. الكفن كان مقطع عليه والدود كيمشي في كل شبر من جسده. انا متاكد هذا نفس الدود اللي شفت قبيله في الطبسيل. ولكن بلاتي كيفاش الجسد ديال با يتحلل بهذه السرعه هذه كامله؟ باقي ما كمل ليه ليله وحده في القبر ديالو. غادي نقصد الباب ديال ذاك القبر باش نخرج منه، وبديت كنضرب الباب على امل يسمع لي شي حد يجي يحل عليا. وانا كنضرب في الباب ديال القبر غادي نسمع حركه ورايا، غادي ندور باش غادي نلقى الجثه ديال با واقفه على الوجه ديالو على الابتسامه اللي مرعبه. الدود كان كيخرج من الفم ديالو وبين سنانو فواحد المنظر ما نقدرش نوصفو لكم، واقيلا راكم تصورتوه. كان كيتحرك بحال شكل ديال السكران حتى قرب مني ولا الوجه ديالو في الوجه ديالي بحركه سريعه منه. غادي يحيد لي التليفون من يدي باش غادي يطفى النور ديال الفلاش. حليت عينيا باش غادي نلقى راسي بلاصتي والماكله حدايا كيف ما هي، ما كان لا دود ولا حتى شي حاجه. واضح انه دتني عيني عاوتاني بلا ما نحس، تعيفت من ديك الماكله وخليتها مشيت دخلت الناس بحالي. ولكن وانا في طريقي للبيت غادي نشم عاوتاني نفس الريحه ديال العفن ديال الجثه المتحلله. الضربات ديال القلب ديالي بدات كتصارع فاش سمعت الباب ديال الدار تحل بوحدو. غادي نقرب منه خطوه متباطئه باش غادي نلقى الباب ديال الشقه محلول، الجثه ديال با داخله منه بالشكل اللي كنت شفتو في القبر. غادي نجري لبيتي وغادي نسد عليا الباب، انا حار بجين كثير وقلبي ميت ما كيخافش، ولكن ما عرفتش علاش حس بالخوف بحال هكذا، ما عرفتش كيفاش نوصف لكم. كنت سامع الخطوات ديالو وهو كيقرب من الباب ديال البيت، شايف الخيل ديال رجلي من تحت العتبه ديال الباب، حس في اي لحظه انه يدخل ويهجم عليا. داز دقيقه على ذاك الحال وانايا خايف، شويه بدا الخيل ديالو كيختفي تدريجيا، حتى اللحظه غادي نسمع
غوت عليه والباب ديال الشقه تسد بالجهد. غادي نمشي غادي نحل الباب ديال بيتي غادي نخرج راسي كنطلع غادي نشوف لاطراس ديال الرجال المغيصين طبعها في الارض. واش هادشي حقيقي ولا صافي بديت كنحماق والعقل ديالي كيصور لي حاجات ما كاينش من الاساس. غادي نسمع وقتها صوتو الملك اكتاي كيحاول يشتت التركيز ديالك. واش غتقدر تستحمل العباد ديالو ولا لا؟ الصوت كان جاي من الصاله، كان نفس الشخص الغريب اللي كان عاوني في القتل ديال حارس الكتاب. كان جالس بكل هدوء هز الورق ديال المحاضرات ديالي وجلس كيقرا فيه. غادي يشير ليا جاي جلس حداه. جيت جلس حداه وبدا كيعاود ليا باش تقدر تغلب على اكتاي راك محتاج عمر فوق العمر ديالك هذا. كل ما كتعرفو قدرتي توصل ليه للطاقه الروحيه هو مجرد نقطه في بحر واسع. الطاقه الروحيه ليها اساسيات وخواص لي كثيره، خاصك تعرفها وتدرب عليها قبل مواجهته. ماشي مجرد تامل واسقاط نجمي، هذه مجرد هضره خاويه. ممكن تكون قدرتي تحرر الطاقه الروحيه ديالك بالكامل، ولكن باش انك تقوي طاقتك الروحيه هذه راه حاجه اخرى. الملك اكتاي هذا فنى المئات من سنين عمره في التدريب على الطاقه الروحيه، خاض عشرات الحروب المميته مع الجن والشياطين وخرج منها منتصر، حتى غادي يضيع السيط ديالو في عالم الجن وبالقبائل والعشائر، ولا من اقوى المحاربين في عالم الجن. ارتقى بقوته وجبروته لمنصب الملك. الملك اكتاي عرف كل خصائص الطاقه الروحيه وعنده الخبره الكافيه انه يجاري اي محارب بخبرته وذكائه، ولا كلشي كيضرب ليه الف حساب وحساب في عالم الجن. وابسط مثال على هادشي المعركه ديالو مع الملك اربيل. اربيل من اقوى مستخدمي الطاقه الروحيه، ولكن الاستهانه بالخصم من اكبر الاسباب ديال الخساره. فعليها كيما سمعتي وشفتي اربيل تقتل بديك السهوله. قلت له واخا، يعني دابا اللي فهمت من الهضره ديالك انه ما عندي اي فرصه قدامه. واقيلا صافي صافي نستسلم ليه ونعطي قدره بوابه البرزخ قبل ما يزيد إراق ارواح كثيره. غادي نوضك الغريب وغادي يضربني فوق راسي. الاستسلام ماشي هو الحل. قدره بوابه البرزخ مرتبطه بحياتك. الى الملك اكتاي خدم لك القوه ديال البوابه انت غادي تموت بكل بساطه. قلت له واخا، وانت قلتيها بفمك، كيفاش غادي نقدر عليه هو بهاد القوه هذه كلها؟ الا كان اربيل واحد من الخمسه الكبار ما قدرش عليه، شكون اللي غادي يقدر عليه؟ ضعيف بحالي. غادي يجبد داك الغريب واحد الكتاب من تحت حوايجو وغادي يمدو ليا. قرا هذا الكتاب هذا مزيان، هذا هو السبيل الوحيد باش تغلب اكتاي. الوحيد اللي قدر عليه هو ابن شمس. غادي نشد منه الكتاب وقلت له ابن شمس، شكون هو هذا ابن شمس عاوتاني؟ قال لي فاش غتقرا هذا الكتاب هذا اللي عطيتك ساعتها غادي تعرف شكون هو ابن شمس. على اي حال انا وقتي معك دابا سهله، تقدر تنعس الا بغيتي تنعس. انا حطيت حاجز يحميك من الالعاب ديال اكتاي وغادي طرد اي جن لخدامه باش ما يشوش عليك. قلت له بلاتي بعدا، واش باقي ما جا الوقت باش تقول لي شكون انت واش كدير من اجل هذا الشيء؟ قال لي ثق بيا، الا قلت لك شكون انا العقل ديالك غادي يتخربق، وانت ما محتاجش العقل ديالك يترون اكثر ما هو مرون. انا محتاجك تكون في كامل قواك العقليه الفتره الجايه، حيت غادي تدوز عليك صعيبه وصعيبه ديال بصح. وكيف ما قلت لك وغادي نقول لك، انا معاك، انا في صفك وغادي نبقى معاك الاخر. السلام عليكم. اختفى الغريب وهو مخلي لي الكتاب. هزيت الكتاب وبديت كنتفحصو، شنو زعما يكون هذا الكتاب هذا كتاب سحر؟ وحتى الا كان كتاب سحر ماشي هو الحل للمشكله ديالي، حيت غادي نحضر جن وغادي ندير معاه عادو، واش من جن نبيل هذا غادي يفكر يوقف فوجا اكتاي. ولكن الحاجه اللي متاكد منها ان هذه الليله هذه ما كاينش نعاس، الفضول كينهشني من الداخل. باغي نعرف شنو كاين بين الصفحات ديال هذا الكتاب هذا، واهم من هذا الشيء شكون هو هذا ابن شمس. غادي نحل الكتاب وبديت كنقرا في اول صفحه. التاريخ غير معلوم، لا اعلم ما هو اليوم، ام كم الساعه الان؟ تزاديت في هذه البلاصه المغلقه المصمته، ما عرف والو على العالم الخارجي. راسي ضرني، واش هادشي بسبب التفكير الزائد ولا بسبب قلة النعاس؟ بصراحة ما عارفش، حيت أنا ما عقلت على آخر مرة غمضت فيها عينيا. كيفاش الناس وأنا حاسس بهذا البرد القاسي؟ ما كنشم إلا رائحة الفورمالين اللعينة في هذا المكان الملعون. غتسولوا شكون أنا؟ أنا ما عارفش، ما عندي لا اسم ولا هوية. كل ما عارفه أنني تولدت هنايا. الجسد ديالي ضعيف بحال الهيكل العظمي، جلد على عظم. أنا ما دخلت الماكلة من وقت طويل هذا، وبالرغم من هادشي أنا باقي عايش كنتحمل. ما عرفتش علاش أنا هنا، واش عندي أم، عندي أب، واش عندي عائلة كتسناني نرجع، واش غنخرج من هنا يوم من الأيام، كنتمنى. الصفحة الثانية، شفتهم اليوم مجموعين، مجموعة من الجنود المسلحين، كانوا كيقربوا مني بحذر شديد، بحال أنا شيطان من قاع الجحيم. ما عرفتش منين جاو، ولكن واقيلا عندهم علاقة بهذا المكان الملعون. تجلس الارض وانا في سكون تام، حتى غادي يقربني واحد منهم وفي يدي قطعه حديديه كان كينغزني بها باش يتاكد واش باقي عايش ولا مات. شحال كنعشق هذا الصوت، هذا الصوت ديال الدمايات وهي كتجري في عروقهم. خلى الدفل ديالي يسيل وشهيتي تفتح للجوع. ما حسيت براسي حتى لقيتهم كلهم جثث هامده قدامي. كانت الدمايات ملطخه يدي وفمي، رويت عطاشي بدماياتهم. انا ما باغيش نقتل، ولكن هو باغي مني نقتل. هو متعطش للدم وكيتحكم في جسدي، وفاش كتجي الفرصه ما كيفلتش كيما وقع دابا. كان كيبان ليا من العدم وكيجلس معايا من وقت لاخر. قال لي انا سميتو ابن شمس وانه كيان مظلم من عالم اخر. ما عرفش السبب ديال ظهوره ليا شخصيا، ولكن وعدني بالخروج من هنايا. الصفحه الثالثه، سلسلو يدي ورجلي وحطو قناع نصفي على الوجه ديالي بحال الكلب مسعور. واش انا بصح بهاد الخطوره هادي كامله ولا هادشي بسبب الجنود اللي قتلتهم؟ واش غادي يعدموني دابا بسبب داكشي اللي وقع ولا شنو؟
كل هاد الافكار هادي تلاشات فاش دخلوني الغرفه بيضاء، غرفه عامره باشخاص لابسين لباس الابيض. شفتهم من قبل بزاف وسمعت عليهم، هادوم اللي كيتسموا الدكاتره. وقيل اليوم هو اليوم ديال الفحص الطبي وحقا جسدي بدواياتهم. قربوا مني جوج دكاتره وجلسوا حدايا وبداو كيسولوني. واحد كان سميتو مايلو والاخر سميتو مهيب. فاش سولتهم على السبب ديال وجودي هنايا قالوا لي انني تجربه خارقه للطبيعه وانهم غادي يصنعوا مني سلاح بشري عنده قوى خارقه. قالوا لي ما تخافش وانهم ما غاديش نتحاسب على داكشي اللي درت في الجنود، ولكن بشرط واحد، نفذ داكشي اللي غادي يطلبوا مني باش نرتاح مستقبلا. سولتهم علاش ما تخليونيش نخرج من هنايا، قالوا لي انت ماشي مؤهل للعيش بين البشر ولكن غادي نديروا لي في جهدنا باش نحررك. غادي نسمع صوت دخل راسي في هذه اللحظه هذه، الصوت ديالو ابن الشمس. كذابه، هادو غير كذابه كيضحكوا عليك، كيستغلوا الجسد ديالك ويديروا عليه التجارب حتى تموت. هادو مجرمين، داروا عهد مع عدو اللدود لانيه في حرب معاه من الاف السنين. ما حسيت براسي ديك الساعه حتى هجمت على واحد منهم، ما عرفتش شنو وقع ولكن قدرت نرس ناسلو ونقضيت عليه. ما بقيتش قادر نتحمل اكثر، باغي نخرج من هنايا باي ثمن. غادي يصعقوني الجنود بصايق قوي حتى فقدت الوعي. الصفحه الرابعه، انا ما نستاهلش هاد الحياه هادي التعيسه، يئست صافي. انا حاجه باينه انني عمري غادي نخرج من هنايا، غادي نحيا ونموت هنا. حاولت ننتحر اكثر من مره ولكن ما كنموتش. قطعت شرايين يدي بسناني اكثر من مره ولكن فاش كنفيق كنلقى الجرح تجمع. واش هذا هو الجحيم؟ جهنم عذاب ابدي؟ واش بصح انا ميت وكنتعذب دابا في جهنم؟ ما عرفتش. غادي تشكلي وغادي قطع السيل ديال افكاري. قال لي انه غادي يخرجني من هنايا ولكن بعد ما ندير انا وياه عهد. سولته على نوع عهد العهد، قال لي هاد البلاصه تحت السيطره ديال ملك ملوك الجن سميتو اكطاي، وان اكطاي هذا عدو من زمن طويل، ولا بغيت حريتي خاصني نعاونو في قتل اكطاي وندمر هاد المختبر السري في طريق خروجي. فاش سولته شكون هو هاد اكطاي، قال لي ملك سفلي قوي بزاف وهو السبب في كل هادشي اللي كيوقع فيا دابا من عذاب ومعاناه، وقال لي انه ما غاديش يقدر عليه وحده، عليها باغي يتحد معايا نقتلو. الصفحة الخامسة، ما حسش براسي مزيان، الجسد ديالي حالته بدات كتبدل، شعري كيطوال بسرعة كبيرة، تعطشي للدم كيزيد، ابن شمس باغيني ندير معاه العهد قبل فوات الأوان، ما عرفتش شنو كيقصد، ولكن قال لي أنني خاصني ندير معاه طقوس كتسمى طقوس الوعاء، وأنني أنا كنمسلك طاقة روحية كبيرة، وهو السبيل لتحريرها، وإلا اتحدت طاقتي مع طاقته، غادي نطيحو أكطاي. فاش سولته على سبب العداوة بيناتهم، قال لي أن أكطاي ما خاصوش يكون ملك، وهو طاغي ومفسد في الأرض. وان ابن شمس خادم الملك الشرعي اللي سجنوا اكطاي واستولى على عرشه وباغي يطيحه باش يرجع الملك اللي يستحق، وهذا الشيء ما يمكنش يوقع الا بوجود وعاء. انا اللي غادي نكون هذا الوعاء. الصفحه السادسه، سمعتهم كيهضروا، كنت كنسرق السمع وهما كيهضروا قدام باب الزنزانه. قالوا ان الدكتور مايلو مهيب خلفوا العهد مع اكطاي وكل هذا الشيء بسبب المولود الجديد اللي تولد مؤخرا. قالوا انه التجربه الوحيده اللي نجحت بين كل التجارب وان اكطاي باغي ياخذ هذا المولود، ولكن البروفيسور مايلو رفض. اعطاهم اكطاي تحذير وانه الا مسلموش هذا المولود هذا في اقرب وقت غادي يدمر المختبر السري فوق ريوسون. ولكن شكون هو هذا المولود هذا؟ وشنو النوع ديال التجارب اللي نجحت عليه؟ وعلاش باغيه اكطاي؟ واش هو بديك الاهميه اللي تخلي ملك ملوك الجن يهتم الامر؟ وقال هذا المولود هذا غادي يكون عنده شان كبير في المستقبل. سديت الكتاب فاش سمعت الاذان ديال الفجر، صنت راسي على الكرسي، هزيت راسي في السقف وانا كنحاول نربط الخيوط ببعضها. حاجه بين ان هذا الكتاب هذا كتاب مذكرات يوميه، والشخص اللي كتبو كان تجربه من التجارب اللي في ديك الوحده السريه. واضح من السطور ديال اليوميات وان الحاله ديالو كانت كتتدهور يوما على يوم، وهذا اكبر دليل على انه ذاك الدول اللي كانوا كيحقنوه به كيبدل في جسده وشكله. ولكن الموضوع ديال انه يقطع الشرايين ديالو والجروح ديالو تجمع بوحده، حاجه اللي غريبه صراحه. ما عرفتش علاش فاش قريت هاد الصفحات ديال هاد اليوميات هادو حسيت اني كنقرا روايه لمصاصي الدماء. دابا عاد فهمت واستوعبت فين كان باغي يبيع علينا ديك الفتره كلها. با كنتورط في عمل تجارب على الاطفال المولودين حديثا، كيلوحون في زنزانات وكيعزلوهم على البشر وكيتابعوا حالتهم والتاثير ديال الادويه والعزله على سلوكهم. وعلى ما قريت المولود كل ما كيكبر كيزيد العنف ديالو والتعطش ديالو للدمايات. ولكن السؤال هنايا هو من كيجيبوا المواليد هادو؟ واش كاينه شي حاجه اخرى كتوقع في ديك الوحده السريه غير التجارب؟ مكسر التفكير ديال اللي غرق فيه، نعست وما حسيت براسي حتى فقت على الصوت ديال تليفوني كيصوني. كانت النمره ديال الدكتور توماس جوناثان. الو دكتور، وصلتي؟ وصلت اولدي، انا في المطار دابا. انا دابا غادي نكون عندك، تستناني في الاستراحه ديال المطار. غادي نتحرك بالزربه، بدلت عليا حوايجي وغادي نقصد المطار. وانا في الطريق غادي يصوني لي تليفوني عاوتاني. كنت بسمه اختي هذه المره هذه. الو بسمه. الو صدام، فينك؟ انا لقيتيني غادي نقضي واحد الغرض، غادي نتلاقى بواحد صاحب بان الله يرحمه. انا بصراحه بغيت نهضر معك في شي حاجه مهمه. من نهار ما تبانا وانا حاسس بحاجات غريبه في الدار عندي، حتى مشي لي في لحظه ان الدار فيها شي حاجه ما هياش. كيفاش حاجات غريبه؟ ما فهمتش بحالاش هادشي. ما عرفتش بصراحه، كنسمع صوت هامس عندي في الدار، الناس كتهضر وكتمشي عندنا في الدار. انت عارفني كنبقى النهار كله وكل وحده في الدار مع يوسف ولدي. هادشي ولا مأثر عليا بزاف اخويا. واليوم خرجت للسوق ووقفني واحد الراجل غريب وقال لي ان سميتو اكطاي. شنو؟ عاودتي شنو قلتي دابا؟ مين جبتي هاد السميه هادي؟ انا ما
ما عرفش اخويا، راجل تلاقيته في السوق قال لي انه صاحبك وقال لي انك انت في خطر كبير. قول لي اخويا واش كتعرف انت شي واحد سميتو اكطاي؟ واش انت بخير بعدا؟ ما خزن عليا شي حاجه اخويا. لا انا مزيان بس ما شوفي بغيتك ما تعاوديش توقفي ولا تهضري مع شي شخص قريب مره اخرى. انت ماشي بنت صغيره باش نوصيك على هادشي. بسمه ردي البال لراسك مزيان الفتره الجايه. انا مضطر نقطع عليك دابا، من بعد ونعاود نكلمك. غادي نقطعو انا حس بالدمية ديالي كتغلي. واخا يا قطاي الكلب باغي تشدني من يدي اللي كضرني، كنقسم توقع شي حاجه لختي انني غادي نقلب العالم كله على راسك لجهنم. انا عارفكم متاكد انك سمعني دابا يا الكلب. المهم على اي حال خليونا من هادشي. غادي نوصل للمطار وكانت ناس كثيره تما والدنيا مخلطه راكم عارفين. حتى غادي نلمعو يكون غا هو هذاك راجل كبير في العمر، الشعر ديالو شايب ولابس حاجه بحال الشكل ديال الماسك مغطي النص ديال وجهه اليسار، بحال تقول له عنده شي عيب خلقي خاصنا داك القناع نصفي. غادي نقرب منه قلت له دكتور توماس جوناثان. غادي تبان الابتسامه على وجهه وغادي يعلقني بقوه. كنت كنظن عمري غادي نعاود نشوفك مره اخرى. انت راك ما عارفش اولدي شحال كنت خايف عليك، ولكن الحمد لله الشكر للرب انني شفتك قبل ما نموت. قلت له بصراحه دكتور توماس بين انك عارفني مده طويله هذه وعارفني مزيان، ولكن الحاجه الغريبه انني ما كنعرف عليك حتى شي حاجه مده طويله. راه انني ربيتك وعشاني سبيك قبل ما يهربك مهيب. اكلك شربك علاجك كلشي انا اللي كنت مكلف به. على اي حال اولدي الموضوع معقد بزاف وما يصلحش نهضروا فيه هنايا. قلت له يلا معايا الطوموبيله ديالي راها في البارك، غادي تمشي معايا للدار وغادي تعاود لي كلشي بالتفصيل من الاول. غادي نركب انا وياه وغادي نقصدوا الدار. كان باين الخوف على الوجه ديال توماس طول طريقنا للدار، كان حاطي جنابه مره يشوف اللي من مره يشوف اليسار، بحال تقولوا نكري من شي حاجه. فاش وصلنا غادي نوجد العشاء وجلسنا ناكلوا مع بعضنا كيف ما عارفين اكرام الضيف واجب. من بعد ما سالينا الماكله مشينا جلسنا في الصاله. قلت له يلا دكتور بدا ليا من الاول، بغيت نعرف كلشي. قال لي قبل ما نعاود لك اي حاجه باغيك تعرف ان باك مهيب توصل معايا قبل ما يموت. عاود لي على المجلس وعلى القوه ديال البوابه اللي ما يقدر يحلها ولا يسدها غيرك، وعرفت حتى ان اكطاي من حقك وما غادي يخليك حتى يسيطر على القوه ديال البوابه. قلت له بلاتي هدا عليا الدكتور توماس. ولكن باك قبل ما يموت قال لي انه ما عارف عليك والو، مسات داك الانفجار اللي وقع في الوحده. رد عليا وهو كان قصدي يقول لك هادشي حيت اكطاي عارفني راني باقي عايش، على بالو راني مت في داك الانفجار اللي وقع في المختبر السري. ولو كان قال لك انني باقي عايش وباغي نتلاقاك كان اكطاي غادي يقلب عليا احتيرقاني وغادي يقتلني كيف ما قتل باك ولا اي واحد من الفريق اللي كان غدا في المختبر السري. وقتها انت ولدي غادي تبقى تالف والماضي ديالك مجهول. قلت له عافاك دكتور، عافاك عاود لي عافاك شنو وقع في صحراء تكساس. راني عايش في الظلمات وما بقيتش فاهم حتى شي حاجه، علاش كيتقال عليا انني تجربه ناجحه؟ وعلاش انا تحديدا من ذو البشر ما قادرش نعيش حياه طبيعيه بحال البشر؟ غادي ياخذ الدكتور توماس نفس عميق وغادي يقول لي انا غادي نعاود لك كل شيء ولدي، كون عادي. خلينا نرجعوا شي شويه للور، وتحديدا العام ديال 1975 فاش قرر البروفيسور مايلو يسافر للقاره الافريقيه باش يكمل البحث ديالو على الموارئيات والقوى الخارقه للطبيعه. البروفيسور مايلو هذا كان مهتم بالظواهر الخارقه للطبيعه وعاشق للرعب، كيقلف الاساطير القديمه على الارواح الاشباح الجن القرناء اي حاجه متعلقه بالعالم الاخر. وهادشي اللي خلاه يسافر لبلدان كثيره. سافر لافريقيا وقلب على السحر الاسود والفوض والكابالا. سافر للمغرب وعرف على السحر السفلي وعلى القادشه مهاروش ومحكمه الجن. سافر لمصر وقلب على ندها ولعنات الفراعنه ورصد المقابر الاثريه. في عز بحثه قرر يحضر جلسه لطرد الارواح الشريره من جسد ملبوس واللي كيف ما كتقولوا عليهم نتوما في الوطن العربي الجن. حضر البروفيسور جلسات كثيره في مساجد في كنائس حتى من المشعوذين والصحراء هما الاخرين حضر معاهم جلسات. هذا الراجل هذا كان عنده شغف كبير انه يعرف كل حاجه على هذا العالم. حتى غادي يتلاقى البروفيسور مايلو صدفه بالدكتور مهيب. كانت مقابله اللي غريبه بصراحه. فواحد النهار حس البروفيسور بلايا فهادشي فاش كان في مصر ومشى لواحد السبيطار باش يدوز تمايا، وتما اول مره غادي يتلاقى له وهضرات ديت راه تلقاو انهم بجوج عندهم نفس الميول والفكر والشغف. الدكتور مهيب حتى هو كان مهتم بالموارئيات عليها تصاحبوا ولاو اصدقاء مخربين. والبروفيسور حتى هو غادي يتعجب بالعقليه ديال الدكتور مهيب. غادي يدوز ايام على هذا الحال والشغف ديالهم لمعرفه عالم الجن قد ما كيزيد اكثر واكثر. حتى غادي يقرر البروفيسور انه يصالح مهيب بالفكره ديالو لانه طبق. فاش سمع مهيب الفكره عرضه لا الفكره بحال هذه مستحيل توقع، شتي كتخربق، ما يمكن ليناش حنايا كبشر نتدخلوا في قوانين الطبيعه ونبدلوا فيها. ولكن فاش جلس معاه الطبله وشرح ليه بالورقه والستيلو بحال تقول نوعا ما مهيب بدات ديك الفكره كتخلي راسه. قلت له واخا دكتور وشنو هي النوع ديال هذه الفكره دي اللي ما بغاتش تدخل لراس با في الاول؟ قال لي هو كيزفر تهجين البشر. قلت له شنو عاود شنو قلتي دابا؟ عاود واقيلا ما سمعتكش مزيان. غادي يضحك وقال لي لا كيف ما سمعتي تهجير البشر. اصلا كل الابحاث ديال البروفيسور على الموارئيات الاساس ديال هذه الفكره هذه. انا غادي نفهمك بالتفصيل. الفكره ديال البروفيسور في الاول كانت على تطوير قدرات البشر، يعني بكل اختصار باش نقربها لك يصنع جنود خارقين بقدرات لي خاصه يقدروا ينفذوا مهمات مستحيله ما يقدرش عليها البشر العادي والجنود العاديين، وينفذوا مهمات سريه للجيش الامريكي تحديدا. قلت له واخا وشنو علاقه هادشي بتهجير البشر؟ ما فهمتش. اصلا دكتور ما كاينش شي حاجه سميتها جنود خارقين، واش حنايا هنايا في عالم مارفل ولا شنو؟ الانسان لو كان مع العقل اللي ميزو به الله كان غادي يكون اضعف المخلوقات على وجه هاد الارض. ما فهمتيش يا ولدي، باقي ما فهمتي الفكره اللي باغي نوصل لك. خليني نعطيك مثال باش نقرب لك اكثر.
مجموعه من الارهابيين مثلا كيخططوا انهم يفجروا عماره سكنيه، ولكن الحاجه اللي ما عرفيناش انهم في عز تخطيطهم وسطهم جندي خارق كيسمع كل حاجه وهم ما شايفينوش ولا حاسين به. واقيلا دابا الفكره غادي تكون نوعا ما وضحت ليك. قلت له لا بلاتي بلاش هذا عليا وحده عليا. الهجين كيكون ناتج على تزاوج مخلوقين ماشي من نفس الجنس، يعني مثلا سبع مع نمر، كلب مع ضبع، ولا ما تقوليش كنتو باغيين بالضبط. اولدي دابا فهمتي الفكره اللي كنت باغي نوصل لك، تزاوج بين الجن والانس. قلت له هراء هضره خاويه، مستحيل كيفاش غادي ديروا لها انتوما دابا فهمني. صراحه راه درناه ونجحت العمليه بالفعل. من بعد ما رجع البروفيسور مايلو لامريكا من الرحله ديالو عبر العالم، بدا في بناء وحده سريه تحت الارض في صحراء تكساس. فاش غادي يوصل العام ديال 1981 غادي يبداو التجارب بين الجنسين، الجن والانس. قلت له واخا هادشي ما بغاش يدخل ليا راسي، كيفاش نتوما قدرتوا توصلوا للجن يلا، وكيفاش وافق اصلا الجن على التزاوج من الانس؟ قال لي البروفيسور مايلو تواصل مع وسطاء روحانيين واللي بدورهم داروا طقوس ديال تحضير كيان سميتو اكتاي. من بعد الحضور ديالو وافق انه يعاوننا، ولكن بشرط واحد، انه ياخذ اول مولود غادي تنجح عليه التجربه. وحضر الوسطاء الروحانيين ان التجربه هذو اللي فشلات هو ما مسؤولش على اي حاجه ممكن توقع، حيت في الاول والاخر هما كيتعاملوا بحاجه محرمه وفوق الاستيعاب ديال البشر والجن بروسعوم. قلت له واخا سيدي وكيفاش زوجتهم؟ قال لي كنا كندبروا على شباب دراري بنات فاسدين، حياتهم ضايعه اصلا، كيتعاطوا الكوكايين مبليين، امراض اللي خطيره، الموت اخره، يعني ما عندهمش امل. تطوعوا هاد الشباب لهاد التجارب هادو مقابل واحد المبلغ مادي مهم. عرضنا عليهم مبالغ خياليه عمرهم توقعوا انهم يشدوها نهار، كان هذا هو الحل الوحيد. والبروفيسور كان مركز على هاد النوع هادو ديال الشباب هادو تحديدا، حيت الا ماتوا ما كاينش اللي غادي يسول فيهم، يعني ما عندهمش اهل من الاصل. اول تجربه درناها كانت البنت سميتها سيلينا ميشيل، على ما عقلي لا الا ما يخونيش عقلي كان في العمر ديال هذيك الوقيته 25 عام هكذاك، كانت مدمنه كوكايين والحاله ديالها ميؤوس منها. غادي يدخلوها الوسطاء الروحانيين لواحد الزنزانه وغادي يدخلوا معها وغادي يسدوا وراهم الباب. من بعد جوج سوايع تقريبا غادي يخرجوا وغادي يخليوها لداخل. قالوا انها غادي تحتاج باش يوقع التزاوج 3 ايام على الاقل، وانه ما مسموح لاي حد يدق عليها ولا يدخل عليها في 3 ايام. داز النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، غادي تخرج سيدنا بكل هدوء، حالتها كانت طبيعيه، ولكن بمجرد خروجها فقدت الوعي. قدموا لها الاطباء الرعايه اللازمه حتى فاقت واسترجعت الوعي ديالها. حاولوا الوسطاء الروحانيين انهم ما يعرفوش شنو وقع معها في ديك الثلاث ايام، ولكن هي قالت انها ما عاقله على والو، كتقول انها عاقله على حاجه وحده، انها كانت في قصر كبير مع واحد الشاب زوين بملامح اللي فاتينا. تفاصيل كثيره وقعت بيناتهم، ولكن هي ما عاقله على والو، بحال تقول الذاكره ديالها تمسحاش. قالوا لنا الوسطاء الروحانيين بما انه وقع هادشي، يعني التجربه ديال التزاوج تمت بنجاح، وكذا بدينا كنتسناو في النتيجه. كان البروفيسور متحمس بزاف وحط خطط كثيره في الدماغ ديالو لنجحت هاد التجربه هادي وتولد مولود خارق للطبيعه. من بعد ايام على التجربه هادي غادي يطلع الاختبار ديال الحمل ايجابي، وشهر ورا شهر الكرش ديالها بدات كتكبر كثر وكثر، ومع تقدم الشهور الحال ديال سيلينا بدا كيتبدل، بدات كتهضر مع شي حاجه هي الوحيده اللي كتقدر تشوفها، الوزن ديالها غادي يطيح بواحد الدرجه اللي غير معقوله، وبالرغم من انها كانت كتاكل كل نهار واحد الكميه اللي مهوله من الماكله، الماكله اللي كانت كتاكل كتوازي اللي ياكلوا اربعه ولا خمسه ديال الناس عاديين. واخا هكذاك كاش كيبان عليها والو، على العكس الكرش ديالها هي اللي كتنفخ بوحدها، اما الصحه ديالها دابله. يعني مثلا الا شفتيها في الشهر ديالها الثالث من الحمل غادي تقول انها حامله في شهرها التاسع، ولا غادي تقول انها حامله بثلاثه ديال التوام ولا اربعه. من بعد ما فحصوا الاطباء حالتها باش يعرفوا مالها، عرفوا ان الجنين هو اللي كيسحب معظم الغذاء من امه، يعني الاكل اللي كتاخذو سيلينا الا كتستافد من 10% منه تقريبا، اما 90% من القيمه الغذائيه كياخذها الجنين. حتى لواحد النهار باقي عاقل عليه سيلينا غادي تطلب منا كيس دم، ما كناش عارفين في الاول شنو بغاتو، ولكن مع الاصرار ديالها غادي نجيبوا ليها كيس دم. عرفتي ولدي داك العطشان اللي غادي في الصحراء وما صدق راسو انه لقى كاس ديال الماء بارد؟ نفس الشيء اللي وقع معاه، غادي يشرك ذاك الكيس وغادي يشربوا دقه واحده. بصراحه المشهد كان صادم لينا كاملين، والله مطلوب منا كل نهار نجيبوا ليها كيس دم. قلت له دم؟ علاش شنو يدفع بشر انه يشرب دم؟ قال لي بصراحه الابحاث ما وصلتنا لوالو، ولكن بنسبه كبيره انا متاكد كنا شاكين في الجنين، على قررنا نقطعوا عليه هذاك الدم. دازت عليها سيمانه كامله بلا ما تشرب نقطه واحده ديال الدم، حتى لواحد النهار غادي نسمعوا غوشه بجات من الزنزانه ديالها. فاش دخلنا عليها غادي نلقاوها شاده الفرمليه وغرسات السنين ديالها في عنقها، قتلت الفرمليه وشربات الدم ديالها، وهذه كانت اول كارثه غادي توقع في الوحده السريه. هذا الشيء خلى دكاتره وممرضين يقدموا الاستقالات ديالهم خوفا يهربوا. من بعد ما وصلت سيلينا للشهر ديالها السادس غادي يجيها الالم ديال المخاض. كناش عارفين مالها، حيت في العاده اللي معروف ان الولاده كتكون في الشهر ديال التاسع. هو وقتها اكتاي غادي يحضر بنفسه باش يشوف على عينيه الثمار ديال التجربه وياخذ اول مولود الى نجحت التجربه بالفعل. الصرخات ديال سيلينا ما كانش صرخات ديال المراه كتولد، كتغوت بحال كتعذب لدرجه ان الاحبال الصوتيه ديالها تقطعت كاع، وفجاه غادي تخرج يدك حلا من الكرش ديال سيلينا وغادي تشقى، غادي يخرج من الكرش ديالها طفل رضيع عادي كاي طفل. الحاجه الوحيده اللي كانت مختلفه فيه
يدي بجوج كانوا كحلين وفيهم مخالب وشعر طويل وكتيف. مات سيلينا مباشره من بعد ما خرج داكشي من كرشها. غادي يقول اكتاي الوسطاء الروحانيين ان هذا الولد هذا تجربه فاشله وخاصو يموت والا العواقب غادي تكون وخيمه. ولكن فاش عاودوا الوسطاء الروحانيين البروفيسور شنو قال اكتاي ما عجبوش الحال غادي يرفض. قال انه غادي يربيه حتى يكبر عاد باش يحكموه. قلت له واخا من طبيعه الحال هذا الولد هذا كبر وتربى ولا جندي خارق. شاد الهضره هذه كتقولها دكتور هادشي كتقول راه ماشي منطقي ما كيدخلش للعقل. قال لي صبر باقي ما سمعتش والو صبر اولدي. الولد خداوه جوج غادي يتبناوه ولكن ما كبرش في احضانهم حيت فاش وصل العمر ديال 10 سنين غادي يقتلونا. راه خفينا كل الاثار ورجعنا الولد معنا للوحده السريه وحطيناه تحت المراقبه في غرف الاحتواء. هو وقتها غادي يوقع نيت مشكل بينه وبين البروفيسور مايلو. قلت له انه من الاحسن نوقفوا حتى هنا هادشي اللي كنديروا فيه راه ما فيه حتى شي خير للبشريه هادشي فيه شر. ولكن هو القرار ديالو كان الرفض. قال لي ما غاديش نوقفوا هادشي بسبب فشل او التجربه. الولد كيكبر مع الوقت وكل ما كيكبر الشكل ديالو كان كيتبدل. يديه ولاو طوال ومدلين على الشكل ديال الانسان عادي وحتى ودني ولاو طوال والشعر ديال جسده كيكبر بواحد الطريقه اللي سريعه واخا كنحسنوا ليه دغيا كيكبر. هو كان رافض تماما الماكله اللي كندخلوا ليه مده ما كلاش حتى واحد النهار باقي عاقل عليه مزيان. دخلنا عليه باش غادي نلقاو دم كثير نزلها في الارض وواحد الريحه اللي خايبه ما تقدرش تصورها. غادي نلمحوه جالس في واحد القنت من غرفه الاحتواء جالس كياكل في يديه. قلت له شنو شي كتقول دابا؟ قال لي كيف ما سمعت يا ولدي المخلوق كل يديه. المشهد كان مرعب لاقصى درجه وهادشي خلاني نقطع الشك باليقين اننا ارتكبنا خطا كبير. ووقتها عاد فهمت علاش قال اكتاي ان العواقب غادي تكون وخيمه ومن الاحسن تقتل تجربه رقم واحد. المخلوق اللي قدام عينينا بعيد كل بعد على الادمي هذا مستحيل يكون جندي خارق. فاش لاحظ الدخول ديالنا عليه غادي يلوح يديه وغادي يهجم علينا. ولكن رصاصه واحده بين عينيه كانت كفيله انها تسكتو للابد. وهكذا ضاعت سنين وسنين ديال الانتظار والاوهام الورديه. قلت له واخا دكتور الولد مات مو مات اذا قضيتو على التجربه فين كاين المشكله؟ قال لي في وقت حامل سيلينا كنا دايرين تجارب كثيره على متطوعين كثار ونفس اللي وقع مع سيلينا بالذات هو اللي وقع مع كل التجارب سواء دراري ولا بنات. واخا بصراحه الموضوع مع الدراري كان معقد شي شويه. الوسطاء الروحانيين داروا عهد مع عشيره من الجن وبطريقه غير معروفه وقع تزاوج بين الشباب المتطوعين والجنيات ديال ديك العشيره من الجن. العشيره ديال هاد الجن هادو كانوا رافضين في الاول ولكن اكتاي فرض عليهم التزاوج بقوه وصحه. كانت الطريقه ديال التزاوج ديال الشباب مختلفه على الشباب. كيدخل شاب حتى هو كيدوز 3 ايام في زنزانه مسدوده من بعد ما دوز 6 شهور نفس داك الشاب نيت كيعاود يدخل ديك الزنزانه ما كدوزش ساعات كيخرجوا وهاز فيه دي رضيع. منين جا هاد الرضيع هذا حتى واحد ما عارف. وباش ما نخبيش ونكذب عليك اولدي الشاب كان كيموت من بعد ايام محدوده. على اي حال درنا في ديك الوحده السريه اكثر من 200 تجربه وكل التجارب طلعت فاشله. غادي امر البروفيسور مايلو انهم يتحبسوا كل التجارب الفاشله في غرف الاحتواء وما يدخل عليهم حد الا كانت معاهم الحراسه. خصنا ناجين ستالت خليط بين الجن والانس. قلت له اذا كل التجارب فشلات والموضوع فلت من يديكم وما قدرتوش تطلعوا بوالو من الاخر. قال لي اولدي كل التجارب فشلات ولكن ثق بيا اللي قلت لك تجربه من بين التجارب هادو تجربه واحده نجحات. هو هادشي علاش ضربت الطريقه هذه كامله وجيت باش نشوفك اولدي. خدا نفس عميق وسكت واحد الشيء شويه بحال باغي يقول شي مصيبه. في عام 1989 انت تولدتي. في الاول ظنينا انك غادي تكون بحال باقي التجارب الفاشله ولكن بعد ما خرجوا بك من غرفه العمليات وكالعاده امك ماتت بعد الولاده مباشره وتما غادي نشوفوا حاجه عكس المنشاد. كنت يا ولدي اول حاجه زوينه نشوفها من نهار تبنا هذا المختبر السري هذا. قالوا لينا الوسطاء الروحانيين ان اكتاي شخصيا مهتم بك وفاش غادي توصل للسن ديال 10 سنين غادي ياخذك معاه كاول تجربه ناجحه. ولكن البروفيسور رفضوا واحد الرفض اللي قاطع ماشي من بعد السنين هذه ديال العذاب والتجارب كامله يجي في الاخر هو وياخذ التجربه الوحيده الناجحه. ومن هنا ولدي بدات الكوارث كتلحق علينا. الموضوع بدا فاش لقينا الوسطاء الروحانيين كلهم مقتولين في الوحده بابشع طريقه ممكن تصورها. كانوا معلقين بخطاطيف من الريوز ديالهم والجلود ديالهم مسلوخه كما كيتسلخوا الحيوانات. ومن ساعتها لحقت علينا المصايب. بدينا كنسمعوا اصوات ديال الغوات خابط على البيبان خطوات كتجري وخيالات في كل بلاصه. من طبيعه الحال غادي تكون عرفتي شكون السبب في هذا الشيء اكتاي. وحتى انت ولدي هو الاخر ما فلتيش من الاله ديالو. بداو كيبانوا على الجسد ديال كدمات وعلامات بلا حتى شي سبب. كنتي كتفيق بالليل كتغوت وكتبكي حتى كنت تقطع النفس ديالك. كنا كلنا خايفين عليك ولكن بصراحه وبكل امانه اللي كان خايف عليك اكثر هو الدكتور مهيب. تخيل درج انه داوز مع البروفيسور حيت كان باغي يهربك شي بلاد اللي بعيده. ولكن البروفيسور ما يرفض ليه قال لي ان انجاز بحال هذا مستحيل يضيع من بين يديه. انا تمتاكدت من واحد الحاجه مهيب كيخطط لشي حاجه مجرد ما تجي الفرصه حتى النهار اللي غادي توقع الطامه الكبرى اللي غادي تسالي كل شيء. في عام 1990 بطريقه ما كل غرف ديال الاحتواء اللي فيهم التجارب الفاشله تحلوا البيبان ديالها بدون سابق انذار كيفاش وعلاش
حتى واحد ما عارف. صوت الانذار غادي يضرب في الوحده كامله كيعلن على حاله الطوارئ. تحركنا وسط الفوضى والروينه والقتال ديال الجنود مع التجارب الفاشله اللي خرجوا من الغرف. جينا ناخذك من الغرفه ديالك ولكن ما لقيناكش بلاصتك. ساعتها تاكد البروفيسور ان اكتاي هو اللي سرقك وحل البيبان ديال غرف الاحتواء. طلب مني البروفيسور اني نخرج الاطباء والفرامليه حيت غادي يفرز الوحده السريه بلي فيها، ولكن انا ما قدرتش نلحق حد حيت الموضوع خرج على السيطره حرفيا. علاه يلا لحقت يلا لحقت نهرب غراسي انايا. خرجت من واحد النفق سري باش غادي نلمح واحد الحاجه. الدكتور مهيب هزك من يدي وخرج بيك برا الوحده. كنت باغي نرجع ونقول للبروفيسور ليش شفت، ولكن الاول كنفعش. بدات الوحده السريه كتفرقع بسبب انفجار في انبوب الانابيب النيتروجين. غادي تولاو سلسله من الانفجارات غادي تمسح ديك الوحده باللي فيها. سلكت بروحي في اخر لحظه وخرجت من داك النفق. انا عارفك ضروري غادي تكون تسالتي على هذا القناع النصفي اللي مغطي الوجه اليسار ديالي، حيت النار ديال الانفجار كانت لحقتني وحرقت النص ديالي اليسار. كنت ديك الساعه بين الحياة والموت. العلاج ديال الحروق خدمني واحد الوقت اللي طويل على علامات تعالجت وخلى اثره فيا. غادي ندوز سنين اللي طويله بزاف اولي حتى لواحد النهار غادي يصوني ليا مهيب واللي عمري توقعت انه غادي عاود يتواصل معايا مره اخرى. تما عرفت انه جابك لمصر وانك عايش معاه هو ومراته وبنته الصغيره اللي على ما عقل بسمه شي حاجه بحال هكا. ياك صدام صدام واش انت معايا ولا شنو؟ وقتها كنت كنكي بحال الدراري الصغار. الهضره ديال توماس كانت بحال الصعيقه اللي نزلت على وداني. هادشي معنيتو ان با وامي مجهولي الهويه. امي مات من بعد الولاده ديالي مباشره، اما با بنسبه كبيره جني ماشي بشر، يعني الدكتور مهيب ماشي با وبسمه ماشي اختي. اش هاد الحياه الغريبه هادي فاش اوليت عايش فيها؟ في الاخر طلعت ماشي بشر، طلعت مخلوق هجين بالبشر والجن. دابا عاد فهمت علاش انايا قادر نشوفهم ونتواصل معاهم. ماشي حيت انايا زهري ولا عندي شفافيه عاليه كما كنت كنظن، حيت انايا واحد منهم. غادي نحس باليد ديال توماس تحطت على كتفي من الور. عارف ان الحقيقه جاتك صعيبه تقبلها، ولكن هذه هي الحقيقه ولدي. قاس حس من كذاب كيف ما كيقولوا. الدكتور مهيب راه عاملك بحال باك وعمرو حسك انك غريب، وحتى فاش خلاك انت واختك وامك دير هادشي كامل في سبيل حمايتك. دار المستحيل باش يوهبك المجلس باش يحميكم اكثر. قلب وقرا وسول حتى احسن طريقه، والمجلس هو مسح الذاكره ديالك باش تبدا صفحه جديده معهم. حياه طبيعيه بحال باقي البشر فيها استقرار وراحه البال. البروفيسور ماينو مات، الدكتور مهيب مات، وانا دابا اللي جاي عليا الدور. ولكن بيني وبينك ولدي انا ما خايفش من الموت حيت نستاهلو. حنا درنا كوارث وتجارب محرمه في ديك الوحده السريه، ماتت غلينا وماتوا ناس كثيره بسببنا، حتى من دوك الولاد الرضع اللي تزادوا ما لهمش اي ذنب حولناهم لوحوش عجينه. الموت هو الحل الوحيد باش نكفر على الاخطاء ديالي تحت الارواح البريئه هذيك. قلت له انايا كنبكيو علاش دكتور توماس؟ علاش ما قتلتونيش حتى انايا اول ما تولدت؟ لو كنت تهديت هذه المعاناه هذه، علاش نبي انايا نواجه حقيقه بحال هذه؟ قول لي. قال لي انت ولدي اصلا راك مميز، انت عندك قدرات شفافيه تقدر تشوف وتواصل مع محجوب علينا حنايا كبني ادمين. كنت مقدر لك اولدي تعيش هذه الحياه هذه، الحياه ديالك ولا الموت ديالك ما بيد حد الا الله، لا بيد اكتاي ولا مخلوق من عباده. غادي يقطع الكلام ديال الدكتور توماس ضحكه بصوت عالي. ما فكرتش بزاف باش نعرف مولاه، يكفي انني حاسس بالطاقه المشؤومه ديالو وهي كتخترق كياني. غادي يبان الملامح ديال الرعب على الوجه ديال توماس باش غادي تشكل لنا ذاك الحلي الكحل. وقتها تاكدت انه تا هو غادي يلحق بمهيب وبمايلو. تحولوا الملامح ديال الرعب البرود تام بحال تقولوا صافي تقبل المصير ديالو. غادي تحرك ذاك الحولي وبدا كيقرب من توماس بكل هدوء. كل ما كيقرب منه الدكتور توماس كيتخنق وعيني كتخرج لبرا. غادي نوقف بينه وبين ذاك الحولي، قلت له انا غادي ندير معك عهد اكثر غير خليه ما تقتلوش. من بعد غادي يطيح توماس للارض وهو كيكحب. غادي يجري جيتي الحولي وغادي ينطح ذاك القرون ديالو باش غادي نختفي انا وياه. غادي نلقى راسي انتقلت لصحراء واسعه على مد البصر. قدامي كان وقف اكتاي وهو متشكل على الهيئه ديال ادم وجنبو ذاك الحولي الكحل. قال لي اكتاي فاجاتني يا صياد، يا ترى شنو نوع العهد اللي باغي دير معايا؟ قلت له انا كنتحداك في معركه، الا غلبتك غادي تخليني في حالي وغادي تبعد على اي حد عنده علاقه بيا. وين انت غلبتيني غادي تاخذ القوه ديال البوابه وغادي تخلي كل ما كنعرفو بسلام. غادي تسكت اكتاي اللحظات وهز راسو بحال كيفكر. واخا ما قلت جايب وفي نظر قادر تغلبني بعدا. قلت له جرب تشوف. ضحك اكتاي وقال لي لا خسرتي، البوابه غادي تولي ساعتها ملكي وساعتها انت غادي تموت. ما تنساش ان القوه ديال البوابه مرتبطه بحياتك. قلت له تحدي انا تيق في راسي، انا تيق في راسي انك انت اللي غادي تخسر. قال لي واخا انا متاكد ما غتلحق حتى تقيسني، ولكن القتال في الاخر غادي يسالي بالموت ديال واحد فينا. حيت انا يا ملك كيحافظ ويقدس العهود، الا ربحتيني نوهبك الحياة. بدا داك الحولي كيترجع للور حتى غادي يبعد علينا عشرات الامتار. ساعتها غادي نبقى انا واكتاي راس في الراس في صحراء مفتوحه على ود البصر. استعدت لاي تحرك منه، وانا متاكد من حاجه واحده، انا طاقته الروحيه هربانه عليا بسلامات ضوئيه، ولكن انا غنلقى حل الهزيمه ديالو باي طريقه. بدا اكتاي تا هو تيتخذ الوضعيه ديال القتال، وعلى الوجه ديالو ابتسامه ملعونة، ابتسامه خلاتني على يقين انني خاسر. ما عرفتش علاش هاد اللحظه دي حسيت براسي بحال تسرعت. جدني ندير معاه عاد من الاساس، ولكن على اي حال الا قتلني غادي نتهنى من هاد المعاناه
البيانات هذه وهاد الحقيقه هذه اللي اكتشفت مؤخرا. وقتها غادي نسمع صوت، صوت ساخط داخل راسي، كان صوت ديال ناجروم. شنو كدير؟ شنو كدير يا غبي؟ انت عارف انك ما عندك حتى شي فرصه قدامه ولا تحدي تجي. قلت له صافي حيت عييت، عييت انا، عييت انا ناجروم، با مات بسببي، مي مات بسببي، مريم وهاجر ماتوا بسببي. وزاد عليا الدكتور توماس بهاد الحقيقه هذه اللي صدماتني. انا غادي نقاتل بكل قوتي، الا ربحت غادي نكون انتقمت للموت ديالهم، ولا خسرت غادي نموت نتهنى. غلط 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 يا غبي، الا خسرتي غادي توقع كارثه. واش ما عمرك سولتي راسك علاش اكطاي باغي يتحكم في بوابه البرزخ؟ ما سولتيش الحماق ديال راسك علاش اكطاي مخلي العشيره ديالو الملك ديالو تبعك نتايا؟ حيت الا متي البوابه ديال البرزخ غادي يحلها على مصراعيها، ووقتها غادي تنوض فوضى في العالمين. العشائر ديال الجن غادي تخرج للعالم ديال الانس. باغي تعرف علاش كيخطط اكطاي؟ اكطاي كيخطط للغزو الشامل. قلت له غا ما لحقتش اصلا نكمل الكلمه ديالي هذه حتى حسيت بضربه قويه على الكرش ديالي. تحت الارض انا كنحب دم من القوه ديالها. كيفاش تحرك بهذه السرعه هذه الخارقه؟ غادي بقى نقدم عينيا. غادي نوض بصعوبه انا كنمسح الدم من فمي. بس كنقلب عليه ما لقيتوش. ما بان لي في ديك الصحراء الا داك الحولي وقف بعيد عليا. في لمح البصر غادي يبان لي في الوجه ديالي بحال خرج من العدم. قبل ما نلحق ندير اي رده فعل غادي يضربني بكل قوه في الوجه ديالي. حسيت براسي انني غادي نغيب صافي. الدميات كانت بحال الخدمه نازله لديك ديالي حيت تعرفت. ساسا سمع ضحكه عاليه من اكطاي. شنو يا صياد؟ فين هي قوتك اللي غلبتي بها حارس الكتاب؟ شخص ضعيف بحالك ميصلحش يكون بوابه على بوابه البرزخ العظيمه. ما عرفتش علاش دوني من جميع المخلوقات. شنو المميز فيك باش تولد مع قوه بحال هادي؟ انت احسن مني في شنو؟ بوابه البرزخ خاصها تكون في يد حد بحالي، في مكانتي وجبروتي انا. قلت له انايا كنحاول نجمع الكلمات. لا لا انت غلطان، ماشي غيكون عندك الملك والقوه بوحدهم غادي تحرس البوابه. واضح انك ما فاهم والو، ولكن انا غادي نفهمك. بوابه البرزخ هي اللي كتخسر شكون اللي حرسها. والحكمه من هاد الشيء يا اكطاي ان البوابه الى اختارت واحد من بني الانس كان غادي يسد البوابه نهائيا، وهكذا اي واحد مات القرين ديالو غادي يبقى محبوس في عالم الانس. ولا البوابه اختارت واحد من الجن كان غادي يحل البوابه وغادي تكون لي فوضى. الجن يخرج ويدخل منها باش ما قالها لي راسو. وهادشي اللي اكيد انت كتخطط ليا اكطاي. انا عارف النوايا ديالك على فكره، عارفك باغي تحل بوابه الخدم كل جنود الطغاة يديروا كوارث في عالم البشر. انا الوحيد اللي كينتمي لعالمين مختلفين، انا الهجين، علاه اختارتني البوابه؟ انا الحامي ديال البوابه وماني اي شخص سواء كان من الجن او الانس يخترق عالم الثاني. غبي كنت باغيك تعاون معايا، عطيتك فرصه وجوج عشره، ولكن واضح ان الهضره معاك انت مضيعه الوقت وصافي. اخر مره غادي نقول لك وغادي نعطيك فرصه، حط يدي في يديك وما غاديش ندم. الا سلمتيني البوابه غادي نديرك تحت جناحي وغادي تكون من المقربين. خدم تحت امرتي يا صياد وصيد الجن تحت رايتي. المجلس هذاك راه ما عنده باش ينفك، والاربعه الكبار راه ماشي انداد ليا، غادي نتبعهم للاربيل. انا الخلاص ديالك الوحيده صياد، استسلم. قلت له انايا موجد راسي للوضعيه ديال القتال، استغليت الفرصه ديال الهضره معاه واسترجعت شويه من الانفاس ديالي. من العار من العار نسلم الشخص اللي قتل مراتي وبنتي وبا. غادي يغوت اكطاي وغادي يختفي من حدايا. بما انا وقفت كنقلب عليه وكنترقب الهجمه من اي بلاصه تجيني، بديت كنحاول نتنفس بعمق ونخرج كل طاقتي الروحيه. وقتها غادي نحس بطاقه اكطاي من ورايا. فاش ضربت لقيته ورايا مباشره موجه ليا ضربه للوجه ديالي، ولكن قدرت نصدها بيدي من القوه ديالها. حسيت ان العظم ديالي يدي تهرس. ما لحقتش حتى نسترجع التوازن ديالي باش غادي يزيدها ليا بضربه قويه في كرشي. غادي نطيح للارض شد كرشي وحس بالنفس ديالي مقطوع. كتحس بالروح ديالي، الروح ديالي كطلع من جسدي. صافي واقيلا هذه هي النهايه. غادي نهز اكطاي من روح ديالي وديك ليفرك بكل قوته. ما كنت قادر ندير حتى شي حاجه. واضح انني غلطت من الاول فاش تحديته. انا عاجز قدامه. ما هي الا لحظات حتى كلشي تحول لسواد. غادي نحل عينيا في السبيطار كنزفر بعمق مثل ما ساقو الصدر ديالي بالضو. كانوا قدامي جوج دكاتره وواحد الفرمليه. حاولت نوض ولكن غادي يجلسوني ومنعوني نتحرك. انا في غرفه ديال المستعجلات. شكون جابني لهنايا ولا شنو وقع؟ ما عقل على والو، ولكن حاجه واضحه وبين انه شي حد تدخل في اخر لحظه ونقدني من القبضه ديال اكطاي. كتحس بارهاق شديد، رجع عليا العيا وغادي نغمض عيني مره اخرى فاقد الوعي. ما عرفتش شحال ديال الوقت واني على الحال هذا، ساعه، نهار، سيمانه ولا شهر. الحاجه اللي عارف انني فقت على صوف كرسي هو كيتحرك. يعني حليت عينيا واش غادي نلقاه نجرهم جالس حدايا. كان جالس جنب السرير اللي انايا جالس عليه، والملمح ديال وجهه كلها غضب بين انه ساخط عليه بزاف. حاولت نهضر معاه ولكن غادي ندور الوجه ديالو للجهه الاخرى بحال تقول ما حاملناش ولا ما بغيش يهضر معايا. قلت له ما تقلقش مني يا صاحبي، انا عارف انني غلط في حقك وانه من المفروض نطلب منك المشوره قبل ما ندير اي حاجه ولا نتحرك. صافي ما تزيدش فيها صاحبي حتى انت. قال لي نزيد فيه؟ انت راه كان بينك وبين الموت شعره واش ما كتفهمش؟ لو كان مع الاربعه الكبار اللي تدخلوا كلهم دقه باش يفكوك من القبضه ديالو. بلا ما تنوض وقاد داكشي كيقول لك راسك. انا راني مربوط بك، انا راه خوك صاحبك وشريكك في هذه الحياه هذه. الا متي راه غادي تسلم هي انايا في عالم البرزخ. خاصنا نخدموا هذا ماشي نتحركوا بالعواطف الخاويه. قلت له واخا، وباش غادي ينفعنا هذا؟ عندك حتى اي حل باش نتغلبوا على اكطاي؟ قال لي كاين الحل، الحل كاين عندك. فين هو الكتاب؟ قلت له الكتاب؟ الكتاب خليته في الدار. في هذه اللحظه دي تفكرت الدار والدكتور توماس. كيفاش حتى نسيته؟ لا 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 خاصني نمشي نطمئن على الدكتور توماس، راه في خطر. غادي تبان الملامح ديال الحزن
على الوجه ديال ناصر وما قال لي اسمح لي اصاحبي، ولكن توماس اختفى بلا اي اثار، ما عرفتش واش هرب ولا رجع لامريكا ولا اقتل قتلوا ولا شنو، ولكن لا طالما اختفى عرف انه عمره غادي يعاود يبان. انت ارتاح لك دابا، وغدا فاش ترجع للدار اكيد غادي تلقى الحل في الكتاب. غادي يختفي ناصر وانا من هنايا رجعت ناس تاع السرير. ثاني يوم رجعت للدار واول حاجه درتها هي مشيت تهزيت داك الكتاب اللي عطاني داك الراجل الغريب. غادي نحلو على اخر صفحه وغادي نبدا القرايه فيها. غادي تشكل لي نجرم وغادي يجلس حدايا وبدا كيسمع اصوات الانذار في كل بلاصه، تحلو كل ابواب غرف الاحتواء، واللي من ضمنهم باب غرفه شي. كانت هذه اول مره نشوف فيها التجارب الفاشله. وقيلا هذه فرصتي باش نخرج من هنايا. الهضره ديال ابن شمس كتحقق، اكطاي غادي يدمر هاد البلاصه هذه باللي فيها. ولكن قبل ما نخرج غادي نكتب اخر سطور مدوناتي. رفضت نكون وعاء لابن شمس، ما عجبوش الحال ولكن تفهم الامر في النهايه. انا باغي نكون حر ما تبع لحد، ولكن قال لي الا بغيت نستدعيه يوم من الايام خاصني نقرا طرس من الاستدعاء وندير الطقوس. غادي نسد الكتاب وغادي نشوف في نجرهم بعد النساء ونفس الشوفه ونفس الابتسامه. اتفقت انا ويا على استدعاء ابن شمس. غادي ندوز الوقت حتى غربت الشمس ديال هاد القضيه اللي هي من الطقوس ديال الاستدعاء. ما نخبيش عليكم ان القلب ديالي كان مقبوط وحس انه غادي توقع مصيبه، وبالفعل احساسي ما كذبش. غادي يصوني لي التليفون ديالي باش غادي تطلع ليا النمره ديال اختي بسمه. الو بسمه شنو كاين؟ صافي هذا هو جدك، درتي معايا اتفاق وعهد وفي الاخر تهرب بحال الكلب. واش ماشي انت اللي طلبتي تحداني؟ على العموم اختك توماس هما مشرفين عندي هنايا في البعد الموازي ديالي. ها غادي تشكل قدامك بوابه، ها غادي نعطيك مهله ديال الوقت دقائق معدوده، الا ما جيتيش برجليك لهندي اعتبرهم في عداد الموجه. سمعتي؟ وما نعاودلكش على العذاب اللي غادي ندير في الاقران ديالهم. راك عارف غادي تقطع الخط. الو الو رد عليا. الو تحس بالدم ديالي كيغلي من الداخل لدرجه هز التليفون مع الارض. قلت لناجروم هذا هو الوقت، انا غادي نبدا في الطقوس ديال استدعاء ابن شمس. غادي نحيدو كل فراش في الصاله حتى خوات الارضيه بالكامل. بدينا كنرسمو دائره كبيره، وداخل هذه الدائره هذه كتبنا حروف وارقام كما مصور في الكتاب. غادي يطلب مني ناجروم نحيد الحوايج ديالي ونقص وسط الدائره اللي رسمناها. وقدامي كانت واحد الشمعه شاعله. شد ناجروم الكتاب مني وبدا كيقرا واحد اللغه اللي غريبه، غالبا اللغه السريانيه هذيك. من بعد مثلا نص ديال الاستدعاء وسد الكتاب، امر غريب ما وقع حتى شي حاجه. غادي يشوف نجرهم في الكتاب وقال لي غريبه، قريت النص ديال طلسم كيف ما هو، غالبا غادي نكون غلطت في النطق ديال الحرف واقيله. فهاد اللحظه غادي تسمع معنا صوت في الصاله، حيت الطلسم هذا عنده نبره صوت محدده، يعني واخا تنطق الحروف ديالو كيف ما هي ابن شمس ما غيتستدعاش. فاش شفنا جيت مصدر الصوت كان هو نفسه صاحب النجمه الخماسيه اللي عطاني الكتاب. غادي يجي جيت نجرهم وغادي يحيد لي الكتاب من يده. شاف في نجرهم ديك الشوفه ديال شكون هو هذا، شفت في نجرهم الشوفه ديال خليه هذا صديق ماشي عدو. بدا مول النجمه الخماسيه كيقرا النص ديال الطرسم، وبالفعل كان كيقرا بواحد النبره ديال صوت مبدله. حتى شويه بديت كنحس بالجو بدا كيتبدل، الجو بدا كيسخن اكثر واكثر. الفلامه ديال ديك الشمعه بدات كتزيد تعلى وتعلى حتى غادي تشكل على هيئه كيان من النار في نفس الطول ديالي تقريبا. قال الكيان انا حاس بطاقه قويه هنايا جاي منك انت. قلت له مني. قال لي وما سبب الاستدعاء؟ قلت له حيت انا وانت عندنا هدف مشترك. قال لي هدف مشترك؟ شنو هو الهدف؟ قلت له هزيمه اكطاي. شنو بالك ندير انا وياك عهد؟ قال لي كتعني انك بغيتي تولي وعاء ليا. قلت له بالضبط، انت عندك هدف تحرر الملك الشرعي، وحتى انا عندي هدف نحرر نفسي من اكطاي، وهاد الاهداف هادو بجوج ما غادي يتحققوا الا بالموت ديال اكطاي. ضحك ابن شمس وقال لي نديروا العهد، علاش ما نديروش؟ ولكن بلاتي الا وليتي وعاء ليا القرين ديالك غادي تستبعد وغادي نولي بلاصته مؤقتا. انت موافق على العهد ديالي ولا لا؟ غادي نشوف في ناجروم اللي يهز لي راسو بالموافقه. بدات النار ديال الشمعه كتنقص تدريجيا حتى تطفات بالكامل. الدخان اللي خرج من الفتيله ديال الشمعه طلع الجيشه حتى دخل لي معانيتي واستنشقته بالكامل. تما بديت كنقحب بحال تقجيت. غادي نسمع صوت داخل راسي، شنو هي خطتك للاطاحه باكطاي؟ قلت له بكل بساطه غادي ندخلوا للبعد الموازي ديال اكطاي وغادي نواجهوا تمايا وجها لوجه وغادي نقتلوه. قال لي غادي يسحقنا بكل سهوله واخا انا معاك. قلت له علاش؟ ياك انت معايا ياك انت تقدر عليه. قال لي حيت هو غادي يكون اقوى منا بمراحل في البعد ديالو، خاصنا نستدرجوه البعد الموازي ديالنا. قلت له واخا وكيفاش غادي نستدرجوه؟ قال لي دير الخطه ديالي، دير هادشي اللي غادي نطلب منك بالحرف. غادي ندخلو عندو البعد الموازي ديالو، ولكن ماشي باش نقتلوه، في الوقت المناسب غادي نسحبوه للبعد الموازي ديالنا. ساعتها غادي نديرو الخطه اللي في راسي. وقتها كانت البوابه اللي فتح لي اكطاي كانت باقه، تحركت باش ندخل ليها. وقبل ما ندخل غادي يقول لي نجرهم ما تموتش اصاحبي انا تايق فيك. ابتسمت لنجرهم وغادي نكمل طريقي ودخلت للبعد الموازي الخاص باكطاي، نفس الصحراء اللي كنت فيها قبيله. غادي نلمح في الافق جوج ناس جالسين على الرمال ديال الصحراء. قربت منهم، كل ما كنقرب كنزيد نتاكد ان اختي والدكتور توماس، ولكن غريب هادشي كانوا بحال الشكل ديال السراب، كل ما انا كنقرب منهم هما كيزيدوا يبعدوا. ساعتها غادي نسمع صوت، جيتي في وقتك يا صياد. وقفت بلاصتي من الماشي حيت ساعتها عرفت انها لعبه من الالعاب ديال اكطاي. قلت له شوف غادي نساليو كلشي اليوم يا اكطاي. ضحك وقال لي ها باش تعاود نفس
السيناريو وقبل ما نقتلك يتدخل شي واحد وينقذك عاوتاني. الحل في يديك يا صياد، عطيني القوه ديال البوابه اختك وتوماس راهما خذهم. غادي تبقى تلعب معايا هاد اللف والدوران راه ما تجيبها افراسك. نتوما بثلاثه غادي تموتوا دابا. قلت له اسمع نقول لك واحد الحاجه، بما انك دخلتي اختي في الموضوع كنقسم اني ما غاديش نرحمك. قال لي في استهزاء ما ترحمنيش مين جبتي هاد الجرأة هادي كاملة يا انسي؟ لا 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 بلاتي 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 نحاول نفهم. استدعيتي عدوي اللدود واستحوذ عليك ها؟ درت طقوس الوعاء. ولكن على حساب لك انكم قادرين عليا في البعد المنزلي ديالي راكم خالطين. غادي ندافع بقوتي لجهاز اكطايو قبل ما يدير اي ردة فعل. قدرت نضربو بحرج هادي الوجه ديالو. غادي نرجع خطوات اللور الدنيا كترسل من فمه. قال لي ابن شمس داخل راسي ضربات بحال هادو ما عندهم فايدة في الوجه ديال اكطاي. المهم دابا حاول تفادى كل الضربات ديالو. غادي يجمع عليك وحط في راسك حاجه، ضربه واحده منه كافي لانها تقتلك. غادي تخرج ضحكه عاليه من اكطاي. لا 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 صافي صافي وصلت بك الجرأه تقسم الضرب من وجهي ها. كيف ما نخبيش عليك هادشي، هادشي عاد مازال حمسني للقتال. غادي ندافع اكطاي جيتي وغادي تبع لي سلسله الضربات السريعه، ولكن قدرت نتفاداها كلها حيت ابن شمس كان كيتوقع الضربه منين غادي تجي وكيقول لي او كيقول لي منين غادي تجي. دازت دقيقه على هاد الحاله، هذا هو في حاله هجوم وانا في حاله دفاع. ما كنتش فاهم علاش ابن شمس ما باغيش نهجم حتى انايا ونبقى في هاد الوضع ديال الدفاع. والحاجه اللي كتخيف منها هي اللي بالفعل وقعت، اكطاي غادي يختفي. عرفت ان الضربه غادي تجي من اي جهه مفاجئه. باقي ما كملت حتى الفكره في راسي باش غادي نحس بضربه قويه في الظهر ديالي طيحتني الارض كنغوت من حر الالم. غادي نكملها لي بركله للوجه ديالي باش غادي نسمع الصوت ديال العظم ديال مناخري كيتشتت. غادي نسمع صوت داخل راسي كيقول لا لا ما تفقدش الوعي دابا، لقي القتال باقي في بدايته. غادي نقز اكطاي برجليه بجوج في الهواء وغادي نزعل الكرش ديالي. وكانت هذه هي الضربه القاضيه. ما عقلت على والو الا وانا حال عينيا قدام بوابه عظيمه شكلا وحجما. من وراء البوابه كان مجتمع كامل من الناس بجميع الاعمار والاجناس وحتى الاعراق. بين هاد الناس غادي نلمحوها مريم مراتي وهجر بنتي. كانوا جايين كيقربوا من ديك البوابه وعلى الوجوه ديالهم مرسومه واحد الابتسامه. فاش وصلوا للعتبه ديال الباب ووقفوا سولتهم واش انا ميت وغادي ندخل معاكم. هزات مريم راسها بالنفي لا. بديت كنبكي قلت لها اسمحي لي بزاف يا مريم، شي اللي وقع فيكم بسببي انايا، نتمنى تسامحوني انت وبنتي هاجر. غادي تحط مريم يدها على الخد ديالي وقالت لي انت ما عندك دخل في هذا الشيء، ما تخليش الشيطان يلعب لك في العقل ديالك ويصور لك انك انت السبب في داك الشيء اللي وقع. حنا مقدر لينا نموتوا بديك الطريقه يا صدام. الحاجه اللي بغيتك تعرفها انني معاك انك غادي تقدر تغلب وجه حر نفسك من هذه المعاناه اللي رابطك بها. قلت له علاشاني وعلاشان بنتك وباك وعلاشان كل واحد مات انت هي كتحبه، انتقم لينا منه. ساعة غادي نسمع صوت في راسي فاق يا غبي، ماشي وقت البوش هذا. غادي نحل عيني وانا نفرج في الارض على الصوت ديال ابن شمس. غادي نلمح اكطاي خدام كيرسم شي حاجه على الارض وحدة داك الحليل كحل كيعاونو. كان اكطاي فرحان هو كيقول ما راسي ملاق البوابه غادي تبدا دابا من صياد الاكطاي. غادي تحرك داك الحليل جيتي وغادي يشدني من سروالي وبدا كيجبني لجهه ديك الرسمه، ولكن انا بكل حقد غير لجهته حيت عارف هو ليش على العافيه في دارنا القديمه. غادي نشد من العلق ديالو في غفله منه وغادي نكرطو ليه. وقف اكطاي من ديك الرسمه ناض كيغوش ومشى كيزر جهه الحلي وبدا كينوض فيه. غادي ندخل في حاله من الهيجان فاش عارف ان الحلي مات. غادي نقتلك يا صياد. غادي يختفي من حدايا وفي المحبس غادي يبان ورايا قبل ما يلحق يهضر لي خويت به. درت بحركه سريعه من يدي ولكن هو غادي يشدها لي بيديه الثانيه وغادي يحشي لي بنيه للوجه ديالي. تحت الارض كنغوت من دروسي للتحيدات والعظم ديال وجهي تشتت. غادي يتبع لي بسلسله من ركلات الجنب ديالي تهرس لي ضلوعي. استخليت الضرب ديالو ليا غادي نلمح واحد الحجره غادي نهزها وغادي نحشي عليه ضغط وجهه. غادي يرجع خطوات له شد راسه. غادي نوض بصعوبه بمساعده من ابن شمس وبنقيزه عاليه دخلت في البركبه ديالي للوجه ديالو باش غادي يطيح الارض. غادي نسمع ابن شمس داخل راسي هذه الفرصه ديالك جر البعد الخاص بك. غادي نحط الكف ديالي يدي الارض وبديت كنستخدم طاقتي الروحيه. غادي تشكل حفره كحله عميقه تحت فيها انا واكطاي دقه واحده. نط اكطاي كيشوف جناب والقراصو في ارض مظلمه سواد بعد شيم. بدا كيزر لي من اليسار كيقلب على اي باب ولا مخرج ولكن بلا فايده. غادي يبانوا ليه اربعه ديال الرجال انيقين الاربعه الكبار وقبل ما يحقق يهجم عليهم غادي يختفيو. اختفوا كما بانوا من العدم. غادي غوت اكطاي في ديك الظلمه. فينك يا صياد يا ملعون وواجهني وجها لوجه. غادي نخرج من الظلمه وغادي نوقف قدامه. بدا كيضحك بواحد الشكل هيستيري باش غادي يبدا يتحول الجسد ديالو من الهيئه اللي مجسد عليها على هيئه ابن ادم المخلوق شيطاني ضخم. غادي نتحركوا بجوج دفعه واحده، دخل فيا ودخلت فيه وكل واحد فينا كان كيدفع الاخر بحر جادو. انا في البعد الموازي ديالي اكيد اقوى منه، ولكن هادشي ماشي معنيته ان اكطاي ضعيف. اكطاي مالك حرب مخضرم وواخا انا في البعد ديالي ما نقدرش عليه بوحدي. خاصنا نتحاملوا عليه كاملين انا وابن شمس والمجلس. علاه غادي نلتزم بالخطه ديال ابن شمس؟ بقينا كنتدافعوا بقوه من قوه الدفع طحنا بجوج الارض. غادي يدور اكطاي يدي على العنق ديالو بدا كيخنق فيه وزيار، ولكن نحيت ليه في المساعده ديال ابن شمس يديه وضعته الوجه ديالو من الاخر. غادي نتقلب عليه وليت انا اللي فوقه باش غادي نهال عليه بسلسله من الضربات. بحركه سريعه منه غادي غرس المخالف ديالو في كتفي اليمين. غادي نغوش بعلى صوتي والدم دميت بدات كتشرشر من كتفي. تحت الارض جمع الكتف ديالي بيدي. غادي عاود يتقلب عليا مخرج من يدي بحال الانصال ديال الخنازير
في انه يذبحني، ولكن قبل ما تلحق تكاسي المخالب ديالو غادي يدور سلسله على العنق ديال اكتاي ومراد تشكل واحد من الاربعه الكبار اللي كيجبد فيه بكل قوته. غادي يشد اكتاي ديك السلسله غادي يجبدها بقوه باش غادي تقطع. هادشي عطاني شويه ديال الوقت باش نزحفو من بعد من تحتو حيت اكتاي صافي حرفيا خرج على السيطره وبدا كيغوت ويهلل ويضرب الارض برجليه. غادي يدوروا الاربعه الكبار وكل واحد فيهم هز السلسله بداو كيكتفوا فيه واحد ورا الاخر. اكتاي كان كيحاول يتحرر ولكن السلاسل تبتاتو مع الارض. قال لي ابن شمس دخل راسي هذه الفرصه ديال قتلو قبل ما يهرس السلاسل. غادي نقص بالمساعده ديال ابن شمس بركبتي على العنق ديالي. غادي نتبع عليه بسلسله من ضربات العنق ديالو ولكن العنق ديالو كان غليظ وقاسح وكان كله شعر كثيف. كان كيغوش بصوت عالي وكيهلل لدرجه الطفل ديال ودني ما قادرش يستحمل كان غادي يطرطق. كملت الضرب حتى تبدا العنق ديالو كيسيل دباير. هو كان كيعاف راسو باش يفكر راسو من التثبيت ديال الاربعه الكبار. غادي تقطع السلسله الاولى وغادي تبعها الثانيه باش غادي ينقض اكتاي على واحد من الاربعه الكبار وغادي يخليهم ليا في صراع. غادي يجبد واحد من الاربعه الكبار خنجر منقوش بكلام وغادي يمدو ليا. غادي نطلع على اكتاي من ورا دارو وغادي نتبع عليه بسلسله من الطعانات في العنق ديالو. كنت باغي نهرس باغي نقطع القصبه الهوائيه ديالو باش نطفيه. غادي يطلقوا الاخرين السناس وغادي يجمعوا عليه كلهم دقه واحده. جوج غادي يشدوه وغادي يتبتوه من يديه وجوج غادي يتبتوه من رجليه. قال لي ابن شمس داخل راسي الضربه الجايه قطع لي القصبه الهوائيه. الضربات الفايته اللي درت لي حلات لي الطريق باش نوصل للقصبه الهوائيه ديالو اللي غادي نغرس فيها الخنجر دابا. بدا كيغوت اكتاي وكيحاول يفكر راسو من التثبيت. خشيت لي داك الخنجر في الكرشوطه ديالي عاود تحيدته وعاود خشيته مره اخرى ولكن والو تقول واش بغى يموت عاد ما كيزيد يقاوم وكيزيد يزعر كثر وكثر. غادي نتبع عليه بالعشر راس ديال الطعانات في العنق ديالو حتى صافي الصوت ديالو الانفاس ديالو طفات. غادي طيح الجثه ديال اكتاي الارض وغادي طيح تاني قدامي كتنفس بثقل من الاجهاد. غادي يحرقوا الاربعه الكبار من الجسد ديالو غادي تحول لرماد. من بعد دقائق ديال الراحه على ما استرجع شي شويه الانفاس ديالي غادي نخرجوا من البعد الموازي. غادي نلقى الدكتور توماس اختي عندي في الدار فاقي ديال الوعي. فيقتهم بالفعل الحمد لله فاقوا. فاش شفت اختي الحاله ديالي غوتت بلا ما تحس كنت كل دمايات وجروح وكسور. غادي يطلبوا الاسعاف ما هي الا نص ساعه كنت في السبيطار. حاولت من بس ما اختي نفهم شنو وقع وكيفاش خطفهم اكتاي ولكن هي ما كانت عاقله على والو. قالت لي كانت كتوجد في العشاء ديالها ما بها ما عليها بعد ما عقلت على والو حتى لقات راسها عندي هنايا في الدار. حاولت حتى هي تعرف منين السبب ديال هذه الحاله ديال اللي وصلت لها ولكن انا الفت اي هضره وقصه باش تصدر وصافي. قال الدكتور توماس في السبيطار انه مستغرب كيفاش عليه هذا العدد الكبير ديال الاصابات وباقي عايش حتى من الدم هو الاخر نزفت بزاف ديال الدمايات ومن المفروض انني نكون مت. فبداو عينيا كيتسدوا شويه وانا في سريع للسبيطار حتى غمضتهم وكانت هذه اول مره غادي نعس ولا نفقد الوعي وانني برتاح. وفاز ما انا في غيبوبتي غادي نفيق على صوت مول الجبل الخماسي اللي عطاني الكتاب. ابتسمت ليه وقلت له واقيلا دابا من حقي نعرف شكون انت ولاش عاونتيني ودرتي من اجلي هادشي كامل. قال لي انا جاي باش نوداك الوداع الاخير حيت مهمتي معاك صافي سالات بموت اكتاي. غادي نرجع لعشيرتي وانا مطمئن عليك انك غادي تكون بخير من اي سوء ولا طالما انت مصير تعرفني شكون انايا. انا مرجان انا باك الحقيقي يا صدام. اختفى مول الجبل الخماسي وهو مخليني في ذهول وصدمه. دازت ايام عليا في السبيطار وهاد المره هادي طولت في السبيطار حتى رجعت لحياتي وروتيني عاوتاني والجامعه. طول هاد الفتره هادي وانا كنحاول نتواصل معاه ولكن للاسف ما كنتش قدرت نوصل لشي حاجه بينه واكيده ان العشيره ديالو كانت منها اصلا انه يتواصل معايا ولكن هو من خوفه عليا كان كيخطف اوقات ليا ويهرس قانون عالمهم وعشيرتهم الجن. ولكن انا عمري غادي ننساه بهذاك وما غاديش نيأس من محاوله التواصل معاه. غادي نحاول مره وعشرة وعشرين ومية حتى نوصل لبا. الخدمه في القضاء السفلي والتحقيق في جرائم الجن غادي نرجع مره اخرى ونجرم والي نايب عليا على ما استرجع العافيه الكامله ديالي من معركتي مع اكتاي.